طيب مواجهة النهارده المفروض انها مش شرح، يعني دي مواجهة قلنا سيستمة كده ونحفظكم معلومة أكتر منها شرح شوية، والناس بتوع أزهر كده كده المواجهة دي هتعالي إن شاء الله تاني بعد العيد، بس هتبقى مفصلة أكتر سنة. الناس بتوع عين شمس يركزوا معايا قوي عشان أنا عارف إن الامتحان خلاص من 8 8 8 عاملين ايه في الكارديو؟ عاملين كذا درس كده يا طموحي بالهايبرتنشن، هايبرتنشن بسرعه قوي، ركز معايا بسرعه قوي، بسرعه فظيعه. يعني ايه هايبرتنشن؟ احنا قلنا عندنا الضغط بتاع الحديد، قلنا الهايت بتاعنا لما يكون تراك بيضخ الدم في السيركيوشن، صح؟ ضغط الدم في السيركيوشن دي بنسميها سيستول. وبعد شويه الدم ده يتوزع في السيركيوشن، لما يتوزع لما القلب الاول يضخ الدم، لما يضخ بيضخ كميه كبيره 120 بيسجل 120 سيستول. بعد شويه الدم ده يتوزع في السيركيوشن الباقي منه يسجل الدياستول هو كده 80، يبقى النورمال بلاد بريشر المفروض 120 على 80. طب هايبرتنشن ايه؟ قلت كلمه هايبرتنشن الضغط يزيد على 140 على 90، بس بشرط ان يكون كلمه بريزستنت. قول لي كلمه بريزستنت اهم من كلمه اليفيشن، صح؟ قلت لك انت ممكن تتعصب على اي حاجه فضغطك يعلى بس هيقل تاني، لكن ضغط هايبرتنشن يعني بريزستنت دايما عالي. يبقى الهايبرتنشن عباره عن الديفيشن بتاعه بريزستنت اليفيشن اوف بلاد بريشر اكتر من كام؟ اكتر من 140 على 90، صح؟ قلت كلمه بريزستنت اهم من مش لازم يكون دايما عالي. طيب ده عشان اقيس شخص عام ده لازم اقيس كم مره؟ اتليست 3 تايم وسام تايم ان بتوين، لازم اقيس 3 مواد واسجل 3 مواد، يكون في الثلاث مواد اكتر من 100 سنة عشان احقق كلمه بريزستنت، انه في الثلاث مواد كان عادي. طب امتى اقيس 1 يوتيك؟ امتى اقيس عندي ضغط مره واحده واقول انت عندك ضغط؟ لو ضغط اكتر من 170 على 110، صح؟ او ضغط عالي فوق 190 بس معاه تارجت اوكن دامج، يعني معاه كومبليكيشن بتاعت الهايبرتنشن. يبقى الديفيش عباره عن ايه؟ قلت بريزستنت الديفيش بلاد بريشر اكتر من 190 بشرط ان يكون فيها كلمه بريزستنت، صح؟ عشان احقق بريزستنت قلت هيس ثلاث مواد وسام تايم بتوين. طب امتى اسمها واحده؟ قلت لو فوق 100 فوق 170 على 110، لان فوق الرقم ده مش هيستحمل ان انا اقول اسمه ثاني، ممكن يحصل له بسرعه كومبليكيشن او لو معاه تارجت اورجن دامج، صح؟ طب ايه الكيرف بتاع الهايبرتنشن؟ قلنا عندنا حاجه واتنين، يا اما برايمري هايبرتنشن يا اما سكندري، صح؟ قلنا البرايمري غالبا مش عارفين حصل ازاي، بس في سيوز، ايه السيوز اللي بتفسر فلوس البرايمري هايبرتنشن؟ هنرسم عليهم كده ونقول من فوق لتحت الحاجات اللي بتحصل في البرايمري. قلنا بالترتيب كده، رقم واحد واحد عنده حاجه فوق في الدماغ حاجه اسمها سمباثيتك اوفر اكتيفيتي، صح؟ اللي عنده سمباثيتك شغال بزياده هيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن تاكي كارديا، تاكي كارديا قلب سريع بيضخ دم كتير مع فازو كونستريكشن الاثنين يعملوا هايبرتنشن. رقم اثنين حاجه هنا في الكوادر عندنا حاجه اسمها باور ريسبتور، اسمها ايه؟ باور ريسبتور. المفروض ان احنا لما الضغط يعلى بيحصل ايه؟ لما الضغط يعلى المفروض باور ريسبتور تشتغل، او لما الضغط يعلى وتعمل لك فازو دايلتيشن او تعمل تشغل الفيجل فتعمل برادي كارديا وفازو دايلتيشن. فاول ما الضغط يعلى لو اشتغلت الباور ريسبتور حسب الضغط يعلى لان الفازو دايلتيشن برادي كارديا ساعتها الضغط يرجع نورمال تاني. واحد حصل عنده مشكله، حصل عنده حاجه اسمها باور ريسبتور ريسيتنج، يعني عاد الضغط ما عادتش شغاله فالضغط عامل ايه لو هي مش حاسه بحاجه؟ اسمها باور ريسبتور ريسيتنج. او كم تاتا عندنا في الاي تي ام حاجه اسمها اي ان بي، اي تي ام ناتريوتيك بيبتايد. الاي تي ام بيطلع ماده بتعمل بتشتغل كناتريوتيك، يعني بتعمل ناتريوسيس بتخرج ميه وملح. لما ضغطك يعلى المفروض يحصل كونجيشن هنا في الهارت، فالمفروض الاي تي ام يحس يطلع اي ان بي، ده يعمل ايه؟ ناتريوسيس يخرج ميه وملح فيقل الضغط، كانك خدت حقن اللازكس من بره بالظبط. العند عنده ايه؟ عنده نقص الاي ان بي، ضغطه بيعلى ومفيش ماده تعمله ناتريوسيس، مفيش ماده بتطلع بتخرج ميه وملح. يبقى الترتيب رقم 1 عنده سمباثيتك اوفر اكتيفيتي باور ريسبتور سيتنج رقم 3 ناقص الان بي. رقم 4 ايه كمان؟ واحد عنده هايبر انسولينيميا، عنده ايه؟ هايبر انسولينيميا، يعني عنده مشكله في البنكرياس انسولين كتير قوي. الانسولين بيعمل ايه؟ واحد عنده انسولين ريزيستنس، الانسولين بيطلع من البنكرياس يمسك في ريسبتور ما اشتغلش، فالبنكرياس اتجنن يطلع جوه ثاني يمسك في ريسبتور ما اشتغلش، فيعلى الانسولين ويحصل هايبر انسولينيميا. يعني الانسولين يعمل ايه؟ رقم 1 بيعمل سولت ووتر ريتنشن لان هو دستور هناك، رقم 2 بيعمل سمباثيتك اوفر اكتيفيتي انسولين كتير، يشغل السمباثيتك يرجعنا نظريه كده ويعمل سولت ووتر ريتنشن فيعلى الضغط. رقم 5 ايه كمان؟ واحد عنده مشكله في الادرينال جلاند، واحد عنده هايبر اكتيفيتي اوف ادرينال جلاند. لو جلاند هايبر اكتيف السوبرينال كورتكس او الحته دي زونا جلوميولوز بتطلع ايه؟ بتطلع الدوستيرون زياده في علل الضغط. بالترتيب سمباثيتك اوفر اكتيفيتي باور ريسبتور سيتنج ناقص ان بي هايبر سيلمي هايبر اكتيفيتي في الادرينال. طب ايه كمان؟ حاجه اسمها مالتي فاكتوريال سيري. ايه المالتي فاكتوريال سيري دي؟ واحد حصل له بالترتيب كده سمباثيتك اوفر اكتيفيتي الاول،
فالسمباثيتك يعمل له فازو كونستريكشن، فحصل فازو كونستريكشن في رينال ارتري، الدم اللي داخل الكدني قل، يعني حصل رينال اسكيميا. ولو حصل اسكيميا الدم وصل الكدني، ولا يحصل ايه؟ الكدني يطلع حاجه اسمها رينين، صح؟ الرينين يطلع الدوستيرون يعمل صوت وتدشي على الضغط. اخر نظريه حاجه اسمها فاسكولار هايبرتروفي اند انديوسيريال دامج. ايه الفاسكولار هايبرتروفي ده؟ ده عين ضغط عمليه، الضغط لما قلت لك بيفضل يعمل ميكانيكال دامج يخبط في الول، والضغط ايه؟ لا اكتر يخبط في الول. لما يخبط في الول يعمل ميكانيكال دامج، بيشغل حاجه في الول اسمها بوز فاكتور. البوز فاكتور بيعمل ايه؟ بيدخن الول وضيق الليمون فيعمل هايبر تنشن. فيعمل الضغط هنا فيعمل ميكانيكال دامج ثاني على المول فيدخل الول اكتر وهكذا فيش السيركل. يبقى كلمه هايبر تنشن عباره عن ايه؟ قلت عباره عن ايه؟ بيرزستنت الفيشن بلاد بريشر فوق 190 صح؟ بشرط اس 3 موت والسم تايم ان بتوين. اسم واحد امتى؟ قلت لك لو فوق 170 على 110 او معاه تارجت اورجن ده مش ريتيول جولني بايم مثلا اللي بايم حاجات من فوق لتحت. قلت هي رقم واحد سمباثيتك اوفر اكتيفيتي، رقم اثنين باراسيتيك سيتنج، رقم ثلاثه ناصر ان بي هايبر انسولينيا هايبر اكتيفيتي ادرينال، وبعد كده مالتي فاكتورز كلهم مع بعض سمباثيتك اعمل لنا الاسكيميا فشغل اخر حاجه بس دي احدث نظريه الفاسكولار هيبرتوفي اند اندوسيريال دامج. طب اسباب السكند ايه هي؟ قلت اسباب السكند ملخصها في كلمه رينا، ده سؤال مهم قوي. ايه اللي يعمل سكند كلمه رينا؟ رقم واحد رينا الكوزس، رقم اثنين اللي هي اندوكراينال كوز، رقم ثلاثه الام اللي هي نيورولوجيكال كوز، رقم اربعه اللي هي مين؟ ادويه. ايه ادويه؟ الهير دراج صح ولا؟ والال قلنا كلمه حاجه فيها اللي هي فاسكولار فيها حرف ال اهو. يبقى السكند رينال اندوكراينال نيورولوجيكال ادويه اللي هي دراجز وفاسكولار. رينال كوز حاجه من اثنين، قلت مشكله في الكدني، يا مشكله في رينال فيسل نفسه في الارتي، يا مشكله في البارينكيما صح؟ قلنا رينال يا في الفيسل اسمها رينو فاسكولار، يا في البارينكيما الكدني نفسها اسمها رينال بارينكيما صح ولا؟ ايه المشكله رينو فاسكولار دي؟ واحد عنده رينال ارتي ستونوز، راجل عجوز هنا عنده حاجه اسمها اسيروسكليروزس. اللي عنده اسيروسكليروزس يحصل ايه؟ الدم في اسيوما مضيقه ده، فالدم وصل الكدني قليل فالكدني تطلع عينين، لو طلعت عينين يطلع السيونيا من صوت توتال ديتشن. يبقى رقم واحد يونيو فاسكولار ايه؟ يونيو فاسكولار عنده رينال ارتي ستينوزس، فيحصل ايه؟ فيطلع عينين في الاخر يعمل هايبر تنشن صح؟ اللي عنده رينال ارتي ستينوزس قلت لك الدم عدي في مكان ضيق جدا، لما يعدي في مكان ضيق كده الدم هيقعد يخبط في الحته دي فيعمل صوت ميمر صح؟ هسمع ميمر على الارتي اسمها فلانكي بيروي، منطقه الفلانك. يبقى عنده جنرالايزد اسيروسكلوز غالبا، واسمع عنده فلانكي بيروي صح؟ طب هنا البارينكيما ازاي؟ مشكله في البارينكيما في الكدني من جوه، اي مرض في الكدني قلت لك اي مرض يعمل تشو دمج او تشو او اسكيميا او هايبوكس، اي حاجه تعمل دامج هايبوكسيا اسكيميا في الكدني هتعمل هايبرتنشن، لان اي حاجه بتعمل دامج جوه الكدني او اسكيميا بتخلي الكدني تطلع رينين على طول، ورينين شغل رينين انجيوتين سيستم فيعلى الضغط صح؟ يعني اي مرض في البارينكيما يعمل الحاجات دي كلها. مرض الكدني مين هي البارينكيما؟ اي مرض يجي على بالك قلنا مين هم؟ جلوميرولونيفايتس بايلونيفايتس بوليسيستيك كدني دايابيتيك نيفروز. مين هم؟ جلوميرولونيفايتس بايلونيفايتس بوليسيستيك ودايابيتيك نيفروز، دي كلها مرض الكدني كلها هتعمل دامج. يبقى السكند رقم واحد هنا قلنا ايه؟ انوفاسكولار هنا بارينكيما. ايه انوفاسكولار؟ واحد عنده هنا الارتي ستنوز صح؟ فعنده جنرالايز ده اسيوس كوز وهسمع عنده فلانكي بيروي. طب هنا بارينكيما اي مرض يجي على بالك في الكدني قلنا جلوميرولونيفايتس بايلونيفايتس بوليسيستيك كدني دايابيتيك نيفروز. طب بقى الاندوكراين مين هي؟ قلنا الغرد الاندوكراين جلاند كلها من فوق لتحت، كل الاندوكراين جلاند. مين الاندوكراين جلاند بتاعتنا؟ قلت رقم واحد عندنا حاجه اسمها بيتيوتري جلاند، رقم اثنين عندنا حاجه اسمها ثايرويد جلاند صح؟ لازم في الثايرويد حاجه اسمها باراثايرويد جلاند، وبعدين احنا عندنا مين؟ البنكرياس صح، وبعد كده عندنا السوبرينال جلاند، والسوبرينال كانت جزئين كان كورتكس ومين؟ وميدالا صح؟ اي جلاند من دول يحصل فيها هايبر اكتيفيتي السكريشن بتاعها هيزيد تعمل هايبر تنشن. اي واحده يحصل فيها هايبربليزيا او هايبر اكتيف تعمل هايبر تنشن، ما عدا واحده فيها الاحتمالين الثايرويد اللي هي منها الثايرويد الهايبر اكتيفيتي والهايبو اكتيفيتي الاثنين يعملوا هايبر تنشن. تاني اي واحده الهايبر تعمل هايبر تنشن، دي لو حصلها هايبر او هايبو ثايرويد دي، لانها قلت الثايرويد فصين فتحت في احتمال انا شايف فصين الهايبر ثايرويدزم والهايبو الاثنين يعملوا هايبر تنشن. بالترتيب كده اي جلاند هايبر اكتيفيتي، رقم واحد بيتيوتري. ايه اللي عنده هايبر اكتيفيتي بيتيوتري ده؟ واحد عنده بيتيوما هنا اسمه ايه؟ اسمه اكروميجالي صح؟ اللي عنده اكروميجالي عنده زياده في جلوكوز هرمون بيدخل الاندوسيريم يعمل هايبر تنشن. رقم اثنين الثايرويد جلاند، ايه هم؟ قلت الهايبر ثايرويدزم بيعملوا مين؟ والهايبو ثايرويدزم الاثنين بيعملوا صح؟ قلت لك ان الثايروكسين بيعمل حاجه اسمها فازو دايلاتيشن صح؟ الثايروكسين بيعمل فازو دايلاتيشن او في السيركيوشن. فاللي عنده هايبر ثايرويدزم ثايروكسين زياده عنده فازو دايلاتيشن قوي، فيضطر القلب يضرب بقوه جامده عشان يملى السيركيوشن. لما يضرب اول الدم ده فيعلي السيستول صح؟ طب والهايبو ثايرويدزم عنده فازو كونستريكشن فيعلي عنده الدايستول صح؟ يبقى الترتيب رقم واحد بيتيوتري عنده اكروميجال، رقم اثنين الثايرويد هايبر وهايبر، رقم ثلاثه مين كمان؟ بعد كده البنكرياس اللي عنده دايابيتس ميني ده صح؟ قلنا اللي عنده السكر ده في البنكرياس عنده دايابيتس ليه؟ قلت لك البنكرياس السكر بيعمل اللي عليه السكر بيعمل حاجه اسمها فاسكيولوباس. اللي عنده سكر عالي بيعمل فاسكيولوباس بيضايق البلاد فيسل كلها، لما يعمل جنرالايز فاسكيولوباس في الجسم كله هيعلي الضغط.
طب بعد كده ايه كمان؟ قلت الكدني. ايه هي؟ قلت السوبرينجلان. قلت يا اما كورتكس يا اما مظله. الكورتكس حاجتين بيحصل فيها موضوعين بحرف السين كورتكس، يا اما كوشنج سندروم يا اما كون سندروم. اللي عنده كوشنج ده عنده تيومر بيطلع كورتيزون، والكورتيزون بيعمل سولت ووتر ريتينشن صح، وبيزود شغل الكاتف والامين. طب وبعد كده الكونز اللي هو عنده مين؟ تيومر في الكورتكس بس بيطلع حاجه اسمها الدوستيرون صح ولا؟ يبقى حاجتين في الكورتكس كوشنج وكونز بحرف السين. او حاجه في السوبرينج مظله اسمها ايه بقى؟ واحد عنده تيومر في المظله اسمها فيوكوموسايتوما صح. الفيوكوموسايتوما كان بيعمل حاجه اسمها باروكسيزمال هايبرتنشن. الفيوكوما بالبي ام اس كيو بيعمل باروكسيزمال، يعني عنده تيومر في المظله ده بيطلع كاتوكلام بس في صوره اتاك، شويه يطلع وشويه لا، فالضغط شويه لو شويه لا طالع نازل شويه، اسمها باروكسيزمال اتاك اوف هايبرتنشن صح. يبقى السكند كوز من هي، قلت كلمه هنا رقم واحد هنا الكوز من هي، قلت انه فاسكو هنا بينكما صح، انه فاسكو عنده هنا الارتستوز هسمع عارف فين كبير هنا بينكما كل امراض الكدني. رقم اثنين قلت اندوكراين كل جنب. رقم واحد قلت بيتوتري عنده، اكواميجال والسيرين عنده، هايبر او هايبر بانكاس عنده، انسولين ريزيستنس او دايبيتس، والسوبرين عنده ايه؟ اثنين بالسي في الكورتكس اللي هم مين؟ كونز كوشن، واثنين في حاجه في المظله اسمها فيكوموسايتوم. طب بعد كده حرف الان اللي هو مين؟ قلت نيورولوجيكال سكوز صح؟ ايه الحاجات النيورولوجيكال؟ لخصنا الحاجات النيورولوجيكال كلها في كلمه هامس. كلمه ايه؟ هامس اللي هي مين؟ قلت هايبوسلامك ريجن هتشغل السمباثيك، او مدلة ريجن هتشغل السمباثيك صح؟ هايبوسلامك هتشغل السمباثيك، ومدلة هتشغل السمباثيك، او اي حاجه مزوده الانتر كيرتنشن هتشغل فرد السمباثيك. يبقى النيورولوجيكال رقم واحد بالاتش هايبوسلامك ريجن صح؟ عشان شغاله السمباثيك ده، والثانيه الام اللي هي مين؟ مدلة ريجن برضه هتشغل السمباثيك ده، او انكريز انتر كيرتنشن برضه هيعلي السمباثيك. يبقى النيورولوجيكال ثلاث حاجات، هايبوسلامك ريجن، مدلة ريجن، انكريز انتر كيرتنشن. طب بعد كده مين كمان؟ قلت الايه اللي هي ادويه دراجز، مين الادويه؟ قلت كلها حاجات بحرف السي، مين هم؟ احفظ منهم خمس سته. قلت واحد مين؟ كونترسبتيف بيلز، كورتيزون صح، كاتيكولامين، كالسيوم، سايكلوسبون. كونترسبتيف بيلز، كورتيزون، كاتيكولامين، كالسيوم، سايكلوسبون صح. وقلت حاجات بحرف الدي زي مين؟ زي الافيدرين والسودو افيدرين صح، والايسوبايتين. الايسوبايتين ده بيزود تصنيع قوه الدم صح، والافيدرين والسودو افيدرين ده ادويه اللي بتاعت البرد والحاجات اللي تعمل فازو كونستريكشن. يبقى دراجز زي مين؟ قلت كونترسبتيف بيلز كلها بتزود السربوز والهايبر كوجلابيلتي، كاتيكولامين، كالسيوم، سايكلوسبون صح، واثنين ايه؟ افيدرين سودو، ومين كمان؟ وايسوبايتين. طب اخر حاجه اللي هي فاسكولار، قول لي مين حاجات الفاسكولار بقى؟ قلنا اي بي صح. اللي هي مين؟ اللي هي حاجه اسمها اورت كوارتيكيشن صح. اللي عنده كوارتيكيشن في الاورت، الاورت بتاعه في حته ضيقه بالشكل ده كده، اورت كوارتيكيشن. قلت لك اللي عنده ضغط عنده عالي في النص العلوي من الجسم وقليل تحت عشان في حته ضيقه في الاورت، فالدم مش عارف يعدي منها، فعنده هايبرتنشن في الابر هاف وهايبوتنشن في اللور هاف. كان عنده حاجه اسمها ريديو فيمورال ديلي، الضغط في ايده عالي وفي رجله قليل، دي اسمها اورت كوارتيكيشن، دي تصلح سيرجيكال. طب بعد كده حاجات بحرف البي زي مين؟ حاجه اسمها بولي ارتريس اندوزا صح، او بريجننس صح ولا؟ اهم حاجتين البوليس او بوليسايسيميا صح. البولي ارتريس ميوزي يعني ايه؟ واحد عنده بولي ارترايتس يعني عنده فاسكولايتس في كل الارتري. اللي عنده نيورايز فاسكولايتس ده خلاص الفاسكولايتس بتعمل ايه؟ قلت الفاسكولايتس يعني انفلاميشن بدايه الفيسل، فيعلى البشر جواها لا يعلى ويعمل هايبرتنشن. يبقى البولي ارتريس عنده فاسكولو بس فيحصل هايبرتنشن، الفيسل ده جنرايز. رقم اثنين البريجننس قلنا بيعلى ضغط بكذا طريقه مش مهمين. بعد كده مين قلنا؟ بوليسايسيميا اللي عنده كوارات الدم كتير. اللي عنده بوليسايسيميا قلت زياده تصنيع كوارات الدم، فعنده زياده في ريزيستنس، الدم بيمشيش في السيركيشن. قلت لك كانك بتمشي ايدك في طبع عسل، الدم فيه ريزيستنس، فالبوليسايسيميا الدم تقيل قوي فيعلى الضغط صح ولا؟ يبقى برايمري وسكند. السكند قلت كلمه هنا لقينا الكوزس اندوكراين النيورولوجيكال وادويه دراجز ومن كده ومن بعد كده مين فاسكولار. ممكن اسمع مين هي السكند الكوز؟ كلمتين رقم واحد لقينا البانك بيحصل ايه؟ اينو فاسكولار بيحصل ايه؟ قلت عندي هنا الارتي ستنوز اسمع عليه حاجه اسمها فلانكي بيوين. رقم اثنين هنا البانك ما اسمع ايه؟ قلت لنا البرينكما جلوميرولونفرايتس بايرونفرايتس بوليسيستيك كيدني دايابيتيك نيفروس. طب بعد كده قلت ايه اللي هي اندوكرين؟ مين اندوكرين؟ بالترتيب من فوق لتحت. قلت رقم واحد بتيوت في الاكواميجال والسوائل عنده هايبر او هايبوس هيبوليسيميكاس عنده دايابيتيك. طب بعد كده الصبح هنا الكورتكس مظله الكورتكس بس حاطين معاها في سي كوش الكونز والمظله قلت فيه كوموسايتوما صح. طب بعد كده مين كمان؟ قلت نيورولوجيكال كلمه هامز هايبوسلامك ريجن والام اللي هي مظله ريجن، واي حاجه مزوده انت كده شغال السمباثيك. طب بعد كده مشكله في مين كمان؟ قلت ايه اللي هي الادويه الدارك؟ مين هي؟ كونترسبتيف بيلز، كورتيزون، كاتيكولامين، كالسيوم، سايكلوسبون. طب بعد كده فاسكولا اي بي ايه اللي هي؟ اورت كوارتيشن والبي بوليسايسيميا بولي ارتيس دوزا وبريجنسي. صعب الكلام ده؟ طب بعد كده ايه الكومبليكيشن بتاعت الهايبر؟ هشتكي من هنا عند ايه الكومبليكيشن بتاعتي؟ او ايه الكلينيكال بيكشر كمان؟ اللي فيه مش مهمه بس بسرعه. عين الضغط ده ممكن يشتكي عاده موستلي غالبا عين الضغط غالبا اسيمتوماتيك. يبقى رقم واحد اسيمتوماتيك ديسكفرد اكسيدنتلي. معظم حالات الضغط اسيمتوماتيك مش بيشتكي من اي حاجه، ديسكفرد اكسيدنتلي اكتشف بالصدفه البحت. يبقى رقم واحد اسيمتوماتيك. رقم اثنين يجيب حاجات كده في الاي ان تي كده في الدماغ كده ازاي؟ اللي عنده بيوكسيب يجي عاده بيوكسيبيتال هيديك صداع هيديك وعنده تينيتس وبلوك ديفيجن وبيستاكسس وكومتر. قلنا عنده ايه؟ عنده هيديك بالترتيب هيديك
تينيتس وبعدين قلت عنده بلو ديفيجن هيستاكسيس عنده ايه قلت هيجي يشتكي بهيدك بالترتيب تحتها مين قلت عنده تينيتس وبعد كده قدام عنده بلو ديفيجن هيستاكسيس فومتنج طب بعد كده ممكن يجي كمان اخر حاجه ازاي ممكن يجي كومبليكيشن على طول بالكومبليكيشن كومبليكيشن از ذا فيرست برزنتيشن عيان ما تشخصش وفجاه جاب الكومبليكيشن يبقى لك كان بيكشر قلنا كان واحد اسيمبتوماتيك ديسكفرد اكسنتري ما تشخصش صح اسيمبتوماتيك رقم 2 حاجات كلها في الدماغ ايه هي عنده هيدنج ايه كمان عنده تينيتس ديفيجن هيستاكسيس وفومتنج طب اخر حاجه كومبليكيشن از ذا فيرست برزنتيشن طب الساينس كلها بدور على حاجات السكندري اقول مثلا والله لو كان عنده بوليسوسيما هيلاقي عنده بلوسويك فيس صح ولو كان عنده مثلا اكوميجالي الجلاند دي هيبقى عنده ايه اكوميجاليك فيشز اريك بيها كل حاجه كبيره طب لو كان عنده مثلا حاجه ثانيه مثلا هيرويد مثلا او مثلا بس اللي عنده كوشي هيلاقي عنده حاجه اسمها مون فيس وتانكر ويست صح ولا وهكذا هات بقى كذا كان مثال طب بقى كده الكومبليكيشن قلنا الكومبليكيشن ده حاجه مهمه جدا ايه الكومبليكيشن قلنا اتنين بحرف السي واتنين بحرف الار اتنين بالسي لهم ايه رقم واحد كاردي باسكول كومبليكيشن رقم 2 سيرفر سي ان اس كومبليكيشن صح واتنين بالار هم قلت لينا الوه ايتنا صح دي الكومبليكيشن كارديو فاسكولار يحصل اربع حاجات ثلاث حاجات مين هم قلت لك القلب كله يبوظ اللي عنده هايبر تنشن ده رقم واحد الهارت مش قادر يضخ الدم هنا في ريزيستنس فالناحيه دي تبوظ من الهارت وهنا عنده هايبر تنشن فالفنتريكليت كان شويه صح يبقى رقم واحد يحصل له ليفت فنتريكولار فيلير او ليفت سايد هارت فيلير رقم 2 قلت لك الفنتريك كان تخن بنفس عدد الكوره ولا زادوا الفنتريك كان تخن بس بنفس عدد الكوره دي فالدم اللي جاي مش مكفي العضله التخينه دي ما عادش مكفيها يحصل له هنا في الكوره اسكيميك هارت ديزيز والفنتريك لما تخن ما هو تخن كله بالسبتم فلما تخن السبتم ده خد من السبيس بتاعه رايت ولا لا قل السبيس بتاعه رايت فنتريكل فلما قل السبيس ده ضيق شويه بقى بيملى كميه دم قليله فبيضخ كميه قليله فبقى عنده كمان اعراض الرايت سايد هارت فيلير صح بس ده بيضخ حلو بس هو السبيس ده بس سميناه بيبنهايم افكت ده كله تخن فما عادش قادر يضخ ليه العضله ضعفت الدم وصلها قليل لكن ده تخن بس السبتم فالسبيس هنا ده خدنا بالسبيس فهو بيضخ حلو بس السبيس ده بسميها بيبنهايم يعني ايه بيبنهايم لما حصل اقول كده لما حصل ليفت فنتريكولا هايبرتروفي ادى الى بالجنج اوف سبتم انت رايت سايد صح فده ده بقى ادى لامبيرمنت اوف فيلنج في راس ما عادش بيملى كويس فادى اعراض رايت سايد هارت فيلير يبقى الكارديو فاسكولار قلت بالتقديم واحد عنده ايه رقم واحد عنده ليفت سايد هارت فيلير رقم 2 عنده بينهايم افكت او رايت سايد هارت فيلير رقم 3 عنده سكيميك هارت ديزيز صح يبقى ليفت سايد رايت سايد وسكيميك كل حاجه في القلب ايه البينهايم افكت اللي هو رايت ده قلت رايت بنسميه بينهايم يعني ايه لما حصل هايبرتروفي في الليفت سايد ادى الى بالجنج اوف سبتم انت رايت فنتكل وبالتالي ادى الى امبيرمنت اوف فيلنج اوف رايت فنتكل طب بقى حاجات سي ان اس يحصل ايه في السي ان اس قلت حاجات هي زي مين حاجه اسمها سيربال ايه يحصل له سيربال اسيوسكليروزس سيربال ستوك ايه هما سيربال يعني الضغط العالي هيعمل دمج للشرايين كلها سيربال اسيوسكليروزس وسيربال ستوك ما لو حصل اسيوسكليروزس الشرايين بقى تقف شويه حصل اسيوما كده ممكن بسرعه يتكون عليها جلطه صومبه الصغيره فيحصل ستوك يبقى سيربال اسيوسكليروزس يحصل عليها سيربال ستوك صح بقى يحصل حاجتين اسمهم ايه هايبر تنسيف انكيفالوباسي ولكن انفكشن صح يبقى سي ان اس يحصل اربع حاجات سيربال اسيوسكليروزس سيربال ستوك صح هايبر تنسيف انكيفالوباسي ولكن انفكشن قلت هايبر تنسيف انكيفالوباسي يعني ايه المفروض قلت لك لما الضغط يعلى بيحصل ايه بدل ما الارتي ده يقفش يفرقع لا الارتي لما الضغط يعلى ممكن الكامله الصغيره تفرقع من الضغط العالي فالمفروض يحصل ايه المفروض لما الضغط يعلى الارتي ده يعمل شويه فازو كونستريكشن ليه لما يدي يقل الدم الوصل للكامله عشان ما تفرقعش صح ولا جسمك كله بيعمل كده اول ما الضغط يعلى جسمك كله بيعمل فازو كونستريكشن عشان يوصل دم قليل للكامله ما تفرقعش الجسم كله بيعمل كده ما عدا البلاد فيسل بتاعه البرين ما تلحقش تعمل كده ما تقدرش التون بتاعها ضعيف فلما الضغط يعلى فجاه لما يحصل اكيوت رايز بلاد بريشر الجسم كله بيعمل جنرالايز فازو كونستريكشن صح ما عدا البرين فالدم كله يطلع على البرين لما الدم كله يطلع يزيد السيربرال بلاد فلو فالبلاد فيسل دي تبدا تضايلت بقى واحنا دم كتير يحصل لها فازو دايليتيشن واحنا دم كتير لما يطلع الدم كله على البرين يحصل لها فازو دايليتيشن قلت لك توسع الثقوب البوز بتاعه الكامله توسع صح فترشح ميه جوه البرين يحصل حاجه اسمها برين اديما فهنا يحصل له كونفيوجن كونفرجن كوما يبقى يعني ايه هايبر تنسيف انكيفالوباسي قلت لك عباره عن ايه قلت لما يحصل اكيوت رايز اوف بلاد بريشر صح blood vessel of the brain are no longer able to maintain necessary degree of auto-regulation. لما الضغط يعلى فجأة البلاد فيسل بتاعت البرين مش لاحقة تعمل auto-regulation مش لاحقة تعمل vaso constriction صح؟ وبالتالي بعد كده يزيد السيربرال بلاد فلو صح؟ زي بي لما يحلى دم كتير الجسم كله قافل ما عدا هي يزيد السيربرال فلو وبالتالي زي بيجن تو دايليت البلاد فيسل تبدأ توسع شوية صح؟ ولما توسع شويه تبدا ترشح ميه لبره فيحصل له برين اديما يؤدي الى كونفيوجن كونفالجن كوما طب بقى يعني ايه لاكونا فانكشن لاكونا فانكشن يعني ايه قلت لك واحد ضغطه عنده بيعلى شويه شويه فالضغط البلد بس بتاعت البرين لو الضغط بيعلى شويه شويه تلحق تعمل فازو كونستريكشن هي هنا مش لحقت عشان الضغط يعلى فجاه ف
جسمه كله قفل ما عدا هي، لكن لا الضغط يقل شويه شويه فتلحق تعمل فازو كونستريكشن. لو عملت فازو كونستريكشن قلت لك ممكن هي ضاقت شويه، واحد كان عنده اسيوما كده الضغط حاجه مضايقه الفول، او واحد كان عنده ضغط بقاله سنين مثلا، مش الضغط العالي بقاله سنين قلت لك بيعمل ايه؟ عمال يخبط في الول فيتخن الول وضيق منه اليوم صح، فالفيسل بقى ضيق كده. لو جه في يوم الضغط قال شويه شويه جدول الفريق لحق تعمل فازو كونستريكشن، لما عملت فازو كونستريكشن هتعمل ايه؟ هتقفله خالص في حته صغيره كده ما عادش وصل لها دم، في حته ماتت حصل لها جلايوزس او كافيتي ومش وقعت وسابت حته فاضيه مكانها اسمها لاكونال انفكشن صح. ان حصل الجدول انكريز بلاد بريشر لما يعلى شويه يحصل ايه؟ رحت كده يحصل فازو كونستريكشن ريفلكس فازو كونستريكشن صح، فالحته دي تموت بقى، يحصل جلايوزس اند كافيتي فورميشن بنسميها مايكرو انفكشن او لاكونال انفكشن. يبقى الكومبكشن قلت التين سي هي سي في اس سي ان سي في كل حاجه باظت في الهارت رقم 1 اللي في سايد هارت فيلير وهي سايد هارت فيس من قبل الهيم افكت واسكيميك هارت ديزيز. طب السي ان اس حصل ايه؟ قلت عندي حاجات سيبر ايه هي سيبر اسيوسكلروز سيبر ستروك وبعدين هايبرتنسيف انكيفالوباسي ولاكونال انفكشن. يبقى سيبر اسيوسكلروز سيبر ستروك هايبرتنسيف ولاكونال انفكشن. طب بعد كده هنا يحصل ايه؟ قلت لك الضغط العالي ممكن يفرقع اي كبده جوه الكدني، اي حاجه تفرقع يحصل دم ينزل في الكدني، يحصل له حاجه اسمها هيماتوريو، او الضغط العالي يبوظ الفيسل فما عادش في دم يوصل للكدني يحصل له حاجه اسمها بروتينوريا او رينال فيلير. يبقى ثلاث حاجات هيماتوريا بروتينوريا رينال فيلير، الكدني ممكن تبوظ او الكدني بالضغط العالي فتوقع بروتين او توقع الار بي سيز فيحصل له هيماتوريا بروتينوريا وفي الاخر ينتهي برينال فيلير. يبقى كدني حصل ثلاث حاجات هيماتوريا بروتينوريا رينال فيلير، يعني الضغط العالي بوظ الكدني عمل هيماتوريا ورينال فيلير. ومن شويه قلت من اسباب الضغط اول سبب كان مين؟ كان رينا الكدني البايظه بتعمل ضغط والضغط العالي بوظ الكدني. طب بعد كده ريتنا اللي يحصل في ريتنا قلت اربعه جريد اربع حاجات جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 وجريد 4 جريد 1 حصل ايه؟ قلت الضغط العالي عمال الضغط يلا احنا عاملين حاجه في ريتنا في ريتنا الارتيريو كده وريتنا الفين صغير كده قلت الضغط العالي بيعمل ايه؟ لما ضغطك يلا بيفضل يعمل ميكانيكال دامج على الود صح؟ فتلاقي الود عمال يتخن. يبقى طب ما هو بيحصل ايه؟ ساكننج في الارتيريو صح؟ ما هو لما ليه بطرول فشغل الجوز فاكتور فتخن الرول. يبقى جيد واحد حصل ايه؟ سيكنينج اوف ارتيريو. وقلت الارتي كان معدي فوق الفين، لو الارتي ده تخن هيضغط على مين؟ تحته وعلى الفين، فتلاقي الفين اتقطع ما عادش باين كده. حصل حاجه اسمها جيد تو اسمها ايه؟ اسمها كينكينج اوف فين. يبقى جيد واحد حصل ايه؟ جيد واحد سيكنينج في الارتيريو، جيد تو حصل كينكينج في الفين. جيد ثلاثه لما ده اللول بتاعه تخن كده فالبشر هنا عالي صح؟ فبدا الارتي ينزف شويه يحصل منه هيموج وهو بشر عالي. ولما الفين اتضغط عليه فالبشر جوه يعلى فالفين يرشح ميه لبره يحصل اكسيوديت. يبقى جريد 3 لتر تتملي هيموج اند اكسيوديت صح؟ جريد 3 يحصل هيموج اند اكسيوديت. جريد 4 لو اتملت اكسيوديت بالزياده كلها بقت مليانه ميه كده يحصل اديما في الريتنا اسمها ايه؟ اسمها بابليديما صح ولا لا؟ اللي هو خلاص الاوبتيك ديس ما عادش باين بقى كلها ميه دلوقتي. يبقى ريتنا حصل اربع حاجات او كم واحد جريد 1 حصل ايه؟ سيكننج في الارتيريو جريد 2 جريد 3 هيموج اكسيوديت بابليديما صح؟ يبقى لكم اخر حاجه بقى فاسكولار كومبيشن يحصل ايه فاسكولار؟ لان ممكن يحصل له شويه ابيستاكسيس صح؟ او يحصل له فاسكيولوباسي حاجات بسيطه او اسيوسكيولوباسي. ممكن اسمع لكم كومبيشن 2 سي 2 او 2 سي هم مين؟ سي في اس ان اس 2 ار هنا اللي صح؟ سي في اس حصل ايه؟ قلت لك طمان على الليفت سايد هارت فيلير، رايت سايد هارت فيلير سبب لهم ماي واسكيميك هارت ديزيز. طب سيرفر حصل ايه؟ سيرفر اسيوسكيولوباسي سيرفر ستون هايبرتنسيف ان كابلوس ولكن انفكشن. طب هنا حصل ايه؟ قلت لك فينا الفيلير. طب انت رقم واحد سجن في الارتيريو رقم اثنين كيكنج في الفين رقم ثلاثه هيموش في اكشن رقم اربعه بابليجيما صح؟ انا قلت ان هو الديفينيشن عباره عن ايه؟ قلت عباره عن ريزيستنت ريزيستنت بلاد بريشر اكتر من 190 بشرط اس 3 تايب وبلان سم تايب او اس مره واحده امتى؟ لو فوق 170 ل 110 معاك راجل اوكي. قلت الاتيولوجي اما برايم يا مساكين صح؟ لبرايم قلت حاجات من فوق لتحت كان رقم واحد مين؟ قلت سباسات الاوبرا تيفتي رقم اثنين بارو ريسبتور ريسيتنج رقم ثلاثه كان مين؟ ناقص ان بي رقم اربعه كان مين؟ هايبر انسولينج رقم خمسه كان مين؟ سوبر انال كلينج يوم بقى هايبر اتيت فرينا جان او مالتيبل بيرسون اخر نظريه كان باسكولا ميتيكال ريسيرش دامج. طب السكن اللي كان كلمه من الاول هي مين؟ قلت لنا الكوز صح؟ ايه مين دي؟ يا انه باسكولا هنا بنك مين باسكولا عنده ايه؟ قلنا الاوتر سلوز هسمع عليه فلانك بيوي ان بنك كلها موديل كدني مين هي؟ جلوبين فلاس ثانيه جلوبين فلاس بولس 60 دايبيتك نيفروس. طب بعد كده الدكان قلنا مين؟ كل كان لو كان واحد بيتدر عنده اكبر من السوي هايبر وهايبر سمي باصين فرق احتماليه. طب بعد كده مين؟ البنكرياس دايبيت. طب بعد كده السوبر ايجنت الكوز ستيم اس سي كوشن كونز والمضله قلنا فيها كونز اوتوماتيك بالبي تعمل باوكسيزم الاتاك اوف هايبرتيك. طب بعد كده قلنا مين؟ بعد الدكان النيويورك كانت صح كلمه هامس اللي هي الاتش اللي هي هايبر سيراميك ليجن مضله ليجن وانكريز انترفيل تيبس. طب بعد كده ايه الادويه؟ مين الادويه؟ بالسي كونتر سيبتر بيرز كوكيزون جاتيكولامين كالسيوم سايكلوسكول مزود اثنين ايه؟ الفيدرينوسود ومين كمان ايه السوبايوتين. طب بعد كده قلنا مين؟ باسكولا الباسكولا اي بي اللي هي اوانت كور اكتيفيشن وان بي والاساسيه بيرجلينسي ومين كمان؟ بولي ارتايز ميدوزا.
طب الكلينيكال بيكشر ان هو كان واحد ممكن يكون اسيمتوماتيك ديسكفرد اكسيدنتلي ما يشتكيش رغم ان لو اشتكى حاجات كلها بسيطه عنده رقم واحد هيليك رقم اثنين سينيكس رقم ثلاثه كلوت فيجن ريستاكسس و فوميتنج. طب بعد كده ممكن يجي كومبليكيشن از فيرست بريزنتيشن. طب ايه الكومبليكيشن؟ قلنا 2 سي و2 ار 2 سي قلت مين سي ليس عنده سي بيس عنده ايه ليفت سايد هارت فيلير سيرس منجل هاي وسكيبر كارد. طب سيرفر حصل ايه تاني؟ السيرفر اسيو سكيروز سيرفر ستون هايبر تنسيف انكيروز ولكن طب بعد كده حصل ايه كمان؟ قلت مين اللي تقريبا حصل ايه؟ ان الفيلير و الهيماتوريا والكورتونوري. طب قلت انا حصل ايه؟ قلت رقم واحد سيكلينج في الارتيول رقم اثنين ضغط على الفين هنري فحصل هيك وجهزت اخر حاجه صح؟ طب ايه الانفستيجيشن على شخص بقى عيان ده؟ ايه الانفستيجيشن كلها؟ قلت رقم واحد روتين انفستيجيشن حاجات تعملها لاي حد روتين. رقم اثنين انفستيجيشن فور ذا كوز وانفستيجيشن فور كومبليكيشن. الموضوع سهل احنا كلنا نعرف الهايبرتنشن ايه؟ نعرف كوز وكومبليكيشن. فانا هعمل انفستيجيشن للكوز وانفستيجيشن للكومبليكيشن اثنين سي كوز كومبليكيشن روتين. روتين يعني بعملها لاي حد. اي حد بنعمل له ايه؟ قلنا نعمل له سكر وسمنه صح؟ السكر رقم واحد نعمل له بلازما جلوكوز بلاد جلوكوز نقيس بلاد جلوكوز يمكن عنده دايابيتس هو السبب. رقم اثنين سمنه اللي هو نعمل ايه؟ نقيس حاجه اسمها ليبر بروفايل صح؟ ليبرو وشويه ونعمله بالميه سي بي سي عشان لو بوليس او سيما ولا حاجه. يبقى رقم واحد روتين سكر وسمنه بلاد جلوكوز سمنه ليبرو بروفايل وسي بي سي. رقم اثنين فور كومبليكيشن انفستيجيشن فور كومبليكيشن. هي مين الكومبليكيشن اصلا؟ انت عارفه اثنين سي واثنين اثنين سي اللي هو مين؟ قلنا سي في اس و سي ان اس واثنين اه اللي هو مين؟ هنا اللي هو ايه. طب انت بصراحه هتعمل ايه للكدني؟ هنا هتعمل له ايه يعني؟ اللي عنده هنا ده هتعمل له ايه؟ المشكله في الكدني هتعمل له رقم واحد هنا الفانكشن تيست اهم حاجه صح او يورين اناليسيس صح؟ طب وقيت انا هتبص عارف انا ازاي يعني بالبروتوسكوب يعني اكيد بالاوفسالموسكوب صح اوفسالموسكوب. طب بقى كده سي ان اس هتطمن ازاي على سي ان اس؟ هتصور البين بايه؟ اكيد سي تي ام ار اي وسي اس سي اكزامينشن. طب سي في اس قلنا اي حاجه في الهارت اي انفستيجيشن كسي في اس قلنا حاجتين بحرف الاي واثنين سي وما بينهم اكس ري اثنين اللي هو مين؟ قلت اي سي جي وايكو واثنين سي هو مين؟ كاردكس كان وكاستا وبينهم اكس ري. الكلام صح؟ طب فوز ذا كوز بعمل ايه؟ لو انا متوقع ان سكند مش اشهر حاجه في السكند اللي هو الاندوكرينال هرمون بقول كده وان سكند الهايبر تنشن سسبكت هعمل ميجرمنت اوف مين؟ كوز هرمون والثايروكسين والباراثايرويد هرمون والكاتيكولامين والكوتهيس كل حاجه صح؟ وان سكند الهايبر تنشن سسبكت بعمل ايه؟ ميجرمنت اوف كوز هرمون وبعدين كورتيزون وكاتيكولامين وثايروكسين وباراثايرويد كل الهرمونات خالص. حد فاهم حاجه؟ يبقى انفيجن سهل لو كان واحد روتين فوز ذا كوز كومبريكشن روتين عملنا ايه؟ قلنا سكر وسمنه اللي هي ليبر بروفايل ومين كمان؟ بلاد جلوكوز وايه؟ سي بي سي. رقم اثنين فور ذا كوز هنقيس شويه الهرمونات فور كومبليكشن قلنا على حسب الكومبليكيشن اثنين سي تي ار اثنين ار قلنا هنا هعمل لنا فانكشن تيست. طب بقيت انا هعمله في سالموسكوبي. طب اثنين سي سي ان اس طبيعي اسويه بالسي تي ام ار. طب سي بس هعمل له اثنين اي واثنين سي اي سي جي ايكو كارد سكان كاستا صح؟ طب بقى كده اعالج ازاي؟ اللي عنده هيبرش عنده زيت تيجي في هايبر تنشن قلنا كذا هيحلنا كذا علاج صح؟ ايه العلاجات كلها فاكرين لما لخصناها في جمله طويله كده قلنا ايه؟ طب تعالى نقولها الاول. رقم واحد عندنا حاجه اسمها سمباثيتك بلوكر سمباثيتك بلوكر. رقم اثنين عندنا حاجه اسمها كالسيوم تشانل بلوكر. رقم ثلاثه عندنا حاجه اسمها الفا سمباثيتك الفا وبيتا بلوكر. يبقى سمباثيتك بلوكر رقم واحد. رقم اثنين كالسيوم تشانل. رقم ثلاثه عندنا حاجه اسمها فازو دايليتور بازو دايركتور. رقم اربعه عندنا حاجه اسمها اس انهبيتور وحاجه اسمها ارس صح ولا لا؟ كنا ممكن نقول اي بي سي دي صح؟ رقم واحد قلنا مين اللي هي الفا بلوكر واس انهبيتور ارس صح؟ والبي حاجه اسمها بيتا بلوكر صح؟ والسي كالسيوم تشانل بلوكر والدي قلت لك دايركتور او بازو دايركتور. عندك بازو دايركتور صح ولا لا؟ او دايركتور كمان اخر حاجه دايركتور. تعالوا رقم واحد قلت سمباثيتك بلوكر حاجات تقفل السمباثيتك. هقفل السمباثيتك ازاي؟ قلت عندي كذا طريقه في بس ايه هي؟ ممكن اقفلهم بدايه خالص من السنتر. السمباثيك كان السنتر طالع لمين؟ للجانجليا والجانجليا بتوصل لحاجه اسمها بيفر ان يوصل الفا ريسبتور وبيتا ريسبتور يعمل بازو كونستكشن. بس السمباثيك بدا ازاي؟ قلت لك لو عاوز اوصل كهرباء من مصر للسعوديه هعمل ايه؟ هجيب سلك من محول من مولد السنتر هيعدي على محطه تقويه اسمها جانجليا يدي الاسلاك ينور لون الفا وبيتا في السعوديه. قلت لك لو انت عاوز تقطع الكهرباء عندهم هتعمل ايه؟ واحد قال لك بص انا هقفل المولد اللي عندنا في مصر ده هقفل السنتر. واحد ثاني قال لا انا هقفل محطه التقويه في الصحراء ده بص هقفل دي الجانجليا. واحد قال لك لا انا هقطع الاسلاك هعمل الفا هقطع النيرف اندنج دي. واحد اخير لا انا راح انا قال لك هروح هناك جوه السعوديه واكسر النقط كلها الفا بلوكر وبيتا بلوكر صح؟ بس المزاج بقفله زي رقم واحد ادويه سنتر اكتنج تشتغل على السنتر اسمه ايه؟ وتشتغل على السنتر بس اسمه كلونيدين. رقم اثنين كلونيدين سنتر اكتنج. رقم اثنين حاجه اشتغل على الجانجلا الجانجلا بلوكر بحرف جي اسمه ايه؟ اسمه جوانيسيدين صح؟ او تراي ميسافان بس الاهم جوانيسيدين. يبقى رقم واحد سنتر سمباثيتك بلوكر سنتر اكتنج بس كلونيدين جانجلا بلوكر بيجي جوانيسيدين. بعد كده نيرف ان بلوكر صح؟ مين نيرف اللي تقفل النيرفات؟ مين نيرف ان بلوكر؟ نيرف ان بلوكر حاجتين يا اما الفا ميثايل دوبا يا اما ريزيربين صح؟
الفا مثال دوبا ويزي مين. طب بعد كده الفا بلوكر ومين كمان؟ وبيتا بلوكر صح؟ قلت السايد افكت بتاع السمبثيك بلوكر كلها بتعمل ايه؟ اي دواء سمبثيك بلوكر بيعمل ايه كلهم؟ طب واحد بيعمل ايه؟ بوستشر هايبوتنشن ريباوند هايبرتنشن دراي ماوث سيرفيس بيعملوا ايه؟ بوستشر هايبوتنشن ريباوند هايبرتنشن. بوستشر هايبوتنشن عندك كل ما يقف يدوخ لان الادويه قافله السمبثيك عامله فازو دايتيشن فدايما يدوخ. بوستشر هايبوتنشن لو وقف الضغط لو وقف الدواء ضغطه يقل فجاه ريزيستنت ريباوند هايبرتنشن دراي ماوث سيرفيس كلهم بيعملوا حاجات. بوستشر هايبوتنشن ريباوند هايبرتنشن دراي ماوث سيرفيس. قلت رقم واحد سنتر اكتر في رقم اثنين جاين بلوكر جون سنتر رقم ثلاثه نيرف ان بلوكر الفا مثال دبو وزيمين صح؟ زودت في الالفا مثال دبو سايد افكت صغيره. قلت لك بيعمل الفا مثال دبو انه بيعمل حاجات بحرف اتش هيباتيتس صح وهيمولوسيس بيعمل اوتو من هيباتيتس اوتو من هيمولوسيس صح. ويزي بين قلت لك اسمه ويزي بين بيخليك متزايد بين كده يخلي مزاجك وحش صح يعمل لك شويه ديبريشن صح ونيزل كونديشن وممكن بيديك السر صح ولا. طب بعد كده الفا بلوكر بيتا بلوكر قلت مين الفا بلوكر ده اسمه ايه؟ اسمه بازوسين صح. الفا بلوكر ايه مشكله الالفا بلوكر؟ قلت لك دواء قوي جدا فممكن مع اول جرعه العيان يخش في سنكوب الضغط يعلى قوي فبيعمل حاجه اسمها ايه؟ فيرست لوس سنكوب صح. اول جرعه دخله في سنكوب قلت لك عشان كده ياخده بالليل وهو نايم عشان مش ياخد الدواء وهو ماشي على الطريق يقع او هو ماشي في البحر يغرق لازم ياخده بالليل فيرست لوس سنكوب. طب البيتا بلوكر قلنا مين؟ قلنا البيتا بلوكر نوعين يا اما سيلكتيف يا اما نون سيلكتيف صح؟ نون سيلكتيف حاجه اسمها بروبانولول والسيلكتيف قلنا مين؟ عيله دول بقى وهي كمان اتينولول ميتوبولول بيسوبولول واخر حاجه اسمها كارفيدولول. سايد افكت بتاع البيتا بلوكر فوق دول هزود مين حاجات بحرف البي ايه هي؟ تعمل بونكوس بازم براديكارديا هارت بلوك. تعمل ايه؟ بونكوس بازم براديكارديا هارت بلوك. يبقى اسم مزيك بلوكر سايد افكت بتاع مزيك كلها قلت يا طبعا بتعمل ايه كلها؟ بص الهايبوتنشن ريباوند هايبرتنشن ده بص يا مسمين هي سنتر كلونيدين جانجلون جوانسلين نيرف ان الالفا مثال دوبا يا اما ريزيب الالفا مثال دوبا هزود اثنين بحرف اتش هيمولز هيموتاز وريزيب بين هزود مين قلت لك ايه؟ ريزيب بين يخليك متزايد من كده ديبريشن مش هتدوز الكونديشن الفا بلوكر بيتا الفا اسمه بازوسين بيعمل ايه؟ قلت مشكلته زياده عن اللي بيعمل فيرست روت سنكوب لانه قوي. طب بيتا بلوكر بحرف اللي بتعمل ايه؟ قلت بونكس بدل البادي كارد صح دي كلها عدس مسادك بلوكر رقم اثنين كالسيوم تشانل بلوكر قلنا مين زي الكالسيوم تشانل بلوكر دي؟ اربع بيبين هي قلنا فيربامين دلتيازم نيفيدامين و امنو دي بين هما فيربامين دلتيازم و نيفيدامين في الاخر امنو دي فيربامين دلتيازم نيفيدامين و امنو دي بين ده الامل ده احسن واحد امنو دي السايد افكت بتاع الكالسيوم تشانل بلوكر قلت لك ادويه بتعمل باسو دايليتيشن كالسيوم تشانل بلوكر ده بنعرفه الكالسيوم لما يوسع الفيسل يعمل هارت فيلي هايبرتنشن هارت هايبو ولا هايبرتنشن يوسع رقم واحد يعمل هايبوتنشن رقم اثنين لما يوسع الفيسل جوه البرين مش يضغط على البرين تشوى على المنجيز فيعمل لك هيدك صح ولا رقم ثلاثه لما يمنع دخول الكالسيوم للكارديك مسل يدخلك في هارت فيلير ولا لا يبقى ثلاثه اتش بيعمل ايه؟ هايبوتنشن هيدك هارت فيلير وهزود حاجات حالتين ايه هم اسمه كالسيوم تشانل بلوكر 2 سي واحده بي اس سي عنده حاجه بحرف سي بيعمل كونستريشن وحاجه بحرف البي بيعمل بريفرال اديما صح؟ يبقى الكالسيوم تشانل بلوكر بتاع سايد افكت ايه؟ قلت هيدك هايبوتنشن هارت فيجر وبعد كده كونستبيشن بيرفر اليمين. طب بعد كده مين كمان؟ يبقى انا رقم واحد سمباثيك بلوكر رقم اثنين كالسيوم تشانل بلوكر رقم ثلاثه عيله الاربز الاس انهبتور فين هم الاس؟ قلت رول بيشت احنا قلنا رينين بيعمل ايه؟ رينين بيحول انجيوتنسيرجن لانجيوتنسن 1 ورينين بيتحول انجيوتنسن 2 ده بيعمل فازو كونستكشن اوف ديستيون صح؟ قلت لك اللي بيحول انجيوتنسن 1 ل 2 حاجه اسمها انجيوتنسن كونفرتنج انزايم بقفله زي بقفله حاجه اسمها انجيوتنسن كونفرتنج انهبتور اس انهبتور صح؟ دي قلت الاس بيقفل ده الاس انهبتور بيعمل ايه؟ هو بيشتغل ازاي؟ قلت لك هيقفل ده صح؟ فلما يقفل ده هيقلل الالدوستيرون ولا لا؟ هيقل الالدوستيرون لما يقفل ده يعمل يقفل فازو كونستكشن يعمل فازو دايليتيشن صح ولا لا؟ يبقى يعمل فازو دايليتيشن ويقل الالدوستيرون فده عنده يتحسن جدا ويبدا الضغط يقل. مين هي انت الاس انهبتور؟ قلت حاجه اسمها شورت اكتنج ولونج اكتنج. الشورت حاجه اسمها كابتوبرين صح؟ واللونج قلت مين؟ انولا برين لزينو برين رامي برين صح؟ قلت في نادي كده في اربعه واحد صوته حلو بيسمع بيغني للكابتن بتاعه بيقول ايه؟ بيقول حاجه اسمها قلت لكم كابتن هنا كابتن هنا ليسن ارمي صح؟ كابتن هنا ليسن ارمي كابتن برين انولا برين لزينو برين رامي برين كابتن هنا ليسن ارمي اول واحد شورت وبعد كده الباقيين لونج. سايد افكت بتاعتهم كلهم قلت لك رقم واحد ده بيعمل ايه؟ رقم واحد بيمنع الالدوستيرون. الالدوستيرون كان بيعمل ايه؟ بيحوش ملح ويرمي بوتاسيوم صح؟ دلوقتي الاسوم مش شغال فيرمي ملح ويحوش بوتاسيوم يحصل له رقم واحد حاجه اسمها ايه؟ رقم واحد هايبر كاليميا صح؟ رقم اثنين احنا وقفنا الانجيوتنسن كونفرتنج انزيم ده ادينا اس انهبيتور ده قبل ما يعملوا انهبيشن كان بيعمل ايه؟ الانجيوتنسن كان بيكسر حاجه اسمها بريديكولين في اللنج لما اداله انهبيتور ما عادش بيكسر البريديكولين فيعمل
في السكين سكين ايش وفي اللانج داي كاف اللي بادي بين في السكين يعمل ايه في السكين يعمل ايش وفي اللانج اللي بادي كان يعمل حاجه اسمها داي كاف صعبه يبقى السايد افكت تبع حاجات في الحالتين بسبب بادي كان هم سكين ايش داي كاف بارك هايبر كاريمي. طب بارك قالت الاربس قلنا مين هي بقى قالت زرتان صح حاجه اسمها لوزرتان وفالزرتان واي بيزرتان لوزرتان فالزرتان اي بيزرتان نفس ده كده بس من غير السايد افكت بتاعه نفس الاسم من غير السايد افكت صح. طب بارك مين كمان قلت مين كمان حاجه اسمها فازودايليتوز مين الفازودايليتوز قلنا بعد مين هي هيدرولازين دايزوكسيد مينوكسيديل صح واخر حاجه صوديوم نيتروجوسايد قلت دي اسمها ادويه قويه فازودايليتوز بتعمل سيفير فازودايليتشن يعني صح عشان قويه فبنستخدمها في الحالات العاديه وفي الطوارئ بس كلها بتشتغل في حاله عاديه في الهايبر سنسيف انكيتور بس صح ولا لا عشان ادويه قويه. الهيدرولازين مشكلته بايه الهيدرولازين مشكلته انه بيزود بيسرع القلب صح ويعمل فازودايليتشن في القلب يسرع عشان يعمل سيركيوشن بيعمل ريفلكس تاكيكارديا فيجيب حاجه اسمها بريسيبتيشن اوف انجينا. ما هو لما يعمل فازودايليتشن القلب يسرع عشان يعمل سيركيوشن لما يسرع لما يعمل هو فازودايليتشن هيعمل هاي بوتنشال هنا فيحصل ريفلكس تاكي لما يعمل تاكي القلب يسرع الدم اللي رايح مش هيكفي العضله فيحصل له انجينا يبقى رقم واحد بيعمل ايه بريسيبتيشن اوف انجينا. رقم اثنين الهيدرازين كان بيعمل حاجه اسمها لوبس لايك سندروم بيجيب اعراض شبه اللوبس يبقى الهيدرازين حاجتين هم رقم واحد لوبس لايك سندروم رقم اثنين بريسيبتيشن اوف انجينا مهمين جدا. الدايزوكسيد قلت لك الدايزوكسيد بالبي بيعمل ايه كسايد افكت بيعمل دايابيتس او هايبر جلايسيميا لانه بيعمل انسولين ريزيستنس او بيقلل الانسولين سيكريشن الدايزوكسيد بالبي دايابيتس هيبقى جاست كسايد افكت. طب بقى الصوديوم نيتروكسيد هو مينوكسيديل قلت المينوكسيديل ده اللي بيستخدم دلوقتي ان هو بيعالج الصلع صح بيطلع الشعر فده مشكلته وقتها لو استخدمته في الهايبرتنشن كان بيطلع الشعر في كل مكان بيعمل حاجه اسمها هيرشوتيزم هيرشوتيزم. صوديوم نيتروكسيد النيتروكسيد بيعمل ايه بتاعك بيعمل سيانايد توكسيستي سيانايد بيتحول بالضوء لسيانايد توكسيستي يبقى رقم واحد قلت مين رقم واحد سيمباثيتك بلوكر رقم اثنين كالسيوم شاين بلوكر اس انهبيتور اربس فازودايليتور قلت مين الفازودايليتور هيدرولازين دايزوكسيد مينوكسيد الواس صوديوم نيتروكسيد قلت لك كلهم بيستخدموا امتى في الهايبر تنسيف انكابلوس. هيدرولازين مشكلته بيعمل انجينا ولوبس تايب الدايزوكسيد بيدي دايبيتس. طب مينوكسيد هيرشتيز صوديوم نيتروكسيد بيعمل سيانايد نيتروكسيد بيعمل سيانايد توكسيس صح ولا. طب اخر حاجه قلنا الدايوريتكس دول احنا قلنا احسن في الوقت في قلنا مين هي حاجات كذا نوع رقم واحد لوب دايوريتك بتشتغل على اللوب اوف هنل رقم اثنين حاجه اسمها مين كمان بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك صح او مين كمان حاجه اسمها سايازايد هيدروكلوسايزايد. اللوب دايوريتك بيشتغل على اللوب ده حاجه اسمها ايه اسمها لازكس صح الفوزاميد رقم اثنين حاجه اسمها سايزايد حاجه اسمها اللي هو هيدروكلوسايزايد ده بيشتغل على مين السايزايد بالدي بيشتغل على الديستال كونفيرتيشن ام اس كيو يبقى اللوب بيشتغل على اللوب اوف هنل والسايزايد بالدي على الديستال زي الهيدروكلوسايد. والبوتاسيوم سبيرنج الاثنين دول بيعملوا هايبوكاليميا ده بيحافظ على البوتاسيوم بوتاسيوم سبيرنج اسمه ايه عشان هو سبيرنج سميناه سبايرونولاكتون سبايرونولاكتون كلام صح. دي ادويه الهايبرتنشن كلها فاكرين لما لخصناها في جمله قلنا ايه قلنا واحد اسمه عربي كده كان رايح يدرس بره وكذا بنت عاوزه تصاحب عليه فقال لهم يبقى قال انا هنتحر هموت نفسي مش هصاحب قلنا له خلاص انت مش تموت نفسك ولا حاجه سيبك من الاجنبيه اللي عاوزه تصاحبك وصاحب الاثنين من بلدك صح ولا. قلنا له ما تموتش قلنا له ايه قلنا له اوعى تضايق قال لي اعمل ايه يعني قلنا له خليك عربي بقى خليك وطني اصيل كده خليك عربي وكلم بنت بلدك وكل سيما كان اسمها سيما خليك عربي وكل سيما خليك قاسي مع هيدروجينا صح ولا لا ده اللي احنا قلنا ليه قلنا له اوعى تضايق خليك عربي وكل سيما خليك قاسي مع هيدروجينا اوعى تضايق ليها مين قلت لك اوعى تضايق ليها الدايوريتك صح خليك عربي ليها كلمه اربس صح كل سيما كل كالسيوم تشين بلوكر سيما سيمباثيتك بلوكر خليك قاسي اسي اسي نبتو مع هيدروجينا قلت هيدروجينا مين هيدرولازين صح والدي اي اللي هي مين دايزوكسيد مين اللي هو مين من اكسيد اللي هي عيله الفازودايليتور صح ممكن اسمع الهايبرتنشن كله بقى قلت او الادويه الاول اسمع الادويه الدرجه ايه قلنا رقم واحد مين رقم واحد دايوريتك مين هو اوعى الدايوريتك هو مين قلت اللوب اللاجكس ماشي بعد كام مين كمان سايزايد والبوتاسيوم سبيرنج رقم اثنين قلنا خليك عيله الاربس مين عيله الاربس فالزرتان لوزرتان ايبيزرتان صح بعد كده ايه سنبتو مين عيله ايه سنبتو كابتوبريل انالابريل لزينوبريل سايد افكت بتاعت ايه سنبتو قلنا مين دراي كاف هايبركاليميا سكينيريا صح. طب بعد كده قلنا مين عيله الفازودايليتور مين هي قلت هاي الدولازين دايزوكسيد من اوكسيديل صح اللي هي الكوليزون كلهم بيستخدموا في حاله الهايبرتنسيف انكيتيروس. هاي الدولازين بيعمل ايه بيعمل ريفلكس تاكاديا بيس تشوف انجينا صح المكسيديل بيعمل هيرشتيز الصوديوم نيتروجين بيعمل سيانات توكسيس صح. طب بعد كده قلنا مين السمباثيتك بلوكر سنتر اسمه ايه بالسي جانج اسمه ايه ونسين نيفين الفا مثال ده هو ريزيرفين وبعد كده الفا بلوكر بيتا بلوكر الفا بلوكر زي مين بروزوزين مشكلته بيعمل حاجه اسمها فيرست روسون فوق والبيتا بلوكر زي مين بقى سيلكتيف اتينولون ميتوكول كارفيرول صح. السايد افكت بتاع البيتا بلوك هو اللي بيعمل حاجات بحرف ايه هي بونكوسبازم بلاك كارديا هارت بلوك صح
طب والالفا بلوكر انت بيعمل حاجه اسمها فيرست ريسبونس كلام صعب اقول لك يا جماعه طب كالسيوم شبه بلوكر مش شفناه منهم بعد كده ونص ساعه دي عملت هيديك هايبوتنشن فاست فيلير سي في كونسيشن طب بعد كده هايبرتنسيف ايمرجنسي او هايبرتنسيف انكيفالوباسي قلت لك اللي عنده ايمرجنسي عنده ازاي هايبرتنسيف كرايسيس اللي عنده هايبرتنسيف كرايسيس بعده ازاي ده قلت لك الكرايسيس حاجه من الاثنين يا اما هايبرتنسيف ايمرجنسي يا اما هايبرتنسيف ايرجنسي صح قلت لك واحد ضغطه عالي هايبرتنسيف كرايسيس او مالجنت هايبر يعني الدايستول بتاعه فوق 130 يا اما يكون هايبرتنسيف ايمرجنسي يعني عنده ضغط عالي ومعاه تارجت اورجان دامج جاي مثلا معاه ستروك معاه انكفالوباسي معاه حاجه يا اما يكون ايرجنسي يعني مش ما فيش نو تارجت اورجان دامج يبقى عنده هايبرتنسيف كرايسيس يا اما ايمرجنسي ايرجنس ايمرجنسي ضغط عالي ومعاه تارجت اورجان دامج ايرجنس ضغط عالي ما فيش تارجت اورجان دامج قلت لو ايمرجنسي معاه تارجت اورجان دامج صح عاوز اوطي الضغط بتاعه اقلل الضغط بتاعه في خلال ساعه اول صح ولو مش معاه تارجت اورجان دامج اقلل الضغط في خلال 24 ساعه بعمل ده ازاي قلت لك احنا هنقله في خلال ساعه مش 10 دقايق لو قللته بسرعه قوي هيحصل ايه التشو كان متعوده الدم يوصل لها ببريشر عالي لو قللت الضغط فجاه مش هيوصل هيحصل حاجه اسمها هايبو بيرفيوجن مش هيوصل دم للتشو فبقول كده هعالج ازاي الاثنين دول بقول لك كم واحد اتز ان وايز صح تو ديكريز بلاد بريشر رابيدلي ليه ات ميد تو هايبو بيرفيوجن اند بيرمنتمج لو قللته فجاه مش هيوصل لها دم هايبو بيرفيوجن وبيرمنت يبقى كم واحد ايه اتز ان وايز تو ديكريز بلاد بريشر رابيدلي ليه ات ميد تو هايبو بيرفيوجن بيرمنتمج وبعدين اعمل ايه بقى المفروض اقلله ازاي بقى مش هو كان الدستور فيه 130 بقول كان انا عاوز اوصل الدستور ده خليه من 100 ل 110 بس زي انيشال جول تو ديكريز دايستوليك بلاد بريشر تو من 100 لحد 110 اعمل ده في خلال قد ايه لو كان هايبرتنسيف ايمرجنس معاه دامج معاه تارجت اورجان هعمله ده وزن اول في خلال 1 اور طب لو كان ايرجنسي معهوش تارجت اورجان دامج يبقى وزن دايز في خلال ايام او خلال 24 ساعه صح مين الادويه اللي هستخدمها علاج الفازودايليتور مين هي هيدرولازين دايزوكسيد مينوكسيدين صوديوم نيتريت بوستات صح وازود عليهم مين حاجه اسمها اللازكس لابيتالول بالال لازكس لابيتالول مين لابيتالول ده الفا وبيتا بلوكر قالوا هنسميه الفا ولا بيتا لابيتالول صح لازكس لابيتالول وفينول ديبان بالال بوت فينول ديبان لازكس لابيتالول يبقى انت الفازودايليتور مين هي هيدرولازين دايزوكسيد مينوكسيدين صوديوم نيتريت بوستات وازود مين لازكس لابيتالول فينول ديبان صح قلت بقى لك يا عالج التارجت اورجان دامج لو كان غالبا ده هايبرتنسيف كايسيس ومعاه هايبرتنسيف انكيفالوباسي مش قلت اللي عنده الانكيفالوباسي ده يعني معاه بين اديما صح معاه بين اديما ومعاه مين كمان غير الاديما ومعاه كونفالجن صح هعالج اتنين ازاي قلت له كمان هعالج البين اديما ازاي دي حاجه اسمها سيربرال دي هايدريتنج ميجر مين دي هايدريتنج ده اسمه ايه اسمه مانيتول صح ولا اشافه تمام المخ رقم اتنين كمان قلت لك ممكن اعالج رقم واحد دي اللي ايدي بالمونين بين ايدينا اعالج الكونفولجن ازاي هتروح حاجه اسمها انتي كونفولجن زي مين زي الدايزيباب صح ولا يبقى هعالج زي الهايبرتنسيفس كرايسيس او هايبرتنسيفس ازاي قلت رقم واحد اتس ان وايز تو ريكريز بلاد بريشر ريبل ليه ات ميد تو هايبو بيرفيوجن بين ما دامج امال ايه زي انيشال جول تو ريكريز دايستوليك لحد 100 110 في خلال قد ايه لو كان ايمرجنسي معاه تارجت اورجان مش في خلال ساعه لو كان ايجنسي وزن 24 ساعه صح هستخدم ادويه ازاي ادويه قويه زي مين قلت الفازودايليتور هيدرولازين دايزوكسيد مينوكسيد واسود النيتروكسيد هزود عليهم مين بقى حاجات بحرف ال لازكس لابيتالول فينول ديبام صح طب بقى كده لو كان هو مالجنت هايبرتنشن والتارجت هو ان عنده انكيفالوباسي تارجت اورجان ان عنده كونفيوجن وكونفرجن هو بين ايه هدي حاجات اللي بين الناس هيبقى دي هيدي حاجه تشيل الميه من بين اللي هي مانيتول او حاجه للكونفرجن اسمها انتي كونفرجن دايزوكسيد بس صعب الكلام ده كان لسه ما هيبقاش ممكن اسمعه كله على بعضه بقى بسرعه قوي definition عباره عن definition يعني hypertension persistent البير برضه مش اكتر من 100 صح اساس سي او اوايز ما واحده امتى لو اكتر من 170 على 110 او معطى بتقول كده جينيتور جونا بوليميا هو ساكن الياس بالبوليميا قلنا رقم 1 سيمباثيك كوفيرتيفيتي باور سيبت ريسيتنج ناصر ان بي هايبرينسولينيا هايبرتنشن ادينا جاب او مالتي فيرسيو صح طب اخر حاجه ايه بس كوفيرتيفيتي في الاسيول ده مش صح طب رقم اتنين السكن اللي كان كلمه فين رقم واحد ان الكوز اللي هي قلت يعني باسكو اللي ما بينك ما بينك باسكو عنده مين ان الارتي سكن اسمع عليه فلانك بوي طب ان البنك ما قلنا كلها ماضي الكدنيه هي بيرن سويس بروسيس الكدني دايبيتك صح طب انه كان قلنا مين كل الكلام ده كان واحد بيتدل عنده اكرامي والسؤال فرق من هايبر وات هايبر باس هايبر باس والبنكرياس دايبيت لو سوق هنا الكورتكس عنده ايه السي كونت كوشنج اللي بيطلع عنده فيه قوم يعني باكسيز من هايبر تيجن طب بقى كده مش كده كلمة همس هايبو سالمك ايجن والام اللي هي طب بقى كده قلنا ادويه مين هي الدرجز
عشان شغال صغير طول الوقت ده انديس هايبر تنشن. بامب سيت بلس كورتيزون كاتيكولامين كالسيوم سايكلوس بروتين افيد الرسول افيد صح ولا؟ طب بعد كده فاسكر قلنا مين ايه بي ايه اللي هي اولت كوتشن بي والتاسيم بريجنسي بولي اتيشن دوز. طب ايه الكومبليكيشن؟ هو 2 سي و2 او 2 سي سي بي اس و سي بي اس و2 او من الانترنت. هنا حصل ايه؟ عنده هنا الفيليور الهيماتوريا. طب انت عنده ايه؟ ال1 سيكند بروجريتو ضغط على البنتين كده كده بيحصل ايه؟ مش بيحصل كده مع البنتين. طب سي بي اس يحصل كل حاجه في الاول. طب ما اللي اتشرب في رقم 2 هيتشرب في سن من ابي الهايمر بعد كده سيبك هادي. طب بعد كده سي الناس عنده ايه؟ سيبر اسيوس كلوز سيبر ستور هايبر صح. طب ايه الانفيزيون ممكن اعملها؟ قلت لو كان واحد روتين اي حد شكله وسامه ليبر وفايف لازم جلوكوز سي بي سي. طب بقى فوز ذا كوز فور كومبليكيشن فوز ذا كوز قلت لك وان سكند اللي هبقى شخص اللي بيعمل بعمل ايه؟ ميجرمنت اوف جلوكوز هرمون وكورتيزون وسيروسين وبارازايت بيس كل حاجه. طب فور كومبليكيشن قلت لك ايه؟ عشان اتنين سي وفي نهار السي نس عملوا سي تي يوم نهار صح؟ والكارديك اتنين يو اتنين سي اي سي جي انتو كارديك سام جاستا وبنام اكس اي. طب بعد كده اتنين رينا نعمله هنا فانكشن سيس بيشن عملوا صح؟ طبعا كده كان بيشوفنا كم واحد يجي يا سيمبتوماتيك ديسكفر ده اكسيدنت او كم اتنين يجي مين كومبليكيشن از ذا فيرست بين كم ده يشتكي بيه هيدك تيليتس فور ذا فيجن بيستكت صح ولا والساينس. طب ايه اعالج ازاي؟ قلنا كم واحد جاي طياره كم واحد سيمبتوماتيك بلوكر صح قلنا ممكن تقولها اي بي سي او كم واحد اللي هي مين قلنا حاجه زي الالفا بلوكر والاي سي انهبيتور والارب صح. انا بعدها السيمبثيك بلوكر مين السيمبثيك بلوكر بسرعه كلها قلت له كم واحد مين السايد افكت بتاع السيمبثيك بلوكر بصر الهايبوتنشن الباند هايبرتنشن مين هم قلت له كم واحد سنترال اكتنج سيكلون ري جانجو بلوكر هو كوليسترين بقى كان ايه بين الروتاز الالفا مثال ده كويس اذا قلنا في الميثاي انه بيعمل ايه هيباتيتس هيمون سبيتش وبيز اللي كنت بتكلم ده واحد نزل كونديشن بروتيك السر. طب بقى الفا بلوكر بيتا بلوكر الفا بلوكر زي مين قلت برضه شيء مشكلته بيعمل فيرست ريسن فوق والبيتا بلوكر زي مين الفين رول ميتا بلوكر الفين رول او نون سيلكت بوبا نول سايد افكت على البيتا قلت ايه والبان بانيكارديا هارد بلوك وبيرفور فاسكولار اسكيميا صح ولا؟ طب بقى كمان كمان ايه سن هيبتور بيعمل ايه بيقفل الانجيتنس الرئيس صح؟ هنا بيعمل ايه بقى زي مين هم؟ قلت كابتن ايه لسه كابتو بريل انارا بريل ميزينوبريل سايد افكت هايبركاليميا سكيماش بيرفور عشان البانيكارديا صح؟ طب والارجس قلنا مين لوزرتان بلزرتان ايه ميزرتان مش سايد افكت. طب بقى كمان كمان قلنا كالسيوم بتشيل لوكا منهم ديلتازين نفيري من هو عملوا لكن فيرمال ديلتازين نفيري وعملوا مين سايد افكت هيدك هايبوتنشن كونستبيشن صعب الكلام ده. طب هايبر تنزل كايز عالج زي الكايزز او ميجن هيبر شنو قلت ايه؟ It is unwise to decrease blood pressure rapidly as it made it to hyperperfusion and pain minimum صح؟ امال اذا انيشال جوز تو ريكيوز دايستوليك لحد 110 صح؟ لو كان هايبر تنزل اميرجنس هيعمل لك فيلر اول يعني ما تقول تقول جنمش لو كان ايه جسم عود دائما غير خلال 24 ساعه صح بستخدم مين ادويه قلت ادويه القويه مين هي هذا مرتين زاتوكسان من اوكسيد الواء صوت الميت المصاص صح ولا؟ طب بعد كده وبعد كده لازم تلاقي له في نقطه بعد كده هذه حاجات سبيسيفيك لو كان عنده هاي بارتنس في التبرس في الكومة هدو سيرفر تهديرتك وجه وشوية أنتو كونفولتر زي زي الدايسبر صعب الكلام ده. طيب رقم اثنين عندنا حاجه اسمها سكيميك هارت ديزيز. مين السكيميك هارت ديزيز؟ يا اما انجينا يا اما ام اي صح؟ ايه الانجينا اللي مايو؟ طب واحد تعال نشوف الريسك فاكتور بتاع الاثنين. ايه الريسك فاكتور اوف سكيميك هارت ديزيز؟ الريسك فاكتور اوف سكيميك هارت ديزيز او نفس السؤال انا النهارده في اليو يقول لك ايه الريسك فاكتور بتاع الاستروك؟ هي هي او الريسك فاكتور بتاع الكورونري او الريسك فاكتور اسيروسكليروز اي حاجه. تعال نشوف الريسك فاكتور بتاع السكيميك هارت ديزيز. قلت حاجتين يا اما موديفايبل يا اما نان موديفايبل. يعني انا الموديفايبل الحاجات ما اقدرش اتحكم فيها موديفايبل الحاجات اقدر اعالجها انما موديفايبل الحاجات ما اقدرش اتحكم فيها. قلت ازاي؟ قلت لك راجل عجوز عصبي سيء السمعه الراجل يعني تيجي اكتر في الميل اكتر من في الميل عجوز اولد ايج فوق 40 سنه صح عصبي عن تايب اي بيرسوناليتي سيء السمعه قلت لك بوست فاملي هيستوري دي حاجات مش هقدر اتحكم فيها وكلها بتزود الريسك اوف سكيميك هارت. بعد ما واحد قلت راجل عجوز عصبي ميل اكتر من ميل اولد ايج عجوز عصبي تايب اي سيء السمعه بوست فاملي هيستوري كلها بتزود السكيميك. الميل عشان الاستروجين في الفيميل اعلى فبيحميهم من الفيميل بنحصل اكتر. الاولد ايج ليه؟ عشان هو ماسيو سكروز. طيب ايه بيرسونتي ليه؟ عشان ده شخص متوتر دايما في عنده سمباستيك اوبرتيفيتي فيعلى الضغط ويجي له سكيميك هارت ديز. اخر حاجه بوست فاميلي هيستوري في جينيتك فاكتور. طب بعد كده الموديفايبل مين؟ حاجات اقدر عليك زي مين؟ قلت حاجات هايبرات كلها. ايه الهايبرات دي؟ اربعه هايبر قلت هايبر تنشن هايبر جلايسيميا هايبر ليبيديميا هايبر يوسيميا صح؟ وثلاثه اسمين هم طلب واحد في كليه الطب قاعد طول النهار يعمل ايه؟ متوتر عنده ستريس ومتوتر قاعد يحشش فدي سموكينج صح؟ وقاعد ما بيعملش حاجه غير يلعب في مناخيره بس فدي سيدنتر لايف ستايل
صح ولا ثلاثة بس ستريس وسموك المسمى ده بس طبعا. يبقى مات مين هي ريسك فاكتور تاني؟ مونيفايبل مان. مين مان مونيفايبل اللي هو راجل عجوز عسل اولد ايج تايب ايه بيرسوناليتي بتبص فيها من هيستوري ومين اكتر من فين؟ طب المونيفايبل اللي اقدر اظبطها زي مين؟ قلت لك اربعه هايبر. مين هي؟ هايبرتنشن هايبرجلايسيميا هايبرليبيديميا هايبروسيميا صح؟ قلت لك سموكن وستريس وسيلنت لايف ستايل دي كلها ريسك فاكتور. طب تعالى نخش رقم واحد على اول درس عندنا الانجينا بيكتوريس. ايه قصه الانجينا؟ يعني ايه انجينا اصلا؟ قلت المفروض احنا مش عندنا انجينا ليه؟ عشان احنا عندنا العضله بتاعتنا كده قال الار دي الكارديك ماسل وصل لها دم الكوني صح؟ بس العضله اللي بيوصل لها دم زي اللي هي عاوزاه. يعني ايه؟ الكارديك ماسل دي عاوزه مثلا سي لتر دم، الكوني بيوصل لها لتر دم. يعني هي عاوزه لتر، اللي هي عاوزاه ده اسمه ديمان، واللي بيوصلها ده اسمه سبلاي. قلت في ميزان ما بين مين؟ ما بين الديماند والسبلاي الاثنين قد بعض. هي عاوزه لتر وبيوصلها لتر فالعضله حلوه. قلت لك امتى يحصل اسكيميا او انجينا؟ قلت لك لو حاجه من الاثنين، لو قل السبلاي الدم اللي وصل العضله قل، يعني مثلا عنده اسيوما هنا فبرمي بيوصلها لتر بيوصلها نص لتر، ده كده مش اسكيميا؟ يعني انجينا صح ولا عنده اسيوما فبيوصلها نص لتر وهي عاوزه لتر. او امتى يحصل انجينا؟ لو زاد الديماند. لو هي بيوصل لها لتر عالي اللي هي عاوزاه بس العضله دي تخينه حصلها فينتريكولار هيبرتروفي بقت عاوزه 2 لتر. زاد الديمون في الحالتين يحصل انجينا. انا مش عندي انجينا عشان عندي بالانس ما بين السبلاي والديمون. السبلاي قد الديمون عاوز ريت يوصل ريت. امتى يحصل انجينا؟ رقم واحد الدم اللي وصل قل السبلاي او العضله عاوزه زياده زاد الديمون صح؟ يبقى كلمه انجينا طب سواء قل السبلاي او زاد الديمون في الحالتين العضله بقت سكيمت. والعضله بقت سكيمت تشتغل بالايوبيك ولا بالانيوبيك باسوين؟ بالانيوبيك فيطلع حاجه اسمها لاكتيك اسيد يشغل النيرف فيعمل حاجه اسمها شيست بين صح؟ يبقى انجينا عباره عن ايه؟ عباره عن تشيست بين. حصل ليه؟ ديو تو امبالانس ما بين اوكسجين سبلاي واوكسجين ديماند. يبقى الديفينيشن قلت عباره عن الانجينا عباره عن كلينيكال سندروم اوف تشيست بين. حصلت ليه؟ ديو تو امبالانس بين اوكسجين سبلاي واوكسجين ديماند. يا اما قل السبلاي يا اما زاد مين؟ الديماند. زاد الديماند العضله بقت عاوزه دم زياده صح؟ العضله عاوزه دم زياده ازاي؟ يا العضله تخنت شويه حصل له فنتريكولار هيبرتروفي فالدم مش مكفيها. قلت لك العضله تخنت بنفس عدد الكولاي فما عادش دم كافي. ده اللي زود ديمون. او كمان او العضله مش تخينه ولا حاجه بس سريعه، واحد عمال يجري، واحد تخن فالدم مش اكل مش هيكفيه، او واحد طول النهار يجري اكسرسايز برضه هيجوع بسرعه، لو واحد عنده تاكي كارديو القلب سريع برضه الدم مش هيكفيه. يبقى اللي زود ديمون عضله تخينه عضله سريعه، عضله تخينه عنده فنتريكولا هيبرتروفي صح؟ عضله سريعه عنده تاكي كارديو ده يزود الديمون صح؟ طب وقلل السبلاي؟ قلت قلل السبلاي حاجه من اثنين، يا اما الدم نفسه قليل عنده اسيوما فالدم الكميه قليله ناقص الكوانتيتي، يا اما الدم بيوصل كتير بس واحد عنده انيميا زي الميه ده ملوش لازمه صح؟ ده ناقص الكواليتي. يبقى ناقص السبلاي حاجه من اتنين، يا ناقص الكوانتيتي الكميه يا ناقص الكواليتي النوع. الكواليتي جوده الدم وحشه ليه؟ قلت لك ما فيهوش اكسجين. واحد عنده انيميا او عنده هايبوكسيا الاثنين ما عندهمش اكسجين. ده ما فيش اكسجين ده ما فيش هيموجلوبين يشيل اكسجين صح؟ يبقى ناقص الكواليتي حالتين انيميا هايبوكسيا. طب ناقص الكوانتيتي الكميه، ليه كميه الدم قلت؟ قلت لك انت لو عندك شجره بتسقيها كل يوم عشان تبقى حلوه كده وتكبر لازم ايه؟ لازم يكون عندك مضخه ميه بامب والبامب بيطلع منها خطوط ميه بيسقي الشجره. قلت لك امتى الشجره دي تموت؟ رقم واحد لو البامب نفسها باظت ما عادش بتضخ او الخواتيم نفسها اتقفلت، حاجه دست على الخرطوم ده. فليقلل السبلاي الكارديك مثلا ايه؟ مش المفروض الهارت بيضخ الدم في الاورطه، ده البامب يضخ هنا ومن هنا تعبي الكولر. اللي قال لي السبلاي ايه؟ قلت لك رقم واحد البامب باظت، الهارت ما عادش قادر يضخ. لو كارديك اوتبوت صح ولا لا؟ او الشرايين نفسها ضاقت، الخواتيم ضاقت، مشاكل في الكولر صح؟ يبقى قال لي السبلاي حاجه من اتنين، يا مشاكل في البامب نفسها بقول از بارت اوف لو كارديك اوتبوت صح؟ يا مشاكل في الكولر نفسها. مشاكل لو كارديك القلب مش قادر يضخ ليه؟ رقم واحد واحد عنده ليفت سايد هارت فيلير صح؟ او واحد عنده حاجه اسمها اورتيك استينوز، الاورتا ضيق فالدم مش عارف يعدي من هنا لهنا عشان يروح للكولونيا، حد فاهم؟ يبقى ناقص الكارديك ايه هي؟ قلت رقم واحد ايه هي؟ ليفت سايد هارت فيلير او اورتيك استينوز. طب مشاكل الكولونيا ايه هي؟ قلت حاجتين في اليومن وحاجتين في الورو وحاجتين في بق الكولونيا. حاجتين في اليومن حاجه قافله من جوه، اثنين في اليومن ايه هو؟ قلت ثرومبوزس وامبوليزم. اثنين في اليومن هم؟ قلت اسيوسكليروزس وفاسكيولايتس. اتنين في بق الكون قلت مين؟ اوستيال ستينوز اوف سيفلس وكونجينيتال. ايه الاوستيال ستينوز؟ قلت السيفلس في الجريد 3 لما يبقى تيشر سيفلس بيعمل ستينوز في بق الكون، كلمه بق يعني اوستيال اسمها اوستيال ستينوز اوف سيفلس. او كونجينيتال الطفل اللي مولود بق الكون عنده مقفول لوحده مولود كده. يبقى ايه الانجينا اللي فيش عباره عن ايه؟ قلت كلينيكال سودوم وبوش ليست من حصلت ليه؟ ديو تو امبالانس بين اوكسجين سبلاي واوكسجين ديماند صح؟ يا اما قال السبلاي زاد مين؟ قلت قال الزوري ديماند حاجتين يا عضله تخينه سريعه فانتريكولا هيبرتروفي وداك كارديو. طب قال السبلاي
قلت ناقص الكميه للكوانتي ناقص الايكواليتي صح؟ ناقص الايكواليتي قلت حاجتين دايما مضروب في الجيم هيبوسك ناقص الكوانتي يا الضمه مضروب في الكارديك يا الخاطين ده يا لو كارديك ايه؟ او لفت سالها تفيلها وتكسر طب الخاطين ده يكون ايه؟ قلت حاجتين في الوول اليوم يا هم سمبوزيوم بولس حاجتين في الوول اسيوسوس وياس بس حاجتين في الوول كوين قلت مين؟ قلت سلوز اكتيفالس وياس كونجيتا بزود الحاجات دي كلها ثلاث حاجات كده بقول كلمه ار فاكرين ايه ار بي؟ قلت كمان ممكن امالوز يعمل كده امالوز ده يكون صح او ديشن واحد بيعمل اشعه يبوظ الكولن او بوست ترانسبلانتيشن لسه نايل القلب فالشرايين فوصلات كده عامله نفس بتستقفلها يبقى كلمه اه امالوز ديشن بوست ترانسبلانتيشن. طب ايه الكلينك بيشن بتاع دي يعني انت عنده اصلا قلت لك لما حصل اسكيميا طلع لك كاسل حصل تشيست بين يبقى الكلينك بيشن كلمه واحده هي اللي عنده تشيست بين عشان اعرف انا جاي لازم اعمل له اناليز ايه الاناليز قلت يا جماعه شوف سايت كاركتر اديشن ديوريشن وات انكيز وات ديكيز واسوشيشن يبقى طلعنا السايت مكانه في القلب صح يبقى طلعنا السايت بتاعه ريترو ستيرنال الكاركتر عامل زي قلت قلم لانجيني ما هوش شكشكه ده هو عباره عن كومبريسنج حاسس ان اتوبيس على قلبه كده حاسس بكومبريسنج او كونستريكتنج بين صح اديشن قلت القلم ده ايمن لانجيني قلم لانجيني يسمع ليفت شمال كده يروح يسمع فين ليفت شولدر ان اوسيلو ليفت ارم نيك جوكتي سامع فين؟ ليفت شولدر ان اوسيلو ليفت ارم نيك جوكتي ديوريشن وات ايه الديوريشن بتاعته قلت ما يطولش من 1 ل 15 دقيقه ما يزيدش عن نص ساعه وات ان كيس فاكرين اللي بيزوده قلت اي حاجه تشغل السمبثاتيك اي حاجه تسرع الهارد قلت واحد طلع راح لصاحبته فوق الجبل فاكرين قلنا لما كنت طالع فوق الجبل هيروح لها بالليل لو كان واحد يبقى لها كولد ويزر بيسرع ال 1000 يعمل انجاين لانه يروح بالليل لما يحصل على الجبل ده اكسرسايز ولا لا هيسرع ال 1000 هيجيب انجاين اكسرسايز لما يتقابلوا فوق هيحصل ايه؟ لو كان واحد يقول لها سجارتين يحصل سموكينج صح؟ وبعدين ياكلوا اكل تقيل قوي هيفي ميل سيكشوال انتر كورس وبعد كده ستريس كل ده يجيب الاتاك وبعدين فوق دي هاي التيتيود بيجيب الاتاك برضه هاي التيتيود يبقى لي بيسك فاكتور قلت له كم واحد كولد ويزر اكسرسايز هيفي ميل ستريس سموكينج سيكشوال انتر كورس وهاي التيتيود طب وات كلينيك بما ان الاتاك بتيجي بالاكسرسايز هتضيع بالايه؟ بالريست او سبلينجوال نيتريت اوس نيتريت تحت الاسنان هيوسع الكورنيا فالدم يوصل كويس اسوشيشن اسويت بايه؟ قلت له من عنده بيت عنده سيمبسيس كوفرتيك صح؟ يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده سويتنج في الاول صح؟ وحاطين بحرف الدي من هم ديزنس ديزني عنده ايه عشان عنده وجع في صدره ديزنس ديزني صح؟ وبعد كده عنده ايه؟ عنده حاجه اسمها فير اوف ديس قلبه بيوجعه فحاسس ان هو هيموت فير اوف ديس وحرف الاف هخليه ليه كده اف ايه اعملها كده اسمها ايركتيشن يحصل له ايه؟ ايركتيشن يبقى الاسوشيشن اسوشيشن بخمس حاجات ايه؟ سويتنج وباله طب بعد كده اتنين دي ديزنس ديزني بعد كده فير اوف ديس تنفع خلصنا اللي فيه جابوكش الثاني عنده ايه؟ شفت بيه الكاركتر الاناليسيس سايت كاركتر سايت ريستريكتور كاركتر كومبريسنج او كونستبلانيشن بيسمع فين؟ ليفت شولدر ان اوسيلو افتراهم ليك جو ديستريكشن بيسمع ولا ديه 1 ل 15 وات ان كيس قلنا كولد ويزر اكسرسايز هيفي فيل بعد كده بيكام ستريس سموكينج سيشوال تنفس وهاي اتيو طب وات كيس بيجي بالاكسرسايز بعد ده بيه بيرست سبلينج وان اتيت اسوشيشن قلنا مين عنده ايه؟ عنده سويتنج وتن لي ديزنس ديزنيا فيربريس اسوشيشن صح؟ طب بتوني طب الساينز بتاعته قلنا السايز مش مهم خالص تبقى مره خلاص ايه الانفستيجيشن بتاعته عن جاني ايه الانفستيجيشن هشخص العيان ده ازاي قلت يا عيان جاني مش هشخصه بحاجتين مهمين جدا اي عيان كاردي بعمل له اربع حاجات اي عيان سلاب بعمل له اثنين اي هم اي سي جي و اي واثنين سي من هم كارديو سكان و كاستريزيشن صح او كم واحد قلت لك الكارديو سكان ايه الكارديو سكان ده قلت بقى حمادة مش عارف اسمها سالي لما تعمل ايه هتوصل للقلب كله بس لو في حته الارض بتاعها مقفول مش هتوصل لها صح القلب كله هيفضل الصبغه الماده دي كلها ما عدا الحته الاسكيميك دي فالقلب كله هيفضل الصبغه ما عدا الحته دي فالقلب كله خد الصبغه كده وفي حته في النص ما خدتش الصبغه صح في الشكل ده كده صح الحته دي اسمها كولد سبوت يبقى حماده اسمها سالي سالي 201 منها مش عارف لا بيشرب الماده دي كله ما عدا الحته الاسكيميك الحته الارض بتاعها مقفول صح يبقى كم واحد كارديو سكان بعمله ازاي قلت سالي 201 ماله بقى بقول كده ماله تيكن باي هيلسي مايوكارديوم نوت باي اسكيميك مايوكارديوم صح الحته الاسكيميك اسمها ايه بقول كده تيكن باي هيلسي نوت باي اسكيميك الحته الاسكيميك اسمها ايه اسمها كولد سبوت يبقى كم واحد سالي 201 تيكن باي هيلسي نوت باي اسكيميك اسمها كولد سبوت رقم 2 بعمل حاجه اسمها ايكو ايه الايكو ده الايكو حاجه بتصور القلب توصل حركه الهرم يقول لك يا ابني بيتحرك ولا القلب لو كل وصوله دم هيتحرك كونداكشن ولا اكسيشن لو حته اسكيميك حركتها هتبقى ضعيفه عشان ابينها احنا عندنا حوله الدوبيتامين الدوبيتامين يسمع على القلب فيبان حته اسكيميك حد فاهم حاجه يبقى بعمل حاجه اسمها ايكو او دوبيتامين ايكو هلاقي القلب كله بيتحرك بس حته حركته ضعيفه الموشن بتاعتها ضعيفه اسمها ايه؟ بلاقي حاجه اسمها ابنورمال موشن اوف مايوكارديوم او حركتها ضعيفه يعني ايه؟ يعني هايبوكاينيزيا صح ولا يبقى ليكو الاقي حاجه اسمها ابنورمال موشن او هايبوكاينيزيا قلت الحته اللي ما اتحركتش بينكم هي نفسها اللي ما خدتش الصبغه بالسلم 201 صح؟ هي نفسها الحته الاسكيمي يبقى رقم واحد كارديو سكان رقم اثنين ايكو رقم ثلاثه عامل كمان كارديو سكان وكاستر الكاستر الاسطر بنعمل بيها ايه؟ بتحدد حاجتين بخش بالاسطر اوصل اصور شجره الكونيا صح؟ تقول لك والله بحقن صبغه كده في الكونيا بالاسطر
فهنا مثلا هنا في اسيوما على السمغه مشيت عليها كده بالشكل ده كده اهو. فالاصداف بتبين ايه؟ تقول لك مين الارتي مقفول للسايت وبنسبه قد ايه السيفيرتي صح؟ يبقى ديتكت حتى ديتكت سايت اند سيفيرتي اوف اوكلوجن صح؟ وعلى حسب الارتي بحد هعمل عمليه ايه؟ لو كان عمليه كوني بعمله عمليه توسيع، لو كان الليفت كوني بعمله ايه فاسكولاريزيشن صح؟ فالاصداف تقول انا هعمل ايه فاسكولاريزيشن ولا هعمل توسيع؟ يبقى الاصداف تعمل ايه كمان؟ بتديتكت ايه؟ وذر ميكانيكال ايه فاسكولاريزيشن از بوسيبل اور نوت. يبقى الباك هاستر بتعمل حاجتين ايه؟ حاجتين بحرف الاس ديتك سايت اند سيفيرت اوف اوكلوجن، وبعدين وذر ميكانيكال ايه فاسكولاريزيشن از بوسيبل اور نوت. طب بقى الاي سي جي هيبان الاي سي جي ده، قلت لك طب واحنا عندنا بتميل الاتاك عنده حاجه الاتاك تقول 10 فبين الاتاك مش عنده حاجه، طب اثناء الاتاك يحصل له ايه؟ لان عنده بتميل عنده الاتاك بيحصل له ايه؟ الاي سي جي الطبيعي كان بيعمل كده صح؟ بالشكل ده كده ده الطبيعي، لكن ده عنده حاجه اسمها ايه؟ عنده ريبريست ستيجمنت وانفيرتد ويو، دي واقعه لتحت ودي بقت مقلوبه انفيرتد ويو ريبريست وانفيرتد. اشمعنى؟ قلت لك عاده الانجينا تحصل في الجو الطبقه الداخليه للقلب في السب اندوكارديال اللي دي فيها الكوناي صح؟ قلنا لما يحصل انجينا في الحته دي اللي بيحصل؟ قلت لك الكهرباء دي بقت سكيبنج صح؟ دي فيها انجينا، الكهرباء بتمشي من الحته الهيلث للحته السكيبنج صح كده؟ وانا حاطط الليدز هنا على صدر العيان بره كده، فالكهرباء دلوقتي بتبعد وتقرب من الليد بتبعد. قلت لك هي دي اسمها بوست هوب ليه؟ قلت لك لو الكهرباء بتقرب ناحيه الليد يديك بوست، لو بتبعد يديك نيجاتيف صح؟ لما حصل اسكيميا الكهرباء ماشيه من الهيلث للديزيز الكهرباء بتبعد عن الليد بتبعد عن الليد بتاع الاي سي جي، فده يعمل ايه؟ يديك نيجاتيف ويف تبعد، فمش عارفين نسجلها فين دي نيجاتيف ويف فين دي ريبريست اس تي ودي انفيرتد تيوب. حد فاهم حاجه؟ يبقى عنده حاجه اسمها ريبريست اس تي وعنده حاجه اسمها انفيرتد تيوب. انفيرتد تيوب صح؟ طب بدي اثناء الاتاك انا هجيب له الاتاك ازاي؟ هعمل له حاجه اسمها ستريس تيست صح؟ اكسرسايز الدي سي جي او ستريس تيست، هو جاي بتوين اتاك عاوز اجيب له اتاك هخليه عندي يتمشى على مشايه ويقعد يجري عليها. لو عنده جن هيحصل حاجتين صح؟ حاجه كلينيكال هي يحصل له تيبيكال تشست بين، وحاجه على الاي سي جي في نفس اللحظه الاقيها عنده ريبريست وانفيرتد تيوب في نفس اللحظه صح؟ يبقى ايه الاكسرسايز الدي سي جي؟ بقول ايه؟ ذا بيشنت اكسرسايزنج اون تريد ميل او بايسكل، يجري على دراجه او بايسكل صح؟ وبعدين اي سي جي تشينجز اند فايتال داتا ار ريكوردد، بسجل كل حاجه. يحصل حاجتين كلينيكال وحاجه اي سي جي. حاجتين كلينيكال هي يحصل له تيبيكال تشست بين لو عنده انجين وفول اوف بلاد بريشر ضبط ويقل فجاه، ليه؟ القلب عادش قادر يكونتاكت. وحاجه في نفس اللحظه الاي سي جي يحصل له ايه؟ ديبريسد اس تي وانفيرتد تو ويف، كده يبقى عنده انجين. امتى بقى نفسي اعمل الستريس تيست وما اقدرش؟ ايه الكونتر انديكيشن اوف ستريس تيست؟ بيجي سؤال لوحده، قلت لك كلمه عاشور كونتر اوف ستريس، ايه الكونتر اللي كان ملاحظ ايه اللي هي اكيوت اتاك؟ طب دي ايه اللي هي؟ اورتيك ستنوز وليتش اللي هي هارت فيليا وهايبر تيتش ولور وقال هي اوسو بيريك ديس اوردر صح ولا لا؟ خلصنا من الانفستيشن هي قلت 2 سي و 2 اي 2 سي و 2 كاردك سامع ماده اسمها سالب 2 واحد بلا قدك المهندس لوكا اسكيمك الحد اسكيم اسمها كولد سبوت رقم 2 يجو بيعمل ايه؟ بيبين حته في حركه اب نورمال مش لوك ماي كارديو اسمها هايبوكاليزيا. طب بعد كده الكاردك الكاستر بتعمل ايه؟ حالات محافظه انسايد اند سيفيرت اوف اوكلوجن وبعدين ويز اند ميكانيكال ايه فاسكولاريزيشن بص بص. طب بعد كده الاي سي جي بتقول اتاك نورمال دوينج الاتاك بلاقي حاجه اسمها ديبريست ستيون اجيب هزين اتاك بالاكسرسايز بعمله زي الاكسرسايز اي سي جي ذا بيشنت اكسرسايز اون تريد ميل او باسكت اي سي جي تشينجز اند فايتال داتا ار كود يحصل حتتين كلينيكال تيبيكال تشيست فيلو فول بلوديشن في نفس اللحظه لا عنده ديبريست ستيون صح ولا لا؟ امتى ما اقدرش اعمله؟ قدام واحد اكيوت اتاك اورتيك ستونز هارت فيليير وهايبر تنشن بعد كده اوسو بريك صح ولا لا؟ اعالج اللي عنده ازاي؟ هل الانجينا بيعالجه ازاي؟ التريت بتاعه هنعالجه ازاي؟ قلنا ثلاث حاجات، رقم واحد جنرال تريت ملوش لازمه، رقم اثنين ميديكال تريت، رقم ثلاثه ميكانيكال ايه بس فيشن، رقم اربعه حاجه اسمها اكيوت اتاك. اللي عنده اثناء الاكيوت اتاك بعمل له ايه؟ جاله انجينا اقول له استريح واقول له اجري بقى اكتر. يبقى اثناء الاتاك لازم اقول له رقم واحد بيد ريست صح؟ وسابلينج ولا نايتريت؟ ما احنا قلنا البدايه الاتاك هي ريست صح؟ كان بيجيبها جبل اكسرسايز، يبقى رقم واحد ريست وسابلينج ولا نايتريت اولس نايتريت تحت لسان يوسع الكورنيا. طب رقم اثنين ايه الميكانيكال ايه بس فيشن؟ اعمل ايه الميكانيكال ده؟ بعمل حالتين عمليتين، عمليه اسمها بيتكا وعمليه اسمها كبش. قلت البيتكا يعني ايه؟ بيركوتينيوس ترانسليومنال كورنا انجيبلوست، عمليه توسيع الكورنا موسع بالونه صح ولا لا؟ بخش جوه الكورنا واوسع بالونه. يا اما كبش اللي هو بعمل ايه الكبش؟ باخد وصله كده مثلا الكورنا ضيق كده من هنا بجيب حته من ارتري تاني واوصلها كده من دلتا اعدي مكان الاوبستراكشن صح؟ بعمل بيتكا امتى؟ توسيع امتى؟ اوسع امتى؟ قلت لك لو واحد او اثنين مقفول بس ما يكونش منهم الليفت ميني كورنا صح؟ ده بعملها امتى؟ لو 1 او 2 كوناي اكسبت ليفت مين كوناي. اشمعنى؟ اصلا الليفت مين ده ما ينفعش اوسعه ليه؟ عشان لو انا بوسعه فرقع مني العيال هيموت على طول، لان الليفت بغذي الليفت سايد فما ينفعش اخاف اوسعه، حد فاهم؟ يبقى البيت جه امتى؟ لو 1 او 2 فيسل اكسبت ليفت مين كوناي.
طب بقى الكبش امتى؟ لو الثلاثة فوق فوق بقى صح؟ لو السري ومو فيسل او كان مين؟ الكبش او كان الليفت من الكولر. يبقى البيتكا لو واحدة او اتنين ما يكونش الليفت، الكبش العكس الباقي. ثلاثة فوق فوق او كان الليفت من الكولر صح؟ طب بقى الميديكال دي هي؟ قلت الميديكال فاكرين قلت لكم اول واحدة جالها انجينيكا ست لابسة نقاب فسمعناها كلمة نقاب كده. قلنا تحشيشة مش اكتر. الان اللي هي مين؟ قلت نايتريت. والسي اللي هو مين؟ كالسيوم شانل بلوكر. والبي اللي هو مين؟ بيتا بلوكر. والاي بي قلنا مين الاي بي ده؟ انتي بليت. يبقى زي واحد من نايتريت كالسيوم شانل بلوكر بيتا بلوكر انتي نايتريت زي مين؟ قلنا انا عندي ثلاث ادويه نايتريت. مين هم؟ قلت حاجه اسمها نيتروجليسين وبعدين حاجه اسمها ايزوفيد مون نايتريت ايزوفيد داينايتريت. مين هي؟ نيتروجليسين ايزوفيد مون نايتريت ايزوفيد داينايتريت صح. قلنا الصيد في بتاعه بتاعه النايتريت بتعمل ايه؟ بتعمل فازودايليتيشن. بتعمل ايه؟ هايبو ولا هايبوتنشن؟ بتعمل هايبوتنشن هيدك تولرانس صح ولا تولرانس؟ يعني الدواء يتعود على سيبته. قلت لك عشان الدواء ما يتعودش اقول له ايه؟ خد اقل بقى حط الرؤوس تحت اللسان. طلعت السلم تف الباقي. حط الرؤوس تحت اللسان جيت لحته الاتوبيس تف الباقي صح. ياخد مينيمال دوز وياخد نيتريت في الانتربال. ياخد الدواء مثلا بالنهار ما ياخدوش بالليل عشان يشوق ريسبتور للدواء صح. يبقى هيدك هايبوتشن تولرانس. اتغلب على التولرانس ازاي؟ قلت له سو ستارت ويز مينيمال افكتيف دوز ويز نيتريت في الانتربال صح. مينيمال افكتيف دوز ونيتريت. خلصنا. يبقى التلات ادويه مين هي؟ نيتروجليسين ايزوفيد مونو ايزوفيد داينايتريت صح. سايد افكت هيدك هايبوتنشن تونس. اتغلب على تونس ازاي؟ ستارت ويز مينيمال افكتيف دوز ويز نيتريت في انترفال. اسمع الكالسيوم تشانل بلوكر من هم؟ قلت مين؟ فيربامين. جلتزم واحد سايد افكت قلت هي هايبوتنشن هارت فيلير صح. ومين كمان؟ وهيد. وكمان قلت كونستريشن دي ما لسه قايلينا في ال. طب اسمع البيتا بلوكر من هم؟ سيلكتيف نون سيلكتيف بوم سيلكتيف اتيلولول ميتوبولول بيسوبولول كالفيرولول سايد افكت كونكوس بازم ريكارديا هارت بلوك بيرفر باسكوس. طب بقى الانتي بليتيك هم اربع مين هم؟ اسبرين صح كلوبيدوجرين صح داي بايودامول تيكلوبين. اهم حاجه الاسبرين ومين؟ والكلوبيدوجرين. اسبرين قلت سنجل دوز جوه صغيره من 5 ل 150 ملي جرام. كلوبيدو جيل هو اسمه بلابيكس. خلصنا من الانجينا كلها. هيجي لك كيس عين عنه شيست هنا على 5 دقايق خفف بالنيتريت خلاص دي اوكي. اسمعها كلها من الاول. قلت ايه اسكي باك بتاع الاسكيميك هارت ديزيز؟ مونيفايبل نون مونيفايبل رقم واحد اولد ايج اكثر من 2 ميل اكثر من 2 رقم 3 عصبي طيب وسلسله السرعه بوست فاملي هيستوري. طب بقى كان مونيفايبل مين؟ هايبر مين هي؟ هايبر تاج هايبر جلاسيميا هايبر نيجريميا هايبر سيميا. طب بقى كده مين اس اس واسمه وزنه الاسستنت صح؟ طب بقى ايه الانجين ديفينيشن بتاع الانجين عباره عن ايه؟ قلت لك اصل هو صح حصل ليه؟ بيوتون فاز بدون اوكسجين سبلاي الاوكسجين ديمون يعني اقل السبلاي زاد مين؟ ديمون. ايه اللي زود الديمون؟ عضله هنا عضله سيئه بتنقل هيبتك وتاكل كارديا صح؟ ايه اللي قال الديمون؟ قلت مين؟ يا ناس الكوانتي الكواليتي الكواليتي قلت مين؟ انيميا و هايبوكسيا الكوانتي كميه الدم. قلت يا مالوك كارديا في مكوني لو كارديا قلت ايه؟ اول تك ستونز الكسر هوت في الكوني اثنين في اليوم مين هم؟ سوموزيوم بولس اثنين في الاول اسيوسكوز بس اثنين في بق الكوني اوستيا ستونز وكونجيت. طب ايه الكلينيكال بيكشر يرحمكم الله يا فلول؟ ايه الكلينيكال قلنا عنده جيست بين ايه الانس بتاعه؟ السايد بتاعه اللي ماله؟ قلت له ستيرن صح. الفرق قلنا ايه؟ كومبريس كونستريك نيديشن ليفت شولدر ان سايد ليفت ارمز نيك جو دي ديوشن 1/5 شوط انكريز كولد ويزر اتساب سايد هيكلين ستيرس ممكن سيتم تلقوص هاي اتيتيود وات دي كيس ايش تصابين مرتين اسوجين رقم واحد شويه اللي كان ممكن عنده ايه؟ اندي اثنين ايه؟ فيلو كيس وادكيشن صح؟ طب بعد كده الساينز قلت كده ما لهاش لازمه ايه الانفستيشن 2 دي و 2 سي؟ الاثنين اللي هم رقم واحد اي سي جي عنده ايه؟ بتقول لها اتاك نمبر ديوينج اتاك عنده دي بريزل سي 1 بريزل اندرلاين سكينيا كل حاجه اجيب له اتاك ازاي؟ اعمل حاجه اسمها اكسرسايز الاي سي جي ازاي؟ قلت ذا بيشنت از اكسرسايز الاثنين من اوايس اي سي جي تشينس اند فايتال داتا ار ريكوردد. يحصل حاجتين كلينيكال واحده على اي سي جي اثنين كلينيكال كلينيكال تشيست بين وفي نفس اللحظه عنده ديبريز ستون فيكتور. امتى ما اعرفش اعمله؟ قلت اكيوس اتاك او اتاك ستونز هارت فيلير هايبرتنشن كونسول صح؟ طب بعد كده ليك قلنا بيبين ايه؟ حته ما بتتحركش اب نورمال موشن اوف مايكارديوم اسمها هايبوكاينيزي. طب بعد كده الكارديك سام بيعمل ايه؟ ساجن 201 ماله تيكن باي هيلث نوت باي سكيميك الحته السكيم اسمها كولد سبوت. طب بقى كده في حاجه كاستر جديد في حاجتين سايد اد سيبل وزن ميكانيكال اسبوسبل اور نوت صح؟
طب بقى كمان يقول لي العلاج منه، كم واحد جينا الكلام عادي او تمدين اكيد ده علاجه ازاي؟ قلت له طب واحد نيتريتو بس. بعد كده قلنا الميكانيك هنعمله ازاي؟ بيت كواه كبش عام بيت انت لو 1 او 2 اكسبت ليفت منه كونه والكبش لو طب الادويه قلت له طب واحد نيتريت كيرس بتشاي بلوكران بيتا بيتا مين نيتريت نيتروجليسين ايزوبرو ايزوبرو داينيتو سايد افكت هيديك 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 يعني ما يقول الفوكشن. قلت اللي عنده الكونة بتاعت أفل فوز واحد عنده أسيومة حصلت في القلب، ولما حصل أسيومة للأسف حصل عليها سومبس، فلما حصل سومبس خلاص الأرض اتقفل تماما، مفيش ولا نقطة دم وصل الكارديك مصر، فالعضلة ماتت، حصل انفكشن في المايوكارديوم سميته مايوكارديال انفكشن. غير هناك الأنجينا كان مجرد استروز بس، الأنجينا كان الأرض ضيق بس، لكن هنا العضله اتقفلت خالص، الاوت اتقفل خالص، مفيش ورود الدم في العضله من ده. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن اسكيميا، حصل اسكيميا صح؟ والاسكيميا عملت نيكوز، بسميها اسكيميك نيكوز اوف كارديك موسل. ليه حصل اسكيميك نيكوز؟ عشان الاوت اتقفل فجاه، اتقفل كومبليتلي دي تو سادن كومبليت بيرزيستنت اوكلوجن اوف بلاد سبلاي. يعني ايه ام اي كانت ديفيش؟ عباره عن ايه؟ عباره عن اسكيميا اديت نيكوز صح؟ حصل ليه اسكيميك نيكوز؟ ليه؟ عشان الاوت اتقفل تماما فجاه صح؟ الديفينيش عباره عن ايه؟ اسكيميك نيكوز اوف كارديك موسل ليه؟ دي تو سادن كومبليت persistent occlusion of its blood supply. then the fish عباره عن ايه؟ ischemic necrosis of cardiac muscle due to sudden complete persistent occlusion of its blood supply. ايه الاثيولوجي بتاع الام اي؟ اسمها يا عصام الاثيولوجي ونفس الانتينا بالظبط، مشاكل كونيه كلها بتعمل ام اي. هزود ايه؟ thrombosis on top of atherosclerosis. هناك كان اسيوما بس، هنا اسيوما عليها ثرومبوس بس عشان تقفل تماما، حد فاهم؟ يبقى نفس اسباب الكونيه بتاعت الكونيه بس. يعني امسك اسوار جاي الكون اللي هي سوربوس امبوليزم والحاجات دي كلها وازور عليها سوربوس انت بس الكروس. طب بالك ايه الكيميكال ريكشن بتاعت الام اي؟ واحد عنده الاوت المفروض ما فيش دم في حته ماتت صح؟ عنده شيست بين ولا ما عندوش ده؟ يبقى عنده شيست بين زي الانجينا بالظبط بس ماله اشد شويه. زي الانجينا اللي في البول ايه بقى؟ بول كده مور سيفير مور بولونجد مور جيتد. مور سيفير اشد شويه بس ميت كاشنج بين، مور بولونجد بيطول اكتر عشان الاوت مقفول خالص، مور جيتد بسبب عمليه اكتر. وبعدين نوت ريليف باي ريست او سب ليج مور نايتريت، مش هيخف بالراحه ولا حاجه لان ده الاوت مقفول محتاج اخش باستر اشيل الجلطه دي. وبعد كده نوت ريليف تو بيس فاكتور، مش مرتبط بالاكسسوار ديجو العيان نايم. ليه؟ اصل عاده يجي بسبب كل هايبر كوجي بسبب ثرومبوزس، يعني في العيان نايم يحصل استجنيشن في حساب الضغط. يبقى ده العيان عنده ايه الام اي ده؟ شيست بين زي الانجينا لكن ماله موسيفير مو بغران مو جيت. وبعدين نوت ريليف تو باي ريست او سب لينجو نايتريت جود مورنينج نوت ريليف تو بيس انتيتد فاكتور. الكومبليكيشن، ايه الكومبليكيشن؟ دي سؤال مهم قوي. قلنا بتاعت الام اي يا اما ايرلي كومبليكيشن يا اما ليت كومبليكيشن. ايه الايرلي؟ قلنا اربع حاجات من هي فاكرين لما قلنا لازم يتكلم بيقول ايه؟ لان بيقول لي صح بيقول له كفايه قرر عليا ده انت اللي فشلتني صح؟ اديتني الشوك في قلبي وفجاه قتلتني ففرقعت وفجاه قتلتني. قال له ايه؟ كفايه قرر عليا ده انت اللي فشلتني اديتني الشوك في قلبي. كفايه قرر الامر ايه مين؟ ارثميا صح؟ ده انت اللي فشلتني. القلب بيقول لي انت فشلتني يبقى حصل له القلب ده؟ هارت فيلير. اديتني الشوك حصل له شوك يا اما كارديوجينيك يا اما نيوجينيك. اديتني الشوك في قلبي فرقعت وحصل مايوكارديال رابشر وفجاه الدنيا هيحصل له سادن ديس بسبب الحاجات اللي فوق دي كلها. يبقى يا جماعه الارثميا قلت لك يحصل له كل انواع الارثميا، اهمها ايه؟ يحصل له فنتيكولار تاكي كارديا او هارت بلوك صح؟ حته ماتت من القلب صح؟ فتطلع من الجيتور تيرتين الحته اللي حواليها فتسرع تعمل تاكي كارديا صح؟ حصل هايبر اكسيتابيلتي بالمديتو او هارت بلوك. لو اتقفلت الاي في نود نفسها الليمبلس مش هتعدي هارت بلوك. يبقى يحصل له جمهور ارثميا امام في تاك وهارت بلوك. رقم اثنين يحصل له اكيوت هارت فيلير ويز نورمال هارت سايز صح؟ القلب فشل بس حجمه زي ما هو اشمعنى؟ وثالثه اكيوت هارت فيلير. لو واحد عنده كرونيك هارت فيلير قلب بقاله سنين هتلاقيه ضليتي صح؟ لكن ده حصل دلوقتي حته ماتت فما عادش قادر يكونترال فالقلب مش قادر يكون فعنده هارت فيلير بس لسه صغير لسه حجمه ما لحقش يكبر فعنده اكيد هارت فيلر ويز نورمال هارت سايز. تصوروا الاشعه تقول انا نورمال غير الهارت فيلر الكونيك بالاشعه تقول لي كده كارديميجال في كل هارت فيلر. يبقى رقم واحد ارزميا في داك هارت بلوك، رقم اثنين هارت فيلر ويز نورمال هارت سايز، رقم ثلاثه الكفايه ده. وبعد كده اديتني شوك في قلب شوك قلت لك يا اما كارديوجينيك شوك يا اما نيوجينيك شوك. نيوجينيك مين الحلو؟ قلت نيوجينيك حلو قوي والكاري وحشه. مش معنى النيوجينيك، النيوجينيك حلوه ليه؟ لانها حصلت بسبب السيفير بين، السيفير بين شغل الفيجا، لما اشتغل الفيجا عمل فازو دايلاتيشنز وبرادي كارديا فقفل في شغل. حلها ايه؟ حصل بسبب السيفير بين صح؟
هضيع بنت خلف الشوك اديله مسكن هيشوف في المستشفى تبقى ساعه تقول بعد ثلاث دقائق يبقى يقول لك حصلت ازاي قلت لها سيفير بين ادى الى فيجال ستيموليشن يشتكي من ايه؟ اي شوف فيها هايبو ولا هايبو هايبو تنشن تنشن ولا بادي كارديا قلت لها فيجال فيعمل بادي كارديا صح ولا تعالج ازاي تفتحها حصل بسبب البين علاجها ايه؟ اديله مورفين انالجيزك صح ولا برضه لو بيعملوا بلد بنص طب الكارديوجينيك شو وحش قوي صح كارديوجينيك قلت لك يعني معظم يعني قلب خلاص القلب معظمه مات ماسيف انفكشن فما عادش هيدي دخل فحصل له هارت فيلير وبالمونري ديما ما عادش بيدخ دم خالص حلها ايه قلت لك اللي حصل له كارديوجينيك ده القلب ما عادش يدخ معناها القلب خلاص مات عاوز ترانسبلانتيشن حلها ايه قلت لك ما عادش يدخ فحصل له بالمونري ديما في اللنج عشان ما في اللنج اعالج بالمونري ديما وكمان قلت لك اعمل له حاجه اسمها انت روتيك بارن كاونتر بالسيشن صح ازاي قلت لك انا مش قادر ادخ خالص بخش بيدخ كده قليله قوي خلاص كاوجين شوك بيدخ مثلا 10 سم بيلق كده ال 10 سم مش واصل لاي حاجه قلت لك بحط بالونه هنا اشمعنى انبوبه كده بالكاستر فيها بالونه هو دخل 10 سم وقفل الفالف او هنفخ البالونه هتعمل البالونه تروح معليه هنا البريشر صح فال 10 سم يتوزعوا على البين والكدن وكل حاجه فحافظ على الاوردر وال 10 سم يخشوا كمان على الكاوديك مصر يحموها من فوق كمان بعد كده ما هو كل ما يجي يدخ انا هول البالون عشان افتح قدامه الطيب بعد ما يدخ ويقفل الباب وهنلف البالون فعلى البشره فوزع الدم ده اسمها انت لو ادي البالون كاونتر بوزيشن شغال عكس القلب هو يدخ هي تهول هو ريلاكس هي تدخ صح يبقى الكارديك حصل سبب معناها حصل معظم القلب مات صح ماسيف انفكشن الكارديك معناها ماسيف انفكشن اكتر من البيف في الكارديك مصل مات ادى الى سيفير بامب فيلير اند بالمونري ديما يعني كارديك ثاني ماسيف انفكشن ادى الى سيفير بامب فيلير والمونري ديما علاج الكتريك مش بدأتها شوك يعني عنده هايبر ولا هايبو هايبو تنشن تك ولا بادي اي شوك عندك كارديك دي الوحده اللي كفايه بعيد عشان دي نيوجينيك فيها علاجها ايه دي كان انا نفسي كان دي قلب مات صح عامل ايه علاج بالمونري ديما الاول يبقى تيجي تبقى المونري ديما صح بالديجيتالز والدايريتك والديجيتالز دايريتك دايريتك صح واعمل ايه احط بالونه جوه القلب كده عشان يعيش لحد ما اغير القلب دي حاجه مؤقته لحد ما اجيب القلب اعمل ايه حاجه اسمها انت اورتك بالون كاونتر بالسيشن صعب الكلام ده يبقى رقم واحد قلت رقم واحد اريزميا فيتك هارت بلوك رقم اثنين هارت فيليا وزنوم هارت سيلز رقم ثلاثه شوك يا كارديو نيو نيو حاصل سبب نيوجينيك سي في بين ادي لفيجل فيجل بيكشر هايبوتشين وبادي علاجها مورفين طب والكارديو حصلت ليه ماسيف انفكشن ادي لسي في بومب فيليا حصل هايبوتشين واحد تاكي كارديا علاج ايه؟ علاج البالمونه دي مود ايه؟ حط انت اوردك بقى كاونتر بوزيشن طب بعد كده ايه كمان؟ انت ده انت اللي اديت الفراتور هي ماي كارديو رابشر صح؟ حصل ماي كارديو رابشر ازاي؟ قلت لك لو حصل انفكشن الحته دي بقت قويه ضعيفه؟ ضعيفه ممكن ترابشر صح؟ ممكن يحصل انفكشن في الول هنا او في السبتم هنا او في البابيليا المصري اللي ماسكه المايتر فالف دي رقم واحد لو حصل رابشر في الول لو رقم واحد رابشر الول رقم اثنين لو رابشر السبتم رقم ثلاثة لو رابشر البابيليا المصري لو الول هو رابشر يعمل ايه؟ الدم هيطلع من القلب لبره صح؟ فيعبي في البريكارديال سيل صح؟ فيحصل انفيوجن كده فالبريكارديال يتملى دم فيفعص القلب في النص فالقلب هيموت اسمها بريكارديال كامبونات صح؟ يبقى لو رابشر الول ده هيملى دم من بره صح؟ بلاد فيلز بريكارديال يؤدي الى كارديال تامبونات رقم اثنين لو رابشر السبتم ده الدم هيعدي من هنا حصل بي 3 صح؟ حصل اكوايرد ولا كونتينيتال اكوايرد بي 3 لو رابشر البابيليا المصري قلت لك الفالف كان بيفتح بيقفل كده ليه؟ كان في حاجات ملجمه للفالف من تحت صح؟ دي لو رابشر حصل فيها فانكشن الفالف يرجع بالعكس يحصل له اكيوت مايتر انجيش اكيوت مايتر انجيش صح؟ يبقى ما يقدر رابشر ولا رابشر دول يحصل ايه؟ يحصل كاري كمبونات السبتم بي 3 البابيليا المصري قلت يحصل اكيوت مايتر انجيش طب اخر حاجه قلت لك ممكن يحصل له شويه ايه؟ دراي بيري كاردايت صح؟ ممكن يحصل له انفيشن في البريكارديوم قلت لك لو حته ماتت من القلب البريكارديوم ده هيحصل له هيتعاطف معاها لو حته ماتت هتطلع يوتيوب تقدر بالبريكارديوم تحصل له كده يبقى ايه اللي عندي كومبليكيشن تاني؟ رقم واحد اريزميا فيليا في داك هارت بلوك رقم اثنين اكيد هارت فيليا مش سامع وزنوب من هارت رقم ثلاثة يحصل كمان قلت لك شوك يا كارد جينيك يا عم اليوم جينيك لو حاجة كمان يحصل لهم ماي كارد يلعب في ذا الوول يا سبتة لو انا مصر صح بعد كده صار الناس بسبب كل اللي فات صح طب ايه الليت كومبليكيشن بقى مين هي الليت كومبليكيشن؟ الليت كولد الليت يعني حصل بعد الانفكشن صح؟ وكنا بنقول ايه بقى؟ قلنا الليت دي حاجات ما بعد الانفكشن بنسميها كده قلنا ما بعد الانفكشن سندروم او انجاينا صح؟ ثم انيوريزم او ثرومبو امبوليزم صح؟ كلمه ما بعد الانفكشن يعني ايه بوست انفكشن صح؟ بوست انفكشن قلت لك ايه؟ ما بعد الانفكشن سندوم او انجاين ثم انيوريزم او ثرومبو دي كلها ليه؟ ما بعد الانفكشن يعني بوست انفكشن سندوم بوست انفكشن انجاين ما بعد الانفكشن سندوم او انجاين بوست انفكشن سندوم بوست انفكشن ثم انيوريزم مايكاردايتس او ثرومبو دي كلها ليه؟ ايه اللي رقم واحد بوست انفكشن سندوم رقم اثنين بوست انفكشن انجاين رقم ثلاثه مايكاردي انيوريزم صح؟ واخر حاجه ثرومبو امبوليزم صح؟ رقم واحد بوست انفكشن سندوم حصلت ازاي؟ قلت لك بقى عن اوتو مين فينومينا لما حته ماتت من القلب
فالبروتين بتاعها شكله اتغير، فالجسم بدا يكون انتي بريدر بالحته اللي بيضرب كل اللي شبهها. فالانتي بريدر بتضرب مين؟ بتضرب البريكارديا بتعمل بريكارديتس، والبلو بتعمل بلوسي، واللان بتعمل يوماتس وشويه فيفر، عشان عملت تعمل دامج فيطلع سايتوكاينز. تحصل زي اوتو ميون فيوم. يبقى بوست انفكشن زون بسميها دريزلر سندروم. عباره عن ايه؟ عباره عن اوتو ميون فيوم، حته ما تتفتش بتاعها اتغير، فالجسم بيعملها انتي بودي. عباره عن اوتو ميون فيوم اجينست نيكوتيك تيشو، تحصل في خلال 4 اسابيع و 4 ويكس، ويحصل فيها اربع حاجات. ايه؟ لو انت بتقولي هاجم اربع حاجات، طب امال يعمل ايه؟ بيلوريسي، وبعدين بيريكاردايتس، نيومونايتس، فيفر. يحصل ايه؟ قلنا عباره عن اوتو ميون فيوم اجينست نيكوتيك تيشو، تحصل افتر ويزن 4 ويكس، ويحصل اربع حاجات: بيكارديتس، بيلوسي، نيومونايتس، فيفر. اعالجها ازاي؟ مش ده اوتو ميون قد ايه؟ اعمله سباس زي الكورتيزون. اوتوميت بوست انفكشن انجينا، جاله انفكشن بعدها بشهر جاله انجينا. ليه؟ ما عنده اسيروسكلوز، عنده فيسل ثانيه بايظه، صح؟ دي تو افكشن افكتد اذر كورنر او افكشن اوف اذر فيسلز. بعد كده مايكارديا انوز بيحصل ليه؟ قلت لك لو حصل انفكشن الحته اللي فاتت كويره ضعيفه، لما الارض يجي كونتاكت الحته دي تعمل بلج لبره، تطلع لبره، تعمل حاجه اسمها مايكارديال انيوز، صح ولا؟ ساعتها ليه عنده كام ايبكس؟ ايبكس ولا اثنين ايبكس؟ هنا ايبكس وهنا ايبكس، عنده دبل ايبكس، صح ولا؟ وعنده الاس تي، فضل عنده ام اي، ده عنده ام اي، بيبقى عنده حاجه اسمها اس تي ليفيشن. يعني ايه؟ ما هو الهول كله مات كده، صح؟ الهول كله مات كده، فالتهابه ماشيه من الهيلث لمين؟ الاسكيميك، صح؟ فالاربع تبعد عن ليه؟ في الاس تي ليفيشن. المفروض بعد اسبوعين تختفي الاس تي، كانت اليفيتد بعد اسبوعين ترجع نورمال، هيتحسن. لكن لو عنده انيوز تفضل الليفيتر على طول. ليه؟ تفضل الكهرباء ماشيه على طول في انيوز من كده، في اتجاه مين بقى؟ اللي يبقى عنده بريزيستنت اس تي اليفيشن. يوم ماي كارد انيوز بعرفه ازاي؟ بعرفه حاجه كلينيكال، احس عنده هنا ايه؟ دبل ايبكس، او حاجه على الاي سي جي اللي عنده بريزيستنت اس تي اليفيشن، المفروض انها ترجع نورمال تاني بعد اسبوعين من العلاج. بعد اسبوعين ما رجعتش اقول انت جالك ماي كارد انيوز. ايه مشاكل الانيوز ده؟ قلت لك رقم واحد ممكن يرابشر، يحصل حاجه اسمها رابشر انيوز، صح؟ رقم اتنين كل ما الهارت يجي كونتاكت نص الدم بيطلع هنا ونص بيروح هنا، فبيضخ هنا كميه قليله، يبقى عنده حاجه اسمها ريفراكتري هارت فيلير، يبقى رابشر انيوز وريفراكتري هارت فيلير. يتجمع فيها شويه دم كده في الانيوز ده فيعمل اتشال وول، يحصل له حاجه اسمها ريكارنت اريزميا او ريكارنت امبوليزم. يبقى هنا شكله اربعه قضيه: ريفراكتري هارت فيلير، ريكارنت اريزميا، ريكارنت امبوليزم، ورابشر انيوز. صح؟ يبقى رقم واحد عنده ايه؟ قلت رقم واحد كليت عنده بوست انفكشن سلوب اوتومين ضد اربع حاجات في اربع اسابيع، تعمل بيكارديتس بيروسيومونايتس فيفا. رقم اثنين بوست انفكشن انجينا بسبب اذر كورنر افكتد. طب بقى كده يحصل لي كمان مايكارد انيوز، بعرف ازاي؟ كلينيكالي عن دبل ايبكس اي سي جي بريزستنت اس دي، هما شكله يحصل افكت هارت فيلير، ريكارنت امبوليزم، ريكارنت اريزميا، وابشر انيوز. صح؟ طب بعد كده الحل اشيله واعمل انيوزميكتومي. طب بعد كده اخر حاجه يحصل ايه؟ قلت ما سندروم او انجينا سومانيوزم او سومبو امبوليزم. اخر حاجه يحصل ايه؟ سومبو امبوليزم. قلت لك ممكن لما حصل انفكشن بقى في حته رف في الهارت، حته خشنه شويه، تجمع عليها سومبس، دي اسمها ميول سومبس. اسمها ايه؟ ميول سومبس. على الحته دي كده او العام الاعلى في سي فتره طويله يحصل له سومبس في اللي هو حاجه اسمها دي في تي، صح؟ يبقى سومبو امبوليزم يعني ميول سومبس، عشان بقى عنده انفكتد اريا فبقى فيها رف سيرفيس، الحته دي بقى رف يتجمع على سومبس، او يحصل له دي في تي، دي فينا سومبس. ليه؟ يوتيوب بولونجد ريكامبنسي نام سيف في كتف السرير، فعشان هي بقى له فتره حصل له دي في تي. صعبه. اخر حاجه يحصل له حاجه اسمها فروزن شولدر، يعني فروزن كتف، يعني يبقى مخشب شويه عشان البنك كان مسمع في كتفه، فكان خايف في كده حاره في كتفه، فيحصل له انفكس ارتيريال سبازم وبوز كروسكشن، يحصل له شويه فيبوز في المصل، حل شويه علاج طبيعي. ايه اللي كومبليشن تاني؟ بوست انفكشن سدوم، بوست انفكشن انجينز، مايكارديال انيوزم، وثرومبو امبوليزم. صح؟ هو الانفكشن اصلا من اول الجفش عباره عن ايه؟ يعني اسكيميك نيكوز اوف كارديك موسل ديو تو سادن كومبليت بريزستنس اوف كلوجر فيتس بلاد سبلاي. صح؟ طب اللي تقول جونا زي الانجينا كانت كورنيا بس بزود ثرومبوز وانتوفاسيال سكلوز. صح؟ طب لكن كانت زي الانجينا جست لكن ماله بقى؟ مور سيفيز مور دراجي مور ديك. صح؟ نوت ديد باي اصاب لينجوال ميتيد بعد كده نوت ديد تو بيس. صح؟ طب بعد كده ايه اللي كلينيكال بيك؟ ايه الكومبليكيشن؟ ايه اللي ويت؟ ايه اللي حصل ايه؟ اريزمي اكيوت هارت فيلير وزيرو مان سيرف. صح؟ بعد كده شوف بيوزيلك كوديزيلك، بعد كده مين كمان؟ مايكارد الانش او سنبس. طب اللي بوست انفكشن سلوب، بوست انفكشن مايكارد الانش او سنبس. بعد كده ايه الانفستيشن؟ ممكن اشخص بقى حاله ام اي، قلنا اي عيان في الكارديو متشخصه ازاي؟ قلنا 2 اي و2 سي وما بينهما اكس اي. صح؟ 2 اي اللي هم مين؟ اي سي جي و 2 اي اللي هم مين؟ اي سي جي و اي و2 سي اللي هم مين؟ اكس
كودكس كان واه كاست رقم واحد. كودكس كان بدي بحقني كودكس كان مش انا لو حقنت ثانيه 201 هتوصل صبغه ولا لا؟ مش زي الانجينا برضه في حته سكيم مش هتقدر. يبقى ثانيه 201 مانو اوتيك بايزون بس كمان بكود سبوت صح؟ طب وبعدين عشان في حته سكيم مش والله ده حته مش وصلها كام في كود سبوت. قلت ممكن احل ماده ثانيه تمسك في الحته اللي بس صح، ماده اسمها ديفينيشن تمسك في الحته اللي كودك بس فتدي كود سبوت صح، حته بس اللي فيها السبب اسمها ديفينيشن ليها كود سبوت. يبقى احل ماده اسمها ديفينيشن تدي حاجه اسمها كود سبوت. طب بقى الكامل كمان الكاست بقى موسع بقى الكون بعمل انجيو بلاست صح ولا موسع بيه؟ طب بقى الاي سي جي الايكو بعمل بيه هيبان حته بتتحركش مش حته ميته ابنورمال موشن زي هناك اوف ماي كارديو. هناك بمعنى هايبوكينيزيا هنا حته ميته خالص ما بتتحركش خالص يبقى ايه كاينيزيا صح ولا؟ طب الاي سي جي قلت نوعين هنعمل ام ار يا اما نوع اسمه ستيم يا اما نون ستيم. الستيم يعني ما اس تي اليفيشن مع اس تي اليفيشن اللي هو مين؟ قلت لك اهو حته ميت بقول كله ميت كده فالكهرباء مش بتنزل الستيم في دي اس تي اليفيشن. والنوع الثاني كان مين؟ كان نون ستيم يعني ايه؟ يعني الحته اللي ماسكه جوه سابت بكوره زي الانجينا بالظبط فكان اس تي ديبريشن. حد فاهم حاجه؟ يبقى النون ستيم ده زي الانجينا ديبريس دي سيجمنت وانفيتد تو ويف. طب الستيم اسمه اس تي اليفيتد صح؟ او اسمه باثولوجيكال كيو عشان عنده ايه؟ عنده اليفيتد اس تي سيجمنت صح؟ وعنده حاجه اسمها باثولوجيكال كيو ويف الكيو عاليه شويه. طب اعالج العيان بتاع الانجينا ازاي بقى؟ بقى اخر حاجه بزود مين؟ نوتين اي تنسي بزود احلى سي كمان اسمها كاردياك انزايم. مين الكاردياك انزايم؟ قلت مين هي؟ رقم واحد سي بي كي وسي بي كي ام بي. رقم اثنين حاجه اسمها ال دي اتش وبعدين التروبونين مايوجلوبين. رقم واحد قلت سي بي كي كيراتين فوسفوكينيز او كيراتين فوسفوكينيز ام بي يعني مايكارديال بان. مين اللي سبيسيفيك ده ولا ده؟ اكيد ام بي مايكارديال بان صح ده سبيسيفيك. لو قال لك موست سبيسيفيك انزايم ام سي كي تقول ده ده سبيسيفيك انزايم. بيانو بعدين اثنين قلت اثنين دول بيزيدوا بعد عدد ساعات النوم في الانسان الطبيعي اللي هو كام ساعه؟ 4 ل 8 ساعات. بيانو بعد 4 يخطب بعد 8 ساعات. طب ال دي اتش قلت لك مالناش دعوه بيه صح؟ طب المايوجلوبين قلت المايوجلوبين بالام. المايوجلوبين يعني ايه بيظهر امتى؟ من البدايه اول واحد يعني من 1 ل 4 ساعات صح؟ طب بعد كده التروبونين قلت التروبونين هطرح دول واجمع دول هطرح تحت يدي كام؟ 3 واجمع فوق من 3 ل 12 يظهر بعد 3 ل 12 صح. موست سبيسيفيك كنا مين؟ توبونين. ده موست سبيسيفيك انزيم هو ده ام بي ده انزيم موست سبيسيفيك بروتين او باي ماركر هو توبونين خلاص. يبقى سي بي كي من الاثنين بعد 4 8 بقى مايوجلوبين من البدايه 1 ل 4 توبونين قلنا 3 ل 12 صح. يبقى ايه الانفستيجيشن؟ قلت زي الانجينا بس زودنا مين؟ زودنا مين بعد غير الانجينا؟ زودنا كارديك انزيم صح سي بي كي سي بي كي ام بي بعد كده توبونين مايوجلوبين. ممكن عليك بقى حاله امراض ما عليكش قلت رقم واحد بيه هوسبيتال قبل المستشفى بعمل ايه؟ رقم اثنين هوسبيتال في المستشفى او رقم ثلاثه بوست هوسبيتال صح؟ قبل المستشفى بعمل ايه؟ هسيبه في الشارع ولا هديه المستشفى؟ قلت ننقله المستشفى نديله امل في الحياه ننقله نعمل هوسبيتاليزيشن نديله امل في الحياه ازاي؟ احط له اوكسجين ماسك صح؟ واعالج الاوريزميا صح؟ هديه لوكين واتوبين صح؟ اتوبين ليه؟ عشان عنده تاج هيلث بلوك صح ولا لا؟ واديله لوكين ليه؟ عشان الفيتاك فيتاك كارديو. يبقى رقم واحد ننقله المستشفى هوسبيتاليزيشن نديله امل في الحياه نعمل ايه؟ نديله ثلاث حاجات اوكسجين ماسك اوكسجين ثيرابي وعالج الازمات اللي بتمر في الطريق. الفي تاك اديله دوكين والهارت بلوك اديله اتومي. طب وصلنا للمستشفى هوسبيتال بعمل ايه؟ قلت لك بعمل خمس حاجات ايه هما؟ قلنا نريح ناكل ندلع دول مش مهمين اهم حاجه ندوب نقسطر صح ولا؟ نريح ناكل ندلع ندوب نقسطر. نريح العيان يعني ننفس العيان تعبان يبقى بيد ريست صح ولا؟ ناكل العيان ياخد وجبات صغيره ولا كبيره صغيره؟ لايت فريكونس مين وافويد كونستيبيشن. ندلع العيان نديله شويه مسكنات بقى شويه مورفين صح؟ شويه نيتروجليسين عشان يخف الالم شويه اسبين واس انهبيتور مورفين نيتروجليسين اسبين اس انهبيتور مورفين نيتروجليسين اسبين اس انهبيتور. طب بقى كده ندوب باهم واحد عاوز ادوب جلطه ادي حاجه اسمها ثرومبوليتيك سيرابين. هم ثلاث ادويه ستريبتوكينيز يوكينيز تي بي تيشو بلازميشن اكتيفيتي. قلت كل ما استخدمها دلوقتي كل ما تيجي تبقى اعلى صح؟ ذا ايرليير يوز ذا جريتر ذا بينيفيت صح ولا؟ ستريبتوكينيز يوكينيز تيشو بلازميشن اكتيفيتي صح؟ قلت ما ينفعش استخدمها انت في الناس اللي عندها هيموش وانا عنده اورتيك دايسكشن وانا عنده ريسنت سيرجري بيبتيك انسر لان غيرها تعمله بي انتنس خلاص. يبقى ايه الاسامي المستشفى؟ قلت بالريسك بقت فيكونت ندلع على مورفين نيتروجين وبعد كده اسي وانتي بيتيك بعد كده كمان ندور على حاجه سون بوليتيك ازاي ستريبتوكينيز يوكينيز تي بي احسن واحد تي بي عشان ده سبيسيفيك على المكان اللي فيه السون بس صح. بعد كده اصلا اعمل له انجيو بلاستي اوسع بالاصلا. طب بعد كده بعد المستشفى اعمل ايه؟ A B C D الايه دي ادي اس انهبيتور واسبرين صح؟ والبي ادي له بيتا بلوكر وبلاد بريشر كنترول والسي كوليسترول كنترول صح؟ والدي دايت كنترول ودايابيتس كنترول والاي اعمل له اديوكيشن اعرف معلومات عن الانجينا والام ار.
اسمع اللي بقوله انا برضه. الديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت تشست بين، سؤال ديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت تشست بين، قلت لك يا كمان هات القلب الاول حاجات في الهارت، وبعد كده في اول طالع وهنا في بالمونري يوصل للنج صح. اللي بيعمل اكيوت تشست بين قلت لك من بره لجوه، كمان هات الهارت كله، او كمان هو عنده اكيوت بيريكاردايتس، او كمان هو عنده سكيميك هارت ديزيز يا ام ام انجينا يا ام ام انجينا ستيبل يا ام ستيبل. طب بعد كده طلع اول طالع عنده حاجه اسمها اورتيك دايسكشن. طب البالمونري هو عنده بالمونري امبوليس ما فلان عامل نيوموسوكس اللي يعمل اكيوت تشست بين، اول حاجه عنده بي اكيوت بيتايتس واسكيميك هارت انجينوم ماي. بعد كده امسك الاول تاوت ديسيشن، امسك البالمونري بالمونري امبوليس، بعد كده لانج نفسها نيوموسوكس. خلصنا. ممكن اسمع ليه ماي تاني كله عباره عن ايه؟ اسكيميك من جوه صح ولا لا؟ تقول لنفسك كمان زود ميسو ايه كده مش ايه الكومبليكيشن الاي ال دي ما عايزينه كده رقم 2 شوف يا ما يقدر شو يا ستم يا وول يمين كمان بيعملها موصل الستم يعمل في السري الوول يعمل الوول عمل الكادر التمبونات صح بيقولها موصل يعمل اكيد ما طبعا كده كمان بعد كده صدر بس طبعا كده ايه اللي تكون ملكشو اللي من هي بوست انفكشن بوست انفكشن ما يقدر ادمير سومبو امبوليس. طبعا في ايه الانفستيجيشن يا جماعه؟ قلنا 2 اي و2 سي وبرامكس اي سي جي عنده ايه ستيمولس، الستيم عنده ايه اس تي ليفيشن وباثولوجيكال كيو والنون ستيم زي الانجينا. طب ليكو نعمل ايه لينا في ليكو؟ ابنورمال موشن اوف مايكارد اسمها ايه كاريزيا. طب الكارد اكسين قلنا سالي مدي كولد سبوت والتكنيشن مدي كولد سبوت. طب اخر حاجه قلنا مين بقى؟ كارد كان زميل هي رقم 1 سي بي كي بعد كده ايه ديش بعد كده. طب مين يعالج ازاي الكلام ده؟ ناخد ايه هل فاهم ولا انا مسامع ولا انا مهدي ولا ايه؟ خدنا الهايبر تنشن وخدنا الستيم كوليت انجينيرنج موي صح؟ تعال نخش على انفكتيف اندو كوليتس. انفكتيف اندو كوليتس احنا طبعا متفقين احنا ثلاث حصص، كل حصه نمتحن على الحصه اللي قبلها ماشي؟ مش لازم هو يبقى كل حصه يعني الحصه الجايه ان شاء الله نمتحن على الحصه اللي قبلها اللي هو الحصه الجايه نمتحن على كاردي وبلاد ونص خمس ان شاء الله خلاص اليوم الاثنين ولا حاجه ان شاء الله ان شاء الله هيجي بقى. انفكتيف انه كارديت انت اعلى باذن الله. هو انا مضطر اوصل صوتي هناك عشان تسمعني؟ لا تعالي قولي هنا عندي. انفكتيف انه كارديت يعني ايه انفكتيف بسرعه كتير معايا؟ يعني ايه انفكتيف اشرح نفس الطريقه ولا زرع سنه؟ لا مش عارفه اصغر شويه صح؟ نفس الطريقه شويه المفروض الهارت بتاعنا كان الكارديال سيرفيس من جوه الميول سيرفيس كان سموز، يعني الكارديال كان سموز جدا وعشان كده سموز ما كانش فيه زي في بلد ولا حاجه. ايه اللي حصل؟ واحد مثلا حصل له مايكارد انفكشن، فلما حصل انفكشن الحته دي ماتت، فالحته اللي ماتت بقت ايه؟ بقت رف شويه. لما تبقى رف بالشكل ده كده يحصل لو حته حصل انفكشن بقت رف ايه المشكله اللي فيها؟ ينزل عليها شويه بليت، يحصل بليت ريجريشن ينزل عليها سوبر بس كده. دلوقتي السومبس دي موجوده هي دلوقتي سيب اسيبتك سومبس، يعني سومبس بس مش فيها بكتيريا. المشكله السومبس دي شقه فاضيه ما مستنيه اي حاجه، بقى تيجي لعند مثلا هو بيغسل سنه مثلا داخل البكتيريا، هو بياكل حونه داخل البكتيريا بالدم، البكتيريا همشي عملت ايه؟ لقت في سومبس هتقعد جواه. لما البكتيريا قعدت جوه السومبس بقت سيبتك ولا اسيبتك؟ بقت سيبتك سومبس. دي اسمها فيجيتيشن. الفيجيتيشن دي مقنبله موجوده قاعده جوه القلب عماله تتكسر وتتقطع حته مش في الدم، كل حته تقطع منها تمشي في السيركيشن تعمل ايه؟ لو واحد اللنج مثلا الحته دي عباره عن سومبس تقفل الحته في اللنج فتعمل امبوليزم وجواها بكتيريا فتعمل انفكشن نيمونيا، راحت على البرين تشتغل كسومبس تعمل ستوك وجواها بكتيريا فتعمل انجلز فتملى الجسم كله اي مكان يحرق حته من الفيجيتيشن يحصل لها امبوليزم او يحصل لها انفكشن يحصل لها انفكشن كل الجسم على كده. فعشان كده عمال يوزع على كل حته، تلاقي شويه حصل له ستوك يوم ثاني حصل نيمونيا يوم حصل له بلاينز يوم حصل له ده مش كله فوق عمال يبوظ. يبقى ديفينيشن قلت انفكشن في الكارديوم. ايه الايتيولوجي؟ عشان يحصل الكلام ده حصل ازاي؟ انا قلت لك حصل ده كاردياك ده مش كان عنده انفكشن ليه؟ عشان يبقى عندي رف سيرفيس. يبقى رقم واحد عشان تحصل لازم يكون في كاردياك ده مش في كاردياك ليجن حته عامله رفنس. رقم اثنين لازم بعدها يحصل ايه؟ ما الحته اللي عليها رفنس دي جت عليها سومبس، بعد السومبس يحصل لازم يحصل جواها بكتيريا يجي جواها انفكشن عشان تبقى انفكتيف اندوكاردايتس. هي
الديفينيشن بتاعها قلت انفكتيف اندوكلايز يعني عنده اندوكلايز يعني عنده كارديو ديفينيشن وعنده فوق مين حصل انفكشن يبقى الاثيولوجي حاجه من الاثنين يا اما رقم واحد انفكشن يا اما رقم اثنين عنده ايه كارديو ديفينيشن حاجه عامله وفنس انفكشن زي من كل انواع الانفكشن رقم واحد جرام بوزيتيف رقم اثنين جرام نيجاتيف صح رقم واحد جرام بوزيتيف زي من ستيبتيفيدنس وستيبتيفيكالز ستيبتيفيدنس وستيبتيفيكالز الستيبتيفيدنس دي موجوده من البكتيريا اللي اسمها فيردنس دي بكتيريا عايشه معانا ككومنسر في الماوس لو دخلت الدم بقى من الماوس تخش الماوس امتى واحد بيكسر سنه مفروش تسنه ناشفه قوي او بيخلع سنه في البكتيريا دخلت انت لو نورمال عادي مش تعمل عندك حاجه بكتيريا وتخف لكن مشكله هتخش عنده البكتيريا هتلاقي عنده كارديوفيجن في سوبس على جواها بقى ديفيجن مش كده الدكتور اسلام بيسال عنه بيجي له حقنه وقتها قبل ما مش كده بيجي له حقنه في انتي بيتري يبقى رقم واحد اللي جنبه ستيبتي ستيبتيفيرنس وستيبتيفيكالز ستيبتيفيرنس احسن انت قلنا اكثر حاجه مع التوس اكستراكشن صح او التوس برشن البوست كومن بوز ام اس كيو اشهر نوع ستيبتيفيرنس رقم اثنين ستيبتيفيكالز احسن انت فيكالز يعني جاي من كلمه فيز حاجه في الجي اي تي واحد بيعمل منظار فالدكتور راح معور يقول كده بالمنظار فالبكتيريا دخلت تحصل مع الجي اي تي بروسيجر يبقى رقم واحد اول حاجه اسمها انفكتيف اندوكلايز تحصل ازاي يا انفكشن يا اما اندوكلايز يعني كارديال جي انفكشن مين قلت ستيبتيفيرنس وستيبتيفيكالز ستيبتيفيرنس حصلت امتى مع التوس برشن التوس اكستراكشن ستيبتيفيكالز مع جي اي تي بروسيجر رقم اثنين تحصل مع حاجتين ستاف ايه هم الستاف ستاف اوس وستاف ابيديمينز واحد عنده ستاف على السكن صح وبيعمل كاستر مثلا الدكتور بيخش بالاستر ما عقمش ما عقمش الجلد فالبكتيريا داخله وماشيه وسط لحد القلب لما وصلت لحد القلب بقى عنده كارديا كيشن هتقعد جوه يبقى ستاف اوس وبريز تحصل امتى اثناء الكارديا كاسترايزيشن طب ايه كمان انت كمان تحصل مع الجام نيجاتيف بالدر بقى طبعا جام بوزيتيف رقم الجام زي من الجام نيجاتيف حاجه زي الاتش انفلونزا هيموفيلس انفلونزا كليبسيلا سودوموناس بوتيس اي بكتيريا او اذر زي مين زي الفانجل انفكشن صح والكلاميديا والحاجات دي كلها يبقى طبعا عشان يحصل لازم انفكشن او كارديا انفكشن ازاي قلت جام بوزيتيف ستيبتيفيلز مع الكارديا كاستريزيشن صح مع الستوس اكستراكشن وستيبتيفيكالز مع الجي اي تي بروسيجر زي المنظار اندوسكوب رقم اثنين اف او ستيب او سوبريز مع الكارديا كاستريزيشن طبعا كده جام نيجاتيف زي مين هيموفيلس انفلونزا كليبسيلا سودوموناس اخر حاجه اذر زي الفانجل والكلام والثالث اخطر حاجه الفانجل ليه عشان يكون حصل له فانجل انفكشن وعمل عنده فيجيتيشن معناها عنده اميونو كومبرومايز الفانجل اميون اورجانيزم ضعيف او يشتغل لو كان عنده مناعه ضعيفه يبقى رقم واحد حصل انفكشن الشوط الثاني يحصل ايه احنا قلنا شوطين رقم واحد حصل انفكشن الشوط الثاني عشان يحصل لازم يكون فيه كارديفيجن عنده كارديس يعني عنده كارديفيجن ايه الكارديفيجن ثلاث حاجات يا اما عنده فانجل هارت ديزيز يا اما عنده كونجنتال هارت ديزيز يا اما عنده مايوكارديال انفكشن يبقى الباب ثلاث حاجات مايوكارديال انفكشن فانجل كونجنتال مايوكارديال انفكشن ازاي قلت لك لو في حته ما ميته في 2000 انفكشن حته دي هتتاخر اسموز هتبقى لما تبقى في يرجع لها سومبس بقت سومبس المفروض بقى احميه من الانفكشن لان لو حصل انفكشن بقت فيجيتيشن حد فاهم حاجه في الاول كانت سومبس اسيبتك سترايب لو حصل له انفكشن بقى على طول عشان كده اللي عنده كاردياك دامج ده او عنده انفكشن او سومبس في القلب بقول له خلي بالك حاول بقى ما تغسلش اسنانك جامد قول للدكتور السنه قبل ما تعمل عقم مكان الحقن عشان لو دخل اي بكتيريا هتقعد هتبقى فيجيتيشن يبقى رقم واحد كاردياك ديزيز رقم واحد مايكارديال انفكشن رقم اثنين فالفر او كونجيتال هارت ديزيز كل الفالفات تعمل اي فالفر هارت ديزيز زي مين مثلا اورت كيرجيش مايت كل الفالفات بس اقل واحد هو مين اقل واحد المايتر ستروز اي واحد عنده فالفر هارت ديزيز اللي عنده الجيش ده المفروض مثلا المايتر فالف ده يعمل ازاي اورت فالف هو المفروض يفتح لفوق كده يفتح كده يفتح طلع الاوتو ويف يفتح يقفل لو عنده ايجاج في الفالف طالع نازل فالدم عمال يخبط طالع نازل طالع في الفالف فيعوض بيعمل انجري في الفالف فيبقى عنده نفس سيرفيس بقى بيتكون على سول صح ولا لا كل الفيرت بسالهم اقلهم هو مايتر ستروز اشمعنى مايتر ستروز قليل عشان مايتر ستروز ده بيبقى فيه فايبروزس والدم المايتر بيفتح من فوق لتحت الاتيا والفنتريكل صح بس بيفتح بيتيا كونتكشن والاتيا كونتكشن ضعيف فمش هيزق الفالف مش هيزق الدم جامد مش هيعور الفالف حد فاهم حاجه يبقى كل الفالفات اهمهم اقلهم مايتر ستروز طب بعد كده كونجنتال هارت ديزيز كل الكونجنتال صح زي الفي اس دي والبي دي اي كل حاجه اقلهم منهم نو اقلهم البي دي اي اللي عنده في اس دي مثلا بيحصل ايه اللي عنده في اس دي انا عنده في ثقب كده في الوول هنا كده حته كده فالدم اصبح بيعدي في الحته دي من هنا لهنا صح بيعدي بهاي بريشر من الفنتريكل ده للفنتريكل ده كان عنده ثقب صغير فالدم يعدي من ثقب صغير يخبط في الول ده كده كان ماسك خرطومه وسلطه على الحته فهعمل انجري هوقع حته بحته لو وقعت حته تبقى رف هتلاقي بقى شويه قاعد فيها بقى شويه حشوات وشويه حاجات ده سومس فاللي عنده اي كارديك ليجن فالفلا كونجنتال هيعدي الدم جواها حاجه بتعمل تيرمنس خلل في الدم فالدم يمشي كده يخبط هنا يعمل انجري اقلهم هو الاي اس دي اقل فالفلا هي كل الفالفلا بتعمل في اس دي وبي دي اي اقلهم هو الاي اس دي اشمعنى اللي عنده اتيال سته ديفكت عنده ديفكت هنا الدم بيعدي من هنا لهنا عن طريق مين اتيال كونتراكشن والاتيال كونتراكشن ضعيف اصلا البيشر بينهم مش كبير حد فاهم حاجه فما يحصلش انجري يبقى يعني انفكتيف قلت عباره عن ايه؟ انفكشن اندوكلايز عباره عن انفكشن اوف اندوكلايز اسمها مين؟ قلت مين اسمها شرط عشان تحصل لازم يكون عنده انفكشن وعنده كارديفيجن انفكشن زي مين قلت رقم واحد ستيبتيفيرنس تحصل امتى مع التوس برشن والتوس اكس رقم اثنين ستيبتيفيكالز تحصل امتى؟ جي اي تي طب بعد كده ستوب اوس بريز تحصل مع الكارديك كاستوريزيشن طب بعد كده الشرط الثالث تحصل يحصل مع مين؟ مع الكارديكشن ايه الكارديكشن قلت كل حاجه كونجنتال هارت ديزيز فيربرال هارت ديزيز واب ام ار ام ار عنده رف سيرفز الكونجنتال قلت كل الكونجنتال اهلهم مين هو البي دي
الاس دي كل المعلومه مين هو الام اس مايكروسوفت. طب ايه الكلينيكال بيكشر بتاعته؟ العيان عنده بكتيريا في الدم صح؟ الكلينيكال بيكشر هتحصل ليه؟ هتحصل اوتوماين عشان هو عنده بكتيريا ماشيه في السيركيشن تطلع توكسين صح؟ ستات استات او ستات اي واحده يبقى اوتوماين عنده بكتيريا. دي اول حاجه تديك كلينيكال بيكشر تعمل فيفا مثلا او كمان كمان البكتيريا عامله بتطلع توكسين عنده توكسيميا او بكتيريا او كمان كمان العيان عنده حاجه في الهوت ايه هي؟ ان عنده فيسون بس في القلب عمال تمشي والفيسون بس جوه بكتيريا فالامبولايزيشن ده هيعمل مشاكل. ما كل شويه امبولايز عملت في البين ستوك وانفكشن فعنده كمان امبولايزيشن يبقى الكلينيكال بيكشر تحسب بسبب بكتيريا او توكسيميا او امبولايزيشن. مين هي الكلينيكال بيكشر؟ عنده بكتيريا في الدم يحصل له فيفا ولا لا؟ يبقى كمان عنده فيفا صح بس تبقى هاي ولا لو جريد؟ هي مطوله شويه بتخفش فتبقى لو جريد. عنده لو جريد فيفر اند بولونج بقول كده قاعده عامه ان بولونج ان اكسبليند فيفر ان كاردياك بيشنت كونسيدر ان فيتد ان انفكتيف ان كاردس اي يعني عنده كاردياك فيجن عنده حاجه من دول وجاله فيفا طولت معاه مش عارفين سببها ايه اعتبرها انفكتيف ان كاردس. يبقى رقم واحد فيفر لو جريد اند بولونج. رقم 2 يحصل له ايه كمان؟ عنده توكسيميا وبكتيريا. اي واحد توكسيك بيبقى شكله توكسيك كده يبقى عنده بالو اند توكسيك فيجن. عنده ايه؟ بالو اند توكسيك فيجن. التوكسين تعمل انهبيشن للمون ماو فيحصل له انيميا بالو وتوكسيك فيجن عشان عنده توكسين. يبقى رقم واحد عنده فيفر. رقم اثنين عنده شكل وبالو اند توكسيك فيجن. رقم ثلاثه هبص في عين العين الاقي في العين عندك كل شويه امبولاي تطلع من هنا كده صح؟ تروح على انت تعمل فيها ايه؟ مش الامبولاي دي لو قفلت كابيلا صغيره في الاي ممكن الكابيلا تربشر صح؟ فيحصل حاجه اسمها سب كونجنتال هيموج صح؟ او يحصل ايه كمان؟ ابص جوه عيتنا نفسها الاقي في عيتنا الاقي حته كده في عيتنا عارفها اسمها هوس سبوت حته فيها هيموج والنص بيل. اشمعنى؟ كابيلا اتقفلت كده فلما اتقفلت حته من حصل لها انفكشن بقت بيل وبعد الكابيلا راحت مبشره فحصل حواليها هيموج فتلاقي حته بين في النص عشان حصل دم نيكوز انفكشن مش وصل دم وبعدين لما فرقت حصل هيموج. دي اسمها هوس سبوت عباره عن اريا اوف سنترال بالو وساوند باي ريدنس يعني حواليها هيموج. يبقى كمان عنده سب كونجكتيفال هيموج. رقم اثنين جوه عنده حاجه اسمها هوس سبوت. رقم ثلاثه الان بتاعتها بتتغذى بارتي اسمه ايه؟ اسمه سنترال ريتنال ارتري. ده اند ارتريو ملوش كابيلاري ملوش كولاتر. لو حته فيجيتيشن من دي طلعت قفلت السنتر ريتنا ارتريو ده اتقفل خالص العين ما عادش وصل لها دم فيحصل له سادن برنس. حد فاهم؟ يبقى لازم نحسب فيها ثلاث حاجات من بره بقى قلنا رقم واحد من بره عنده ايه؟ عنده حاجه اسمها سب كونجنكتيفال هيموج جوه ريتنا يحصل ايه؟ رقم واحد روز سبوت رقم اثنين سادن برنس صح؟ ايه روز سبوت قلت عباره عن اريا اوف ريتنا هيموج سراوند باي بالو صح؟ يبقى ده حصل اربع حاجات. رقم واحد عشان انفكشن فعنده فيفر. رقم اثنين عشان انفكشن فعنده بالو انتوست فيش. رقم ثلاثه في العين من بره جوه سب كونجنكتيفال هيموج طب جوه روز سبوت وصل البرنس يعني روز سبوت اريا اوف ريتنا هيموج ساوند باي سيلتر بروس ساوند باي. طب بقى يحصل في الابر واللور بالابر واللور بيحصل فيهم ايه؟ كل حاجه تحصل. رقم واحد همسك الايه عندي هبص على اللي الايه عنده حاطين في النيليه. رقم واحد الايه عنده حاجه اسمها سبلنتر هيموج في النيل سبلنتر هيموج او الايه عنده كلابنج. الكلابنج ليه حصل؟ عشان الاميون كومبلكس بكتيريا تكون عنده في الاميون كومبلكس او توكسيك كلابنج عشان عنده توكسيميا. رقم اثنين سبلنتر هيموج يعني سبلنتر هيموج تلاقي عباره عن لونجيتيودنال هيموج. لونجيتيودنال هيموج على النيل كده بخط طولي كده حصل ليه؟ قلت لك امبولس طلعت من الهارت قفلت كابيلا فالكابيلا ابشرت يبقى عنده حاجتين في النيل ايه هم؟ رقم واحد سبلنتر هيموج رقم اثنين كلابنج. يحصل ايه كمان؟ فلما ابص في البالم كده الاقي عنده في البالم في ايد عنده نوعين من النيول. ايه النيول دي؟ يا حاجه اسمها جين ويز نيول يا حاجه اسمها اوزلرز نيول. الجين ويز جين نيديول بتبقى بينلس. الجين ويز دي نيديول في ايده بسبب الامين كومبلكس ديبوزيشن تبقى بينلس نيديول باتش كده لكن الاوزلر تبقى بينفول. قلت لكم الجين ويز بالجي يعني جميله بالجي جميله توجعش بينلس لكن الاوزلرز قلت لك اوزلرز حاجه او ماي جاد حاجه بتوجع كده الاوزلر بينفول نيديول صح بينفول. الاوزلر عباره عن بينفول انتر كوتينيوس نيديول في البالم اوف فينجر بالب اوف فينجر والتوس. تحصل في البالب اوف فينجر والتوس. يبقى عنده في النهايه كذا حاجات. رقم واحد عنده حاجه اسمها سبلنتر هيموج وكلابنج في الاقلب ايه ده عنده ايه؟ يا اوزدر يا جينوي. الاوزدر عباره عن ايه؟ قلت بينفول انتر كوتينيوس نيديول. طب الجينوي عباره عن بينفول نيديول صح بينفول نيديول. طب بقى بينلس نيديول. طب بعد كده كمان عنده حاجه في البالس. عنده ايه في البالس؟ حاجه من اثنين ايه هي؟ يا اما عنده ان ايكوال بالس ان ايكوال بالس او عنده ابسنت بالس صح ولا او عنده حاجه اسمها تاكي كارديا كمان. يبقى ابسنت او ايكوال رقم واحد. رقم اثنين تاكي كارديا. رقم ثلاثه عنده حاجه اسمها بيديد ارتو. رقم واحد ابسنت بالس لو طلعت فيجيتيشن من الهارت كده وراح تروح قافله البريكال ارت هي ناحيه ما فيهاش بالس يبقى دي ابسنت او ايكوال بالس صح. رقم اثنين عنده تاكي كارديا ليه؟ عشان عنده فيفا. ما في بكتيريا في الدم فالبكتيريا احنا عارفين انفكشن صح عامله فيفا والفيفا تعمل ايه؟ تزود الهارت ريت فعنده تاكي كارديا. رقم ثلاثه عنده حاجه اسمها بيديد ارت. يعني ايه بيديد ارت؟ ده الارت محبب كده عامل بالشكل ده كده الارت عامل زي السبحه تحديدا. اشمعنى؟ قلت لك احنا عندنا الارت بيتغذى بحاجه اسمها فازا بازور صح؟ ايه اللي بيحصل؟ قلت لك كل شويه امبولس تطلع تقفل بازور بازور من دول وريد قفلت هي كمان وريد قفلت هي كمان لما كذا واحده اتقفل من بيغذوا الارض قفلوا امبولاي من دول دي لما اتقفلت امبولس من هنا حته حصل فيها نيكوز ودي لما اتقفلت حصل فيها نيكوز ودي ف
فبأكيد كذا حتة إنك قلت في الأوتري تبدأ تحصل حتى يحصل هذا استنشن بقى دايليتيشن كده تعمل أنوز وهنا أنوز وهنا أنوز فتحس الأوتري بقى بيدي تحكي لك ليه عشان عامله كذا أنوزمات في الإيد وذاك لما بشيل بلاقي العين عامله الأوتري كده بيدي كده بخاف أول ليه بيكون عنده الأوتري فيها أنوزمات كده دي حاجة مرعبة يكون عنده كذا أنوزم هنا معناها إن في زيهم في البين البين ممكن يبشر ويدخلوه في سبق أكمل يموت يعني يموت في خلال أيام حد فاهم حاجة يبقى يمكن كده وشي حصل إيه قلت لك لو طموحان عامله مين طموحان عنده ثلاث حاجات هبص على وشي يعني عنده فيفر رقم 2 عنده مين كمان بالو توكسيك فيجا رقم 3 العين فيها ايه ساب كونجكتيفال الموضوع سبوت فايروس طب بعد كده العيان اول حاجه ابص فيها مع النيل عنده ايه بلانت انا كوكب هبص فيه من جوه اوزدا وجينويز الجينويز جميله بينس الاوزدا عباره عن بين انت كوتينيس نيبيول في البالب وفيجا والتوكس طب بعد كده هنزل على البالز الاقي عنده ايه يا اما ابسنس بالز يا اما تاكي كارديا يا اما بين طب بعد كده باقي الاورجن كله يحصل فيها قلت لك باقي الاورجن هي كلمه سلسبه ايه كلمه سلسبه دي قلت لك اللي جانه انفكت كانت مسببه ايه كلمه سلسبه رقم 1 سي ان اس رقم 2 الاول هي ابن رقم 3 كمان قلت لك سبلين صح والبلي هي بالموناري والال هي السو بس كل الاورجن كل اورجن يحصل سي ان اس سرينا وبعد كده سبلين وبعد كده بالموناري يحصل فوق دول كلهم كل اورجن يحصل فيهم حاجتين انفكشن وانفكشن ليه ما هي في فيجيتيشن طالعه من القلب الفيجيتيشن دي سوم بس لو قفلت ارتي مثلا في اللنج هتعمل انفكشن صح وهي جواها بكتيريا هي جايه بكتيريا من القلب تعمل انفكشن فكل اورجن يحصل فيها انفكشن وانفكشن صح تعال ناخد واحد واحد رقم واحد قلت لك مين رقم واحد السي ان اس يحصل في السي ان اس انفكشن وانفكشن صح رقم 2 بالمونه يحصل فيها انفكشن وانفكشن طب بعد كده سبين يحصل ايه السبين برضه انفكشن وانفكشن طب بينا اللي يحصل انفكشن وانفكشن وبعد كده اللي هي السوماسي لما يحصل في السي ان اس انفكشن بنسميها في انفكشن في السي ان اس يا اما مننجايتس يا اما انكيفالايتس صح انجايتس انفكشن في انفكشن في مننجيس انكيفالايتس انفكشن في البين تيشو في البين كده طب بعد كده انفكشن في البين يحصل ايه لو حصل انفكشن في البين اكتر حصل له انفكشن كده مثلا الفازر بزوق قفل قلت لك دلوقتي بقى حصل انه انيوز صح ولو حصل له انيوز بعد شويه ممكن يبشر فالعند عنده مايكوتيك انيوز اثناء الستريننج لما يحزق جامد الستريننج او اثناء الستريس او اثناء الطف لما يكح ممكن يعلى البشر فيحموش الكف اللي هي موجوده الانيوزم ده فيخش في حاجه اسمها سب اكمل هيموش يبقى البين حصل فيه انفكشن من انجايتس انكيفالايتس الانفكشن حصل ايه عامل الانفكشن عامل مايكوتيك انيوز وممكن يؤدي له سب اكمل هيموش صح ولا طب بقى على مستوى السبين يحصل ايه في السبين قلت لك انفكشن انفكشن الانفكشن من السبين ده كان لينف نود كبيره لو حصل انفكشن يكبر اكتر ولا لا يكبر يحصل حاجه اسمها سبينوميجال او يحصل حاجه اسمها انلارجد تندر سبين انلارجد تندر السبين لما يكبر بيوجع عشان الكبسول بيتشد صح انلارجد تندر طب انفكشن في السبين يحصل ايه قلت لك لو ارتري اتقفل في السبين وحصل انفكشن حته هتموت صح فهتطلع من ديتيريتيت الكبسول يحصل حاجه اسمها بيرس بالنكس لو الكبسول بتاع السبين بقى انفلام بيبقى سموز ولا رف يبقى رف يتحرك على بعضه يعمل صوت حاجه اسمها سبينيك اراب ويحس بشكشكه ستيتشنج بين يبقى لو حصل انفكشن في السبين يحصل ايه عنده ستيتشنج بين ويحس كمان اسمها سبينيك اراب طب بقى الكيبين بيحصل ايه قلت لك الكيبين يحصل فيها انفكشن 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 في الكيبين انفكشن يحصل ازاي انفكشن عنده بكتيريا انتيجين صح وجسمك كان لها انتي بودي كان حاجه اسمها اميون كومبلكس صح الاميون كومبلكس ده كان انفكشن بقى حصل بسبب الانفكشن اهو لو الاميون كومبلكس راح اترسب في الجلوميرولس عمل دامج للجلوميرولس صح لو عملها دامج يعمل حاجه من الاثنين حاجه اسمها جلوميرولونفايتس الجلوميرولونفايتس ده حاجه الاثنين يا اما نيفريتكس ونضم يا اما نيفروتكس ونضم صح يبقى انفكشن في الكدني يعمل جلوميرولونفايتس يعني ايه يعني نيفريتك او نيفروتك حسب سبب اميون كومبلكس هو الانفكشن طب انفكشن في الكدني يعمل ايه لو انفكشن حصل اوت في الكدني اتقفل صح فحصل دامج لحته في الكدني مش الحته دي هتنزف شويه ار بي سيز كده هيحصل حاجه اسمها هيماتوريا الهيماتوريا لو كميه قليله مش هشوفها بعيني هشوفها في المعمل اسمها مايكروسكوبي لو كميه كبيره بشوفها بعيني اسمها هيماتوريا اوف فرينك يبقى لو حصل انفكشن في الكدني يحصل ايه يحصل له هيماتوريا يا اما مايكروسكوبي هيماتوريا يا اما فرينك هيماتوريا صح ولا لا طب اخر حاجه قلت لك اسوس يبقى الاثنين كانوا بشر يمين قلت كلمه سلسبه اللي هي سي ان اس اللي نت بالمونري سيلز بالمونري حصل ايه كمان في اللنج قلنا بالمونري يحصل برضه حاجتين يا اما انفكشن يا اما انفكشن انفكشن في اللنج اسمه ايه نيمونيا صح انفكشن في اللنج يعني حصل بالموناري امبوليس كلام صح يبقى لك كان مش هتعرف انفكتيف اندوكاردايتس ايه الديفينيشن بالاول خالص عباره عن انفكشن اندوكاردايتس الكتولوجي قلت من اسمها انفكتيف اندوكاردايتس صح يعني لازم عنده انفكشن او عنده اندوكاردايتس يعني كاردايك فيجن صح ايه الانفكشن ده كم واحد مني جاب بوزيتيف زي ما قلت ستيبت فيدس وستيبت فيكالس صح ستيبت فيدس امتى مع التوس اكستراكشن توس سبريشن ستيبت فيكالس امتى جي اي تي بروسيجر رقم 2 بالنسبه اوز بيز على الكاردك كاس بانكا جامد زي مين جامد زي هيموبولس انفلونزا كليبسيلا سولمونس بولتيس طب فانجر وفاير اخر حاجه طب بعد كده الكلينيكال بيكشر قلت لك الكاردك ليجن قلت انفكشن اوف كاردك الكاردك ليجن اورجينال هارت ديزيز بلبر هارت ديزيز و مايكارديال انفكشن مايكارديال سهل الكونجنتال قلت كلهم اي كونجنتال في 3 بي اي حاجه قال لهم ال 3 يكون الفالفلا كلهم اي حاجه اورت اي حاجه قال لهم الام اس طب الكلينيكال بيكشر قلت لك حاجه من الاثنين هي قلت لك ايه ما فاكرين لما قلنا بيتشر
كده كان بيقول ايه؟ كان بيقول لها واحد بيوصف بالصح. قلت لها فيها طريقتين، ممكن واحد معجب بواحده فاول حاجه واحد يبص في وشها لا وشها عندها بلو ان توكسيك فيتشز، وان حب يحس ايديها كده فلا عندها شويه فيبر جاي يتامل في ايديها شويه لا عندها شويه كلابنج وسبين دايموند وعندها اوزر جينويز ديول صح. قلنا ايه؟ قلنا بيتشا واحد بيقول ايه؟ واحد بيقول لخطيبته ايه؟ انا سلسبه، كان اسمه شويه سلسبه صح، بيوصفها كده بيقول لها انا سلسبه المشتاق لوجهك الدافئ المشرق في القمر صح ولا لا؟ الله خلود ما شاء الله في الشارع مش بعد كده ولعيناك الحمرا وتيك العميانين عن اخطائي صح ولا لا؟ قال لها انا سلسبه، يبقى كلمه سلسبه اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده كلمه سلسبه صح. المشتاق لوجهك الدافئ يبقى عندها ايه؟ عندها فيبر. المشرق في القمر وشها زي القمر مشرق عشان عندها بلو ان توكسيك فيجي صح. ولعيناك الحمرا وتيك انا حمرا ليه؟ عشان سامسونج بين كابلين بلوس بوتس والعمي يعني عن اخطائي مش شايفاه اصلا ما بتشوفش صار البيت صح. قالت له واخر حاجه لها ولو ادركت اليك لنسيت كل الامي صح. ايديها كان فيها ايه بقى؟ كان فيها سبلنت هيموج وكلاب من الناحيه الثانيه اوزو جين ويزو صح. هو اسمه سلسبه. قلنا مين سلسبه دي؟ حد بيقول قول الشعر تاني يا عم مش مستاهله قوي كده مش لازم تحفظه قول من دماغك اشعر من القلب. سلسبه اللي هو مين؟ قلنا مين سلسبه دي؟ قلنا سبلين صح. سبلين اينا صح. سينس بالمونري او كلهم حصل فيهم مين؟ انفكشن في الاسبين عامل ايه؟ اللارج تندر سبرين انفكشن عامل في الاسبين او ستيتشنج بين واسبين كاف. طب بقى قلنا مين كمان؟ مين اللي حصل انفكشن في الكدني عامل ايه؟ اميون كومبرستيفيتي فور ذا انفكشن في الكدني يحصل ايه؟ هيماتوريا اما فانك اما مايكروسكوب. طب بقى كده بالمونري انفكشن في اللنج يحصل ايه؟ نيمونيا. انفكشن في اللنج يعمل ايه اسماء؟ قلنا بالمونري انكولس. طب بقى السينس انفكشن في السينس يعمل مينجايتس او انفكشن انفكشن في السينس يعمل ايه بقى؟ مايكوتيك انيوز بسبب ايمن هيموج بعد كده او سوبس. كلام صعب. لما احب اعمل انفستيجشن عن بتاع انفكتيف نوكس ايه الانفستيجشن؟ قلنا زي اي حاجه في الرياض اي حاجه في بيعمل ايه؟ اتنين اللي هم اي سي جي و بيكو اتنين سي منهم كلاود اكسكان و كاستر صح؟ قلت بس اهتم بحاجه بحرف السي كمان مش عنده انفكشن اسمها انفكتيف النوكلس يعني لازم في انفكشن ولازم في كاردياك ليجن صح؟ اهم حاجه اهتم بها للكاردياك جيم من دول هي مين؟ قلت لك اهم حاجه عشان الكاردياك جيم هو ليك هعملهم جروب بس اهم حاجه ليك عشان اشوف بعناية الكاردياك ليجن اشوف الفالف البايز اشوف الفيجيتيشن اي حاجه. قلت لك عشان انفكشن لازم ازود حاجه انفكشن هي مين؟ كالتشر صح. انفكشن ازود سي بي سي وكالتشر صح ولا لا؟ دول اهم حاجه. رقم واحد ايكو قلت بعمل ايه؟ قلت عنه يعمل ايكو فيكو من بره كده اسمه ترانس واسيك بس ده ما يشوفش الفيجيتيشن. عشان اشوف الفيجيتيشن اللي جوه لازم اعمل ايه؟ اخش اقرب من الهارد اخش في الاوسوفيكاس كده واصور اخش بالايكو في الاوسوفيكاس حاجه اسمها ترانس سوفيجيتيف عشان اشوف الفيجيتيشن ديتكت سمول فيجيتيشن. يبقى ليكو بعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها ترانس السوفيجيتيف ايكو. ماله ده؟ ديتكت سمول فيجيتيشن صح؟ ده مهم جود فور مين فور دايجنوز اند مونيتورنج بشخص بيه وبتابع بيه اشوف الفيجيتيشن مشيت ولا لسه موجوده. يبقى رقم واحد بهتم اعمل كل حاجه. اهم حاجه ترانس سوفيجيتيف ايكو يعمل ايه؟ ديتكت الفيجيتيشن. رقم اثنين عشان اثبت ان في انفكشن لازم ازود حاجه اسمها ايه؟ سي بي سي فالتشر. سي بي سي هل اعمل ليوكوسيتوز ولا لا؟ ليوكوسيتوز وليه السعر عالي والسي ار بيعلى احنا متفقين عليها قبل كده سهل. اي انفكشن بيعلى الحاجات دي. طب الكالتشر بيعمل ايه بقى في الكالتشر؟ قلت اهم حاجه الكالتشر ليه؟ عشان اشوف نوع البكتيريا مين في اللي انا قلتهم وعالجها صح؟ قلت باخد كام سامبل؟ بقول كده في ثلاث عينات سي سامبلز ار تيكن صح؟ اند كالتشر اندر ايروبيك اند انيروبيك عشان اغطي كل البكتيريا صح؟ والريزلت تطلع بعد قد ايه؟ من 3 دايز ل 3 ويكس صح؟ قلت اس 3 وقاعده 3 دايز صح؟ الكالتشر قلت سي سامبلز ار تيكن كالتشر اندر ايروبيك اند انيروبيك عشان اغطي كل البكتيريا وبعدين الريزلت تطلع وبتندف خلال من 3 دايز ل 3 ويكس صح ولا لا؟ قلت بوست في قد ايه الكالتشر؟ بوست في حوالي 90% من الحالات صح؟ ما هو 3 و3 و3 تسعة سيف من الحالات صح ولا لا؟ امتى تبقى بول فولس بوزيتيف؟ فولس بوزيتيف امتى؟ اسف فولس نيجاتيف. امتى يبقى عنده الانفكشن ويطلع الكالتشر نيجاتيف؟ رقم واحد لو قاعد استخدم انتي بيوتيك قبل ما نسحب الكالتشر، الانتي بيوتيك هيموت الكالتشر صح؟ يبقى رقم واحد فولس نيجاتيف مع انه عنده انفكشن بس طلع فولس نيجاتيف ليه؟ خد انتي بيوتيك قبل ما يسحب العينه. انتي بيوتيك انتيك بيفور تيكينج سامبل صح ولا لا؟ خد انتي بيوتيك قبلها. اول المعمل عندي خد مثلا بنسيلين عشان يحط عليها حاجه اسمها بنسيلينيز عشان تطلع بوزيتيف. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم 1 فولس نيجاتيف امتى؟ لو انتي بيوتيك انتيك بيفور تيكينج سامبل. لو رقم 2 امتى تطلع برضه فولس نيجاتيف امتى؟ قلت لك لو عنده فانجل انفكشن صح؟ لان الفانجل مش بيبان بسهوله. الفانجل اورجانيزم ساين بيفضل فتره طويله ساين في الكالتشر فما يبانش يفضل 3 4 اسابيع. يبقى الانفكشن ركزت على حاجتين قلت نفس الحاجات كلها بس اهم حاجتين عندي اثبت ان في انفكشن انفكتيف وانه كويس في كارديك ليجن. كارديك ليجن هشوفها ازاي؟ قلت هركز على الترانسفيرز فيجن صح؟ ديتكت سمول انفستيشن امبورتنت فور دايجنوزز اند مونيتورنج صح ولا لا؟ رقم اثنين اهم حاجه مين؟
كالشوم سي بي سي سي بي سي عامل ليوكوسايتوز اي انتشنال الكالشوم التسويو سي بي سامبلز او تيكس كالشوم اندر يوك اند يوزر توبتين في خلال 3 دايز ل 3 ويكس الثلاثه ثلاثه على بعضها هيحصل بوز بتاعنا حاجه صح امتى تبقى فولس نيجاتيف لو انتي بوديك يوز بيفور تيكينج سامبل او عنده فانج صح طب اعالج ازاي لما اجي اعالج الانفكتيف اندو كولس اعالج مين بقى قلت يا اما بروفلاكتيك يا اما كيوريتيف يا اما احميك من انفكتيف يا اما اعالج بقى اللي جاي ايه اللي بروفلاكتيك اعالج مين يا جماعه مش هي اسمها انفكتيف اندوكاردايتس يبقى لما اجي اعالج مين هعالج الانفكشن والاندوكاردايتس هي الكارديك ليجن يبقى ايه اللي بروفلاكتيك هقول لك همنع حاجتين يا اما رقم واحد بريفنشن اوف انفكشن صح همنع انفكشن كلمه انفكتيف وكلمه اندوكاردايتس هعمل ايه اعالج مين اعمل كوركشن اوف كارديك ديزيز اعالج الاندوكاردايتس مش هو عنده كارديك ليجن صح اعالج الهارت ازاي عنده في اس 3 لو فضلت موجوده تعمل ليجن فاعمل ايه هعمل كوركشن اوف اندرلاين كارديك ديزيز زي مين هعمل كلوجر اوف في اس 3 مثلا لما اصلح الفي اس 3 هحميه من الفيجيتيشن هحميه من الانجل اللي هتعمل اوف سيرفيس وتعمل اندوكاردايتس يبقى ده واحد كارد يصلحها زي كوركشن اوف اندرلاين كارديك ديزيز في اس 3 رقم 2 اعالج الانفكشن ازاي احنا قبل الانفكشن ازاي قلت لك لو يعمل فورتوس اكستراكشن لو يطلع سنه اقول للدكتور يديله ايه فورتوس اكستراكشن بالاو ياخد حاجه اسمها اموكسي سيلين بالاو اموكسي سيلين قبلها بساعتين بعدها بساعه ساعه يقول للدكتور سام يديله اموكسي قبلها وبعدها بساعه صح عشان لو خلع السنه على طول ودخلت البكتيريا بعد البكتيريا قلت لك انت لو شخص عادي مفيش مشكله بس ده شخص عنده فيجيتيشن حاجه مستنيه البكتيريا تعمل لها تقع فيها صح عنده سمبس يبقى فورتوس اكستراكشن ده اموكسي رقم 2 فور جي اي تي بروسيجر فور جي اي تي بروسيجر and genitourinary procedure genitourinary هيعمل منظار مثلا زي السيستوسكوب بتاع اليوريتر او جي اي تي هياخد بين فور جي اي تي او genitourinary هياخد بين حاجه بحرف دي اسمها ايه جنتامايسين قبلها بساعتين بعدها بست ساعات هيعمل مثلا منظار او يعمل منظار لليوريتر مثلا او الكدني في الحالتين دول لازم احميهم ازاي جنتامايسين عشان ده بيغطي الجهاز نيجاتيف اكتر ليك والله والكلام ده طب بعد كده لو هيعمل كارديك كاستريزيشن فور كارديك كاستريزيشن ياخد مين بقى كارديك بسي سيفوتاكسيم صح سيفوتاكسيم قبلها وبعدها برضه حد فاهم حاجه يبقى رقم واحد الليفوفلاكتيك احميه ازاي قلت امنع الكارديك ليجن اصلح الكارديك ليجن عشان ما تحصلش فيجيتيشن وامنع الانفكشن اصلح الكارديك ليجن ازاي اعمل ايه كوركشن اوف اندرلاين كارديك ديزيز كلوجر اوف في 3 وامنع الانفكشن ازاي قلت لك فور 26 هديه مين اموكسيسيلين فور جي اي تي وجي تي هدي جنتامايسين فور كارديك هدي مين سيفوتاكسيم قبلها بساعتين بعدها بست ساعات طب بعد كده ايه الكيوريتيف تريتمنت ده العلاج بقى الكيوريتيف هعالج مين مش هو عنده انفكتيف اندوكاردايتس برضه احنا من الاول قلنا انفكتيف اندوكاردايتس انتولوجي انفكشن واندوكاردايت ليجن صح قلنا كلينيكال بيكتشر سهله برضه على الاثنين قلنا انفستيجيشن حاجه الانفكشن كالتشر وحاجه الكاردايت ليجن ايكو قلنا العلاج صلح الانفكشن وصلح الكاردايت ليجن برضه يبقى الكيوريتيف برضه هعالج الانفكشن رقم واحد هعالج الكاردايت ليجن هعالج الكاردايت ليجن ازاي هعمل ثلاث حاجات بحرف الواو ايه هي رقم واحد ريموفال اوف دامج ديفالف عنده فالف بايظ عليه فيجيتيشن دامج رقم اثنين رقم اثنين ريموفال اوف انفكتد بروستيك فالف عنده فالف صناعي ما احنا عارفين الفالف الصناعي ده بيبقى اوف سيرفيس فممكن تكون عليه فيجيتيشن رقم ثلاثه اعمل ايه ريموفال اوف مايوكارديال ابسس لو عنده ستاف الستاف بتعمل ابسس جوه القلب اخش اشيله جوه الحلق يبقى كيوريتيف ثلاث حاجات بحرف الواو ريموفال ايه هم ريموفال اوف بروستيك فالف صح ريموفال اوف دامج ديفالف وريموفال اوف مايوكارديال ابسس ده عليك الكارديك ليجن كده رقم اثنين عالج البكتيريا ازاي بقى انفكشن بقول اول ما اكتشف عيان اندوكارديتس اعمل ايه قلت لك اول ما ده عيان اندوكارديتس هعمل هجيب له عندك خلايا تحت في السرير قصه كده بقول له تعالى تحت في السرير يبقى ازاليشن ماست ريست امبيد وبعدين هاخد البلاد سامبل عشان ايه ابعتها لمعمل الكالشر قبل ما ادي مين انتي بيوتيك صح بعت السامبل اروح مدي معاها انا انتي بيوتيك هدوها على المستوى كومن هدي مثلا بنسلين جوجنتامايس هغطي كل حاجه واستنى الكالشر انا هدي انتي بيوتيك على طول مش هستنى الكالشر النتيجه هيكون مات صح الكالشر من 3 دايز ل 3 ويكس صح فانا العيان ده ما اكتشف هنمو في السرير واخد عينه ابعتها لمعمل وادي انتي بيوتيك صح بقول كده ايه القصه ايه الانفكشن عنده ازاي بقول وانس انفكتيف اندوكاريس از سسبكتد صح اعمل ايه ذا بيشنت ماست ريست ان بيد صح ينفس وبعدين ابرا هنا بلاد سامبل ار تيكن فور كالتشر صح هستنى النتيجه لا اند تريتمنت ويز انتي بيوتيك شود بي ستارتد ويزاوت ويتنج فور ريزلت اوف كالتشر صعبه وانس انفكتيف اندوكاريس سسبكتد ذا بيشنت شود ماست ريست ان بيد بلاد سامبل ار تيكن فور كالتشر اند تريتمنت ويز انتي بيوتيك شود بي ستارتد ويزاوت ويت فور ريزلت اوف كالتشر هدي مين انتي بيوتيك هنا بقى على الكومن هدي بنسلين جي و جنتامايس مش هي الكومن يا جماعه غالبا بنستيفيدنس انا بعالج كانها كومن ده للستيفيدنس طب بعد كده فور ريزيستنت كيسز ما استجابش والكالتشر لو ما استجابش ريزيستنت هعالج اكوردنج تو كالتشر انسنسيتيفيتي
الكالتشر جت لو انت كان عندك عنده ستيبت فيلنس هدي مين؟ ما هو ده كان ستيبت فيلنس اصلا صح؟ من الموست كومن هدي بنسلين جيو جنتامايسن صح؟ طب لو كان ستيب هدي حاجه اسمها فانكومايسن صح ولا؟ طب لو كان سولومونس هدي مين؟ قلت لها سولومونس دي موجوده اصلا في بلد في طنطا اسمها زفتا صح؟ فالدواء بتاعها بيتصنع هناك اسمه زفتا زيدم سيفتا زيدم اسمه ايه؟ سيفتا زيدم صح ولا؟ او كان بنسلين صح؟ طب لو فوق لو كان فانجر انفكشن هدي ايه؟ الفانجر هدي له انتي فانجر صح؟ انفوتريسن بي صعب الكلام ده؟ ممكن اسمع افكت في النوكلاس كلها؟ انفكشن كم واحد يفشها بقى عن ايه؟ مش سامع انفكشن في النوكلاس ايتولوجي اسمها انفكتيف النوكلاس انفكشن كاردي انفكشن جام بوست زي مين ستيبس ديفيرتس تحصل امتى؟ توس فاشن توس اكستراكشن ستيبس في كاردي تحصل امتى؟ جوتي بروسيجر طب بعد كده ستيب اوز بريس تحصل مع الكاردي كاستريشن والبروسيدك بيل طب بعد كده جام زي مين؟ اتش انفلونزا كليبسيلا هيموز وبس وهذا زي الفانجر وفاهم الكلام ده كله بعد كده قاعد الجيم من هي قلت يا اما كونجنتال هارت ديز بيرفر هارت ديز بس الاوزدوس كاتبين فور انت كوتيجيس تو يور في البلب اوف فينجر والبلب اوف تو صح طب بعد كده البلس بقى لا عندها ايه يا اما ابسن يا اما انيك اوني كولز يا اما تاكيكارديا يا اما فيد الارتري اخش كل اورجان كلمه سلسبه السبين عندها انفكشن فانكشن فيكشن في السبين عندها ايه اللارج تندر سبين صح انفكشن في السبين عندها ستيتشنج بين واسبين كلاف انفكشن في اللنج عندها نيمونيا انفكشن عندها بالمونيا انفلس طب بعد كده السينس انفكشن عندها من انجاز انفكشن عندها مايكوتيك انيوريزما وسبع كيلوموش انفكشن في مين كمان الكالينا اللي حصل لها ايه بروبيرد فويس نيفيتك نيفوتك انفكشن في الكلى هيماتوريا يا فراسي مايكروسكوب واخر حاجه اصول بس انفستيجيشن قلنا كل الحاجه 2 دي و2 يساوي هنا اكس ركزنا على مين قلنا انفكتيف كالتشر انه كوريس كارديا بتعمل ايه ايكو هيلد بيعمل ايه شانس وزي ايكو ديتكت سمول فيجيتيشن يوز ذا فور دايجنوز اند مونيتورنج صح طب والكالتشر قلنا اتليست سيزم سامبل او تيكن صح اند كالتشر اندر جروبك اند لوك كونديشن صح ولا لا اذا كنت في كالتشر ريزا داتا ويكس يبقى النتيجه بص في كام سنسمي امتى بص ان فولس نيجاتيف لو انتي بايوتيك انتيك بيفور تيك انسامبل او عنده فانجر انفكشن صح طب بعد كده قلنا كمان بالسي عمل سي بي سي هل عنده ايه ان ان ويستر عارف ازاي بروفلاكتيك يوت بروفلاكتيك عالج انفكشن والكاردياك انفكشن عنده كاردياك عنده ازاي هعمل بريفنشن هعمل كوركشن اوف اندرلاين كاردياك زي كلوجر اوف في سي دي طب والانفكشن لو عمل تو 6 7 دول مين توس بالاو دي له هعمل سيرج لو عمل جي اي تي بي سي جنتامايسيس لو عمل كاردياك كاسيت دي مين سيفتاكسي طب بعد كده الكيوتيف قلنا كم واحد صلح الهوت ازاي الموفال دامج ديبوستيك فالف دامج ديفالف الموفال انفكت ديبوستيك فالف الموفال بايكارديا ابسس بعد كده صلح انفكشن ازاي بقى مشي انفكت من الكاردس انفكشن اوز وانس انفكت بان الكاردس سبيكت ذا بيشنت ماست نويز بيست ان بيت صح لا تسافر او تيك انت كالتشر التريتمنت دوز انت ويل شود بي ستارتد وذاوت ميتنج فور ريزلت اوف كالتشر هاندي مين بنسيل انجوجن سواء ان ذلك السيرف بعد ما نزلت بتيجي الكالتشر لو سيرت بيدا نفس العلاج لو ستيب بانكوماس لو سولومونس ست زيلم لو فانجر انتي فانجر اسمه ايه امبوتوس بي كلام صح يقول لك كل ماوس فلوت بيعمل كلوبك اهم حاجه هو مين هو انفكتيف انه كولس يقول لك ماوس فلوت بيعمل سبينو ميجل هو مين انفكتيف انه كولس كلام صح سمعت انا كان شويه طب خدنا حاجه اسمها بيريكاردايس وبيريكاردي ديفيوجن صح بسرعه كده يعني بيريكاردايس يعني بيريكاردي ديفيوجن يعني ايه بيريكاردايتس؟ احنا قلنا الهارت بتاعنا متحوط بكيس جميل اسمه بيريكارديوم صح؟ يعني ايه بيريكاردايتس؟ ايتس في البيريكارديوم بيريكاردايتس يعني ايه؟ يعني انفلاميشن في البيريكارديوم بس دي اسمها ايه؟ اسمها دراي بيريكاردايتس يعني انفلاميشن بس من غير ما يعمل افيوجن يبقى كلمه دراي بيريكاردايتس عباره عن ايه؟ انفلاميشن اوف بيريكارديال ساك عشان كده اسمها دراي يبقى وزاوت اكسيوليشن ريد ديفينيشن عباره عن ايه؟ انفلاميشن اوف بيريكارديال ساك وزاوت اكسيوليشن ايه اللي تولج بتاعها ايه اللي يعمل بريكاردايتس حاجات كلها بحرف الواو منهم رقم واحد ممكن يكون ايديوباسيك رقم اثنين انفكشن اميون ياتروجينيك ايراديشن انفلتريشن صح ايه كمان ارينال فيليير اثنين ارينال فيليير روماتيك فيفر صح
او حاجه اسمها بوست كاربيتوري سندروم. رقم واحد اللي ماسك ما نعرفش ازاي قالوا موستلي فايرال انفكشن. رقم اتنين انفكشن زي مين؟ غالبا فايرال بقى انفكشن فايرال زي مين؟ حاجه اسمها كوكساكي فايروس وحاجه اسمها ايكو فايروس. الموست كومن كوز اشهر سبب للبريكاريس هو مين؟ الكوكساكي فايروس ده. طب بعد كده مين زي مين؟ زي السيستميك لوبس وروماتويد ارثرايتس. انت بودي عامل انفلاميشن في البريكارديوم هنا. يبقى رقم واحد يبقى رقم اتنين انفكشن فايرال انفكشن عامل انفلاميشن. رقم تلاته مين؟ انت بودي ضرب البريكارديوم. رقم تلاته ايتروجينيك ادويه زي الامبيو دارون مثلا ده بيضرب البريكارديوم. بعد كده ايراديشن زي واحد بيعمل اشعه واحد عنده بونجينيك كارسينوما بيعمل ايراديشن. الايراديشن بيعمل دامج للبريكارديوم فبيعمل شويه بريكارديتس. طب اخر حاجه انفلتيشن زي مين؟ زي اللوكيميا والليمفوما. ما احنا قلنا اللي عنده لوكيميا والليمفوما لو حد فاكر كان عنده بلاست سيلز مالجنت سيل المالجنت سيل ابلاست سيل تمشي في الدم وتعمل انفلتيشن للبريكارديوم فتعمل بريكارديتس. طب بعد كده من ارينا الفيليا اوماتيك فيفر. اوماتيك فيفر بتضرب الهول كله بتضرب الهارت كله. اوماتيك بتعمل حاجه اسمها بانكارديتس. تعمل ايه؟ بانكارديتس يعني بيعمل بريكارديتس مايكارديتس اللي كنا من ضمنها بريكارديتس. طب بعد كده من الفيليا اللي عنده هنا فيليا كدني بايظه مش قادره تخرج التوكسين فالوريا عنده عاليه قوي في الدم. الوريا لما تغلى بتعمل ايه؟ الوريا بتعمل ارتشن بريكارديتس فتعمل بريكارديتس. قلت لك اول ما تسمع بريكارديتس فعن هنا الفيليا يبقى لازم اعمل دايس اند ستيج. طب بعد كده بوست كارديتوم. ايه البوست كارديتوم؟ قلت لك عندنا حاجات عندنا انتجن في الجسم الاميون سيستم عمره ما شافها زي القلب. القلب الاميون سيستم عمره ما شاف القلب ولا يعرف. لو انت عملت عمليه في القلب وفتحت القلب مشرط كده شويه بروتين هيمشوا في الدم الكارديو مصر فالاميون سيستم يبدا يتفاعل ضدهم فكون انت بقولك هاجم الهارت ده فتعمل بانكارديتس من ضمنها بانكارديتس اسمها بوست كارديتوم سندروم. حصل بعد عمليه حصل رياكشن ضد المشرط بتاع العمليه. حد فاهم حاجه؟ يبقى انفلاميشن الديفينيشن عباره عن ايه؟ انفلاميشن بالكارديا سايكو زاد اكسيديشن ايتيولوجي. قلت رقم واحد ايديوباثيك انفكشن اميون ايتوجينيك ايراديشن. اثنين ار هنا الفيليا وماتيك فيليا وبوست كارديتوم. ايه الكلينيكال بيكشر؟ اللي عنده بانكارديتس عنده انفلاميشن ده يحصل له ايه؟ مش هو عنده انفلاميشن هنا؟ مش يبقى عنده جينرال مانيفيستاشن كده. يبقى رقم واحد جينرال عنده فاهم اي انفلاميشن وانفكشن غالبا فاير فاهم عنده فيفر انوكزي هيديك ميليز. رقم اثنين على مستوى لوكال سيمتوم اشتكوا بايه؟ عنده هنا انفلاميشن فهيشتكي بينه ولا لا؟ عنده شيست بين صح؟ وطبعا عنده شيست بين اسمع المكان ده حاجه اسمها بيريكارديال. لو في انفلاميشن في البيريكارديال الطبقتين اللي ملتهبين بيبقى رف بقى يحتاجوا بعض يعملوا صوت كراكشر. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه زي الصوت ده كده اسمه ايه؟ اسمه بيريكارديال. يبقى عنده جنرال فاهم رقم اثنين عنده شيست بين وبيريكارديال. هعمل اناليسيس للبين ده ايه السايت بتاعه زي الانجينا السايت والكارب راديشن ديوريشن وات انكيز وات ديكريز. السايت مكانه فين؟ شوف في القلب مكانه فين؟ ريترو ستيرن الكاركتر شكشكه ستيتشنج بين غير بتاع الانجاين صح؟ الراديشن بيسمع فين؟ في التو شولدر. لان حصل انفلاشن في البريكارديوم وهنا في فينك نيرف وفينك نيرف معديين هما الاثنين فيسمعوا في الشولدر يبقى سمع في التو شولدر صح؟ ديوريشن قلت ملوش طيب ملوش وقت معين ممكن يستمر لحد ما يفيش هيكف. طب وات انكيز بيزيد بايه؟ بيزيد لما اي حاجه تحتك بالهارت اكتر صح؟ يزيد مع الموفمنت يعني هو ده اللي في السير او اسبيريشن لانج زق في الهارت او السوارمنج الاوسفتس وانت بتبلع زق في الهارت فيبقى البريكارديوم. يبقى يزيد ازاي؟ بالموفمنت صح؟ والريسبيريشن صح؟ والسوارمنج صح؟ وات ديكيز بيقل ازاي؟ بيقل لما عندي ميل لقدام شويه باي ليننج فورورد لما ميل لقدام بيبعد الهارت عن اللانج فيقل الدين ده يقل باي سيتنج او ليننج فورورد. طب بعد كده الحاجه الثانيه قلت عنده شيست بينه وعنده بريكارديوم. حصل ليه بريكارديوم؟ قلت عشان طبقتين بقى انفليم بقى بيحتكوا ببعض دي تو فريكشن بين تو لايرز اوف انفليمد بريكارديوم فاسمع بريكارديوم صح؟ الصوت ده بيزيد امتى؟ بيزيد الصوت لما نقرب السماعة اكتر لصدر العيان. يزيد باي بريسنج استيسكوب اجينست تشيست وول صح ولا لا؟ يزيد باي بريسنج استيسكوب اجينست تشيست وول صح ولا لا؟ طيب وايه اللي امتى الصوت ده؟ هو عنده بيريكارديال عارف يختفي امتى؟ باي ديفلوبمنت اوف فيوجن. لو حصل له بيريكارديال فيوجن هبعد الطبقتين عن بعض فيهم بينهم ميه في النص فهيختفي الصوت ما عادش محتاج. ايه الانفستيجيشن بقى؟ قلت لك ده حاجه في الهارت هعمل لها انفستيجيشن 2 اي و2 سي وبينهم اكس اي صح؟ اي سي جي واي اي كارد تيرم كلهم يطلعوا هم بعملهم كلهم بروكسي بروك بس هسكنك هارد ديفيوز. اهم حاجه بين فيهم اللي انا هلاقي فيها حاجه الاي سي جي. هلاقي عنده في الاي سي جي حاجه اسمها اس تي اليفيشن ان اول ليدز. طب ما هو كان في اس تي اليفيشن في الام ار قلت لك هنا ان اول ليدز يعني ايه؟ هنا الهارت كل الام اي كان في حته بس الميته كده فالحته دي كان الويف رايحه ناحيتها صح؟ فكان عنده اس تي اليفيشن في حته من الاي سي جي في حته واحده في في واحد واثنين او حته لكن هنا عنده انفلاميشن في الهول كله البيكارديوم كله انفلام صح؟ فالكهرباء في كل مكان ماشيه مين؟ من الهيرتس للديزيز ناحيه البيكارديوم كهرباء. فلو صورت من هنا او من هنا اي حته الاي سي جي كله في استيليفيشن اسمها ديفيوز اس تي ريفيشن او اس تي ريفيشن اول ليدز. بقى كده بقى غير كده حاجات كلها نورمال. اعالجه ازاي؟ رقم واحد تيبي اوف ذا كوز مين سبب حاجه زي التيبي لو كان الكوز عالج التيبي يبقى حاجه عالج الكوز زي التيبي. بنعالج التيبي ازاي؟ قلت لك كلمه ارث اللي هي مين؟ رقم واحد ارث اي ان اتش الفامبيسين ستريبتومايسين اسامبيوتول بايوزينامايد. رقم اثنين عارف ازاي مش هو عنده انفلاميشن هديله انالجيزيك اند انتي انفلاماتوري زي مين؟ زي الاندوميسيسين صح؟ لو كان عنده سيفير كيس في السيفير كيس بديله حاجه اسمها كورتيكوستيرويد اللي هو ستروند انتي انفلاماتوري. خلصنا؟ يبقى يعني بقى الكوارث عباره عن ايه؟ اكيوت انفلاميشن بيرتاني مزود اكسيوال اسبابه ايه؟ قلت رقم واحد انفكشن اميون هيتروجينيك اراديشن
وما تكفي بقى ان الفيليا بوست كوليسترول زي ما بيكشف جنرال عنده فاهم بعد كلوكال عنده شيست بين بالكارديال صح الشيست بين مواصلات قلت لك كوليسترول ستيتشنج بيسمى في التو شولدر بيزيد بمين بالموفمنت والريسبيريشن والسون بيل باي لين فور او سيتنج لما يقعد او ما يقعد هبقى على اللنك تحتاج منه يخف يعني بالكارديال قلنا عباره عن ايه سكاتشنج لو حصل ليه بيدو فريكشن بين تو لايرز اوف الفيلم بالكارديال بيختفي امتى بيزيد باي بيرسون سكوب اجل تشيست وول يختفي باي ديفلوبمنت اوف صح ولا لا صح يا هانيه مهمومه ليه كده انا شايل هم الدنيا دي عادي يعني بطنه جميله والسنه بتاعتك حلوه الناس المهمومه دي مهمومه ليه زعلان يا جماعه لا بجد والله انتوا ليه ليه زعلانين اللي زعلان زعلان ليه يعني خايف يعني خايف يعمل امتحان خايف من الامتحان؟ امتحان خايف من الامتحان؟ سؤال عبقري جدا عادي يعني الموضوع مش خلاص اطمنت لا بجد والله ليه الناس متوتره وتنشن كده ليه؟ دي سنه انا قلت قبل كده ومش بقول الكلام ده عشان اطمن الناس فعلا سنه خمسه دي اللي هو والله العظيم اقسم بالله انت اللي هو خلاص انا مش عارف لا بجد والله فعلا بجد مفيش كل الناس كانت بتنجح في سنه خمسه بلا استثناء حد في التاريخ كل واحد ما نجحش في سنه خمسه ايه يخش على اي دفعه وشوف هات طلع لي واحد ما نجحش قبل كده سنه خمسه يعني بتلاقي الدفعه مثلا 1000 واحد مثلا في عين شمس هتلاقي اللي شالوا بطنه اربعه ولا بعد ما وصلوا الامتحان هنا هتلاقي دفعه 500 اللي شالوا بطنه اثنين وبعد هم ما وصلوا الامتحان فهي قصه كده يعني فانت لو جاست انك روحت الكليه ودخلت اللجنه خلاص بتكلم بجد اقسم بالله البطنه كده ليه بقى اصل درجاتها متوزعه بطريقه عبيطه قوي طول السنه متوزعه على ولاد وحاجات انتوا عملتوا يا جماعه فوق درجات ما شاء الله عليكم رقم اثنين ان عندك عملي العملي نفسه انت بتخش تقول السلام عليكم وسام وثانك يو بتاخد الدرجه العملي مثلا انت لو 250 مثلا انت منهم بتاخد 220 ده اللي هو الطالب ال 100 خالص اللي هو عدى قدام اللجنه كده فاهم ازاي فانت ناجح ناجح انت ممكن تكون في تنشن ليه انا عارفكم عشان عاوزين تجيبوا تقدير او ترتب على الدفعه ده ممكن يكون سبب التنشن بس فالناس تريلاكس يا جماعه صحتك اهم من سنه خمسه والله يعني تخيل الاستريس ده لو جاب لك السيت الكولايتس مثلا انت استفدت من سنه خمسه بتكلم بجد يعني ساعتها هتهمك الكليه في حاجه ولا خلاص ما انا صحتي راحت اللي هو خلاص هموت بعد سنه فعاوز الكليه في ايه بقى صح ولا لا ما هي الحياه هي المعادله كده صحتها رقم واحد رقم اثنين سنه خمسه الغيبه تلاقي الناس يعني مش لازم اتكلم عشان مش عارف الناس طول السنه بتلعب ومتوتره كل شويه طب ليه طب ما كنا نذاكر النوم السنه بس خلاص اللي راح اللي عدى عدى خلاص على يا عم ديال ماشي احنا بقى في اللي جاي الفتره الجايه لسه ذاكر بهدوء عادي مش اي حاجه انت لو ذاكرت كل يوم ثلاث ساعات الفتره الجايه تقفل بطنك كل حاجه مش مشكله ثلاث ساعات اطفال كل يوم يا اواني وثلاث ساعات بطنك تلاقي الحاجه جميله وزي الفل ماشي فالدنيا سيمبل والله بس انتوا مصعبينها على نفسكم ماشي مش عارف اقول لكم ان سنه خمسه كنا بنذاكر ازاي اللي هو اصلا يعني كنا بنذاكر مذاكره كلابي جدا اللي هو والله العظيم اتكلم بجد اقسم بالله اللي هو يعني لو حد قابلني قبل امتحان بطنه باسبوعين كان يقسم بالله عشان نصرف يعني مش كلام مش محتاجه يعني كنت انا واحد صاحبي مقضينها في سنه خمسه حرفيا اكتر سنه عشنا فيها حياتنا ولا اي حاجه وبناء قبل الامتحان بشهر كده بدانا نذاكر وجبنا مذاكره الامتحانات قعدنا نحل امتحانات ونذاكر مش ونسمع لبعض ولا احنا فاهمين حاجه يلا يا ابني قول لي الكارديو قول لي الكارديو قول انا اليوم والحياه ماشيه وخلاص فالقصه سيمبل خالص وفي الاخر قلنا حللنا وزي الفل صرفنا في الاخر فالموضوع سهل يعني انك ما توترش نفسك مش عايز الناس تتوتر بس قلنا عالج ازاي البريكاردايتس عالجه ازاي الاي سي جي هلاقيه في ايه؟ الاي سي جي الليبيدنج اون ليدز طب عالجه ازاي؟ عالج الكوز صح انا عارفك زعلان من ساعه ما قلت لك مش قلت لك في الشهر انت هتوقع خالص رقم واحد عالج الكوز زي التيبي في كلمه ارسب صح رقم اثنين عامل مين كمان؟ انالجيزيك انتي فوتر رقم ثلاثه مين كمان عالج السيفير كوز بالكورتيكوستيرويد طب اخر حاجه عندنا حاجه اسمها بيريكارديال فيوجن اسمها ايه؟ بيريكارديال فيوجن يعني ايه بيريكارديال فيوجن؟ يعني حصل فيوجن في البيريكارديال ساك صح؟ يعني الفلويد مال بيكاز زي ديفينيشن عباره عن ايه اكيوميشن اوف فلويد ان بيركارديال سيت يبقى يعني بيركارديال فيوجن اكيوميشن اوف فلويد ان بيركارديال سيت ايه التولز بتاع الفيوجن يا جماعه قلنا عندنا اربع حاجات تعمل فيوجن رقم واحد ممكن يكون ترانس يونت رقم اثنين ممكن يكون اكس يونت رقم ثلاثه ممكن يكون هيموجيك رقم اربعه ممكن يكون كايلس اللي يعمل فيوجن اربع حاجات اكس يونت ترانس يونت هيموجيك كايلس ازاي الكايلس ده غالبا هيحصل له لمفاتيك اوبستراكشن صح لمفاتيك اوبستراكشن فالفلويد الكارديال بيركارديال مليان لمف
بعرفه زي الرم. قلت لك لونه بيبقى ميلكي وايت صح؟ ميلكي وايتش. طب بعد كده هيموجيك امتى يحصل؟ لو واحد ما واحد مثلا موقف ده التروما في البريكارديوم كده، واحد خد التروما صح ولا لا، او راح حصل له رابشر او اوتيك انوز رابشر انوز، الاثنين يعملوا هيموجيك افيوجن. يبقى رقم واحد اكس ري ترانسفيت وكايلس وهيموجيك. كايلس حصل امتى؟ قلت لك ليمفاتيك اوبستراكشن لونه ميلكي وايت. الهيموجيك حصل امتى؟ بتروما او رابشر انوز. طب الاكس ري ترانسفيت قلت كلمه اكس ري يعني اكسترا صح؟ يعني في كل حاجه عاليه، يعني الفلود مليان سيلز ومليان بروتين وهاي سبيسيفيك جرافيت، مليان سيلز ومليان بروتين، وبالتالي سبيسيفيك جرافيت عاليه. مين اللي بيعمل اكس ري؟ نفس اسباب مين؟ البيركارديال فيوجن، نفس اسباب البيركارديال بيركارديتس. الاكس ري هو حق لازم دي كلها. طب اخر حاجه للترانسفيرت، قلت الترانسفيرت يحصل لحاجه من اتنين، مش انا عندنا بروتين في البيسل هيدروستاتيك واوزموتيك، قلت يا اما زاد قوه الدفع زاد الهيدروستاتيك بيشر، يا اما قل قوه الشفط قل الاوزموتيك صح؟ يبقى الترانسفيرت حاجه من اتنين، يا اما زاد الهيدروستاتيك بيشر يا اما قل الاوزموتيك بيشر صح؟ ايه اللي زود الهيدروستاتيك؟ اي حاجه عامله كونجيشن. اللي بيعمل كونجيشن في السيركيشن هيزود الهيدروستاتيك. مين اللي بيعمل كونجيشن؟ ده الهارت فيجر. يبقى اللي زود الهيدروستاتيك بيشر هو مين؟ الهارت فيجر صح؟ ده يزود الهيدروستاتيك يعمل الترانسفيرت. طب مين قال الاوزموتيك بيشر؟ قلت لك المسؤول عن الاوزموتيك قوه الشفط ده مين؟ هو الالبومين. واحد ما عندوش البومين ليه؟ ما بياكلش البومين. رقم واحد مان نيوتريشن صح؟ ما بيعملش ابزوربشن. مال ابزوربشن بياكل وبيابزورب، بس الليفر مش عارف يصنع البومين. ليفر سيروز او ليفر سيل فيلير بياكل وبيعمل ابزورب والليفر بيصنع، بس الكدني بيتوقع في اليوم. حاجه اسمها نيفروتيك سندروم صح ولا لا؟ يبقى يعني ايه تاني بيركارديال فيوجن؟ قلت عباره عن ايه؟ اكيوميليشن اوف فلويد في البيركارديال ساك صح؟ اسبابه مين؟ قلت اكسيوت ترانسفيت كالس موجيك. الكالس سبب نيفاتيك اوبستراكشن صح؟ والهيموجيك مين؟ تروما او ربش او تكنوز. طب بعد كده الاكسيوت الترانسفيت سبب الاكسيوت نفس اسباب ده انفكشن كلها وانفلامشن وكده. طب والترانسفيت مين؟ يا اما زاد الهيدروستاتيك يا اما الاوزموتيك بيشر. اللي زاد الهيدروستاتيك بليتش والهارت فيلير. ولا الاوزموتيك مين؟ نقص البروتين. يا اما مان نيوتريشن ما بيقولش، ما الابزوربشن، يا اما الليفر ما بيصنعش. ليفر سيل فيلير الكدني متوقع النيفروتكس. الكلام سهل. ايه الكلينيكال بيشر بتاعت البيكارديال فيوجن؟ قلت لك عامل فيوجن ده هيشتكي منين؟ لما يكون الهارت متحوط كده بفيوجن يحصل ايه؟ قلت لك لو الهارت متحوط بفيوجن يحصل ايه؟ الميه اللي حوالين القلب هتعمل ايه؟ الكيس مليان ميه، فالميه دي هتضغط على القلب، هتضغط على القلب فتفعص القلب في النص. لو عندي بالكارديال فيوجن هتعمل كومبريشن على الهارت، فالقلب هيتفعص في النص، هيبقى رفيع كده. الميه ضغط على الهارت، لو القلب اتفعص هيعرف يستقبل دم من بره؟ لا، فيحصل له سيستميك كونجيشن. ده ما يعرف السيركيشن، وده مش عارف، هو مفقوس مش عارف يريلاكس، مش عارف يستقبل دم، ما استقبلش، هيعرف يدق حاجه؟ لا، فعنده لو كاردياك اوتبوت صح؟ يبقى عنده رقم واحد من السيرف سيستم كونجيشن مانيفيستيشن لو كاردياك. ايه عوض اللو كاردياك اوتبوت؟ قلنا عوض اللو كاردياك حاجات كلها مين هي؟ قلت عوض اللو كاردياك اوتبوت ثلاث حاجات مهمين، سي ان اس، سي بي اس، رينال. مين هم؟ ثلاثه مهمين. مين هم؟ سي ان اس، سي بي اس، هنا. وبعد كده امسك العيان، اديني ثلاث حاجات مهمين، سي ان اس، سي بي اس، هنا. امسك العيان الاقي حاجتين محفل السكن تحت سكلتال مصر، واثنين بي بلس بلاد بريشر. العيان فيها ايه؟ سكن تحتها سكلتال بلس بلاد بريشر. الثاني الاقي عنده ايه؟ سكن وسكلتال مصر، اشوف فيهم ايه؟ وبعدين بي بلس بلاد بريشر. رقم واحد سي ان اس يحصل ايه على مستوى البي؟ ما فيش دم. يحصل له ايه؟ يحصل له هيدك ديزنس سينكوب. يحصل له ايه؟ هيدك ديزنس سينكوب. على مستوى السي بي اس ما فيش دم. يحصل له ايه؟ اسكيميك هارت ديزيز. على مستوى الكدني ما فيش دم. يحصل له اولوجوريا ورينال فيلير. على مستوى الكدني ما فيش دم. يحصل له كولد سكن وبريفرال ساينوز. على مستوى السكلتال مصر ما فيش دم. يحصل له ايه؟ يحصل له فاتيج وانترميتنت كلوديكيشن. على مستوى البلس يبقى عنده باور ضعيف، يبقى عنده رابيد ويك بلس صح؟ البلد بريشر يبقى عنده لو سيستول، لو سيستول بلد بريشر، بس دي كابيتيتد. يبقى دي عوض اللوكال ديك 3 سي، سي ان اس مهمين، سي في اس ايه ثلاث اعضاء مهمين، وبعد كده الان سكن اس كده مصر، بعد كده بلس بلد بريشر صعبه. طب ايه عوض السيستميك كونجيشن؟ قلت لك العالم سيستميك كونجيشن اربع حاجات ايه فاكرين؟ قلت قلنا سهران وعرقان صح؟ مورم وهزلان صح؟ السيستميك سهران وعرقان، مورم وهزلان. سهران يعني عنده ايه؟ رقم واحد عنده انسومنيا، مش عارف ينام، كل ما ينام بيزيد الفينس كونجيشن صح؟ انسومنيا، الدم بيجي الهارت اكتر فيحصل ديزني انسومنيا. عرقان عنده ايه؟ عشان عنده هارت فيلير يعتبر، في كونديشن على الهارت، فاي مجهود يتعبه، يبقى عرقان ليه؟ عنده سويتنج ونوستايد اكتيفيتي، حرفيا عيان البيكارد افيجن ده، لو كان سيفير لو اتكلم بس ممكن يموت، يقول لك يعني ممنوع حد يخش يزوره عشان ما يتكلمش مع حد، لانه بيحصل له سويتنج وتعب بسرعه او ما يقدرش يستحمل، كل شويه تاك كارد وحاجات من دي، يبقى كمان عنده انسومنيا، عرقان عنده سويتنج ونوستايد اكتيفيتي، مورم وهزلان، هزلان عنده حاجه اسمها كارديا كشيفسي، اشمعنى؟ لو في فيوجن في سيستم كونديشن فالجي اي تي مش عارف فضي، فالجي اي تي كونجستد فيحصل يخس. يخس بسبب القلب اسمها كارديا كاشيكسيا صح؟ طب مورم يعني العين كله مورم، عنده ايه؟ عنده من تحت لفوق، عنده لور لمب ايديما واسايتس واللارج تندر ليفر وكونجيسن نجم، كله مورم عشان ما فيش حاجه عارفه تفضل القلب، القلب كله كونجيسن مش بيستقبل المورم، يبقى عنده مورم، عنده من تحت لفوق، عنده لور لمب ايديما في بطنه، عنده ايه؟ اسايتس اللارج تندر ليفر وكونجيسن نجم، خلصنا؟ يبقى لك انت بشر. قلت رقم واحد لو كارديا، رقم اثنين سيستميك، ايه عنده لو كارديا؟
قلت لها ده مهمين سين اس سي بي سي نت صح؟ قلت لها عين كلها سكينس كده مصر بس بلاد بريشر. طب بارك السيستمك قلت لك سهرانه على انسوميا وسويتنج اون ستيت اكتيفيتي. المهم مهزدان كاودا كشيكسي المهم يعني عنده ايه؟ عنده لو ليمبيريما اسايتس ان لوجيك تندر ايف وبارك عامل كونديشن ليك بي. طب بارك كده هزود ايه كمان؟ اعراض البنكارد اللي فيش هي الكلينيك بيشر. قلت له كاودا سيستمك زود لي عليهم حاجات بحرف البي. هزود اربعه بي ده هي بين بريشر بري بارادوكسس مين هم؟ بين بريشر بري بارادوكسس. طب وهنا عنده بين ليه؟ ما هو البنكارد عمال يحصل له ستيتش عمال يتملى ميه ويحصل له اوفر ستيتش فيحصل تشيست بين. يبقى بين عنده حاجه اسمها ضل ايكنج بين. رقم اثنين البريشر. ما هو البنكارد لما يتملى الفلويد هيضغط على الحاجات اللي حواليه يعمل بريشر على ثلاث حاجات يضغط على اللنج فيعمل ديزنيا ويضغط على الاسوفكس فيعمل ديسفيكيا والليفت الكاونت اند نيرف يعمل هوس انفوس. يبقى بريشر على ثلاث حاجات بين هم على اللنج يعمل ديزنيا صح؟ على الليفت الكاونت يعمل هوس اوف فويس على اليمين كمان على سوفكس يعمل ديسفيجن بين البريشر صح؟ بقى كده بري باروكسس البري يعني عنده حاجه اسمها بري بوزيشن يعني عنده فيوجن فمقعد بميل لحط المخده وميل كده كان حد بيصلي ليه عشان الفيوجن ينزل قدام بعيد عن اللانج عشان يعرف يتنفس اسمها بري بوزيشن صح؟ طب بقى كده باروكسس يعني ايه؟ عنده حاجه اسمها بالسس باروكسس صح؟ يعني ايه؟ يعني عنده ايه؟ استنى اسبيريشن البوزيشن بتاعه بيقول لي عشان اعرف اسمه بس فكده عرفنا في عن بالز بالوكس انت عرفنا في العمل. اخر حاجه هزود حته اسمها ايه؟ اسمها كوزموت ساين. اسمها كوزموت ساين يعني ايه؟ كوزموت ساين بيحصل له انسبيراتو الفيلم اوف نيك فين. استنى اسبيريشن نيك فين بتتملي ليه؟ الدم بقى جاي استنى اسبيريشن عشان يخش الهارت تيجي الهارت ده كونجست وعليه فيوجن فالدم يسمع في النيك فين خلاص. يبقى كده كبكش قلت له كارديك وسيستميك زودت اربعه بين بريشر و بري بالوكس بين عنده ضل ايكنج فين بريشر تعالى حاجات اللنج يحصل ديسفيجر وسوفكس اللنج ديزنيا الرسوب كذا سفجر الليفت كانت تحصل هوسس. طب بعد كده بير بوزيشن وبالسس بالوس وزود كوزمول ساين. طب ايه الانفيستيكشن ممكن اعملها هنا؟ ايه الانفيستيكشن ممكن طبعا الاكزامينشن بتاعه البالبيشن الكلام ده كله عملي. طب بعد ايه الانفيستيكشن اعملها بالكاري فيجن؟ نفس الحاجات 2 اي و2 سي وبرامكس 2 اي لو مهم اي سي جي واي و2 سي كارد سي كاست او اكس صح؟ الاكسيري عنده ايه؟ هل الهارت حواليه ميه بالشكل ده؟ المفروض الهارت كان شكله كده هنا القلب حواليه ميه فالميه عامله كده شكل فلاسك صح؟ ده بي عامل كده اكتر عارفين اسمها ايه؟ اسمها فلاسك شيب هارت. فلاسك شيب هارت. طب والايكو بيبان ايه؟ قلت الايكو بيبان كميه الافيوجن. الايكو بيقيس لك قد ايه افيوجن حوالين القلب صح؟ الاماونت صح؟ الايكو بيعمل ايه؟ قلت ديتكت اماونت اند سيفيريتي اوف اوكلوجن. يقول لك الكميه كتير مايلد ولا مودريت ولا سيفير. طب بعد كده الاي سي جي بقى هيبان ايه؟ قلت لك الاي سي جي اللي عند الهارت حواليه ميه بالشكل ده كده. انا حاطط ايدي على سجل العين المفروض تسجل الكهرباء بتاعت القلب بس بين الاي سي جي وبين القلب في ميه صح؟ فمش عارفين نسجل فالويف ما تبانش كده واضحه لا تبان ضعيفه قوي كده. اسمها ايه؟ اسمها لو فولتج اي سي جي. اسمها ايه؟ لو فولتج اي سي جي. اخر حاجه عشان ده افيوجن ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد منه عينه اسبيريشن ليه؟ عشان اشوف هو اكسلنت ولا دانسويت ولا هيموج ولا وايت فايروس. ما هنشوفه بشكله يبقى اعمل حاجه اسمها اسبيريشن او اسمها بالكارديوسينتيسيس. هسحب عينه واحللها صعبه. يبقى نفس الكلام اعمل حاجه الايكو عامل ايه؟ قلت لك الاماونت والسيفيريتي صح؟ الاكس ايه عملت ايه؟ قلت لك حاجه اسمها فلاسك شيب هارت ودبل كنترول. طب بعد كده اي سي جي باين ايه؟ قلت لك لو فولتج ويف مش باينه عشان في ميه. اخر حاجه اسبيريشن اعالجه ازاي اللي عنده؟ اللي عنده فيجن بيعالجه ازاي؟ رقم واحد التريتمنت اوف ذا كوز اشهر كوز هو مين هو التي بي بيعالجه ازاي؟ كلمه ارسل لسه قايلها. رقم اثنين بعمل ايه كمان بعالج ازاي؟ كمان عنده فيوجن ممكن افتح البيركاريوم على حاجه جنبه اعمل حاجه اسمها بيركاريو بلورال ويندو عشان يفضل ميه في البلور او بيركاريو بروتين ويندو يفضل في البروتين. بعمل حاجه اسمها ايه؟ بيركاريو بلورال ويندو او بيركاريو بروتين ويندو. طب ايه كمان؟ ممكن اسحب الفلويد ده صح؟ اعمل اسبيريشن. طب وانا بسحبه لو لقيت فيه بصيبه في هنا بكتيريا ولا لا؟ فبعد ما اسحب اروح اعمل انا انتي بيوتيك صح؟ ممكن اعمل حاجه اسمها بيركاريال اسبيريشن صح؟ او بيركاريال سيديز اللي هو بعمل ايه؟ اعمل درينج اوف بس ويز انجكشن اوف انتي بيوتيك صح ولا لا؟ طب اخر حاجه ممكن الغي البيركارديوم ده ازاي؟ الزقه في بعضه. احقن الماده تلزق الطبقتين في بعض. فلو لزقوا خلاص مش هيحصل فيوجن. اسمها بيركارديو ديزيز. اسمها ايه؟ بيركارديو ديزيز. يعني ايه؟ يعني ادهيجن بتوين تو لايرز اوف بيركارديوم. ازاي؟ باحن باي انجكشن اوف تتراسايكلين او كونسنتريتد جلوكوز. ايه التريتمنت الثاني؟ قلت له رقم واحد بعالج الجزء التي بي. رقم اثنين بعمل ايه كمان؟ بيركارديو جلو فيستر بيركارديو تيرست. طب بعد كده اعمل حاجه اسمها اسبيريشن ويز انرج بس والانجكشن فايز. اخر حاجه اعمل ايه؟ بيركارديو ديزيز. ممكن اسمع البيركاريس والفيوجن الاثنين مع بعض. يعني ايه بيركاريس؟ هو عباره عن ايه؟ اكيوت انفلاميشن بيركاريوم وزاود اكسيريشن اسبابه انفكشن اميون ايتوجينيك ايراديشن. ايه كمان؟ انفلتيشن. ايه كمان؟ رينال فيلير ومادة فيبر بوست كاريوس ونجيك. البيكش عنده ايه؟ عنده جينرال عنده فهم صح؟ وبعد كده شيست من بيركاريوم البين كان هيل سايت هيل كاركتر ده السايت انتستينال كاركتر ستيتشنج اديشن تو شولدر ديوريشن مالوش ديوريشن وات انكريز بيزيد بايه؟ بالموفمنت وريسبيريشن وريسبونس انكريز بالسيتنج ولينو فور صح؟ طب ليه حصل بيركاريوم؟ ديو تو فريكشن بتوين فور اوف الفيلم بيركاريوم.
كنت بشخصه زي بالبارايس اللي سي عندي حاجه اسمها الليفيتد اس تي ان اون ميت والعلاج على الجلوكوز زي تي بي وده انا جزء انت ماده زي الاندومسل ولو كان سي في دي كنت بستويد صح يعني بالكارد ديفيشن بقى قلت بقى ايه اكيوميليشن اوف فلويد مش سامع امبيريكال تاك يا اما ايه اسبابه اكسل ترانزيت هيموجيك فايلز الكاريس لايفيتد اوبستراكشن الهيموج ده توما او اوت كان اسمه اوبشن طب الاكسل نفسه سبب الكاريس طب الترانزيت قلت مين ناصروز يعني زال هيدروسيتك يرمز بده اللي زال هيدروسيتك بيقولنا مين هارت فيل يرمز بده كل مين مانيوتش مال ابسورش لبسوس هنا نفوتوسن اي حاجه قلت البروتين لكن كده بيقولنا ايه رقم احمر في سيوف لوكاد ايه هي قلنا لوكا ده سيب كونديشن مع بعض بين بيشر بيبر ومسوس اللوكا ده يحصل ايه سي بي اس سي ان اس صح السي ان اس يحصل ايه هيدي ديزنس في بوب السي بي اس عنده ايه السكين كارد صح هنا اللي عنده ايه اولوجيا وهنا الفيليا طب بعد كده همسك العين السكين سكيد المصل بلس بلس مش السكين ماله مفيش دم وصل اه السكين عنده كود وبيفرن ساينوس السكين المصل عنده ايه باتيج و انت ميتنت كوميونيكيشن صح طب بلس عنده ايه يا هنيا وده في بلس بعد كده بين البشر بين باروكسس بين بين بوزيشن بوزيشن حاجه اسمها بالسس باروكسس وبوز بوزيشن اشخص زي ده حاجه الاي سي جي عنده ايه لو فولت الاي سي جي صح واعمل ايه كمان الاكس راي لايف كلاس شيب ده هارت واعمل حاجه اسمها بيكابيو سنتيز او اسبيريشن صح عشان اشوف الاكس ده اتاس ولا ايه اعالج ازاي اعالج الكوز زي التي في بالهرسب صح بعد كده كمان اعمل بيكابيو بروكسترا بيكابيو تيرنس بعد كده اعمل بيكابيو سنتيز اعمل اسبيريشن اوف ديز دينج اوف باس ويز انجكشن اوف انتي بيوتيك صح اخر حاجه بيكابيو ديزيز يعني ديجا بتوين فوريو عاملين انجكشن اوف تيتروسايكل او كونسوليد في حاجه اسمها كونستكتيف بيكارز نفس الكلام كله بس بنزود في الكونستكتيف عامل حاجه اسمها بيكابيو يلا يعني في فايبوس في البيكارديو فلما يركز يخبط في الفايبوس مش بيعمل حاجه اسمها حته في الاس اس ال وبعالجه ازاي نعالجه كونستكتيف كنا بنعمل حاجه اسمها بيكارديو كنا بنقشر البيكارديو اتسكت صح ولا لا طب بعد كده عندنا حاجه اسمها هارت فيلير ايه قصه الهارت فيلير ده ايه الديفينيشن بتاع الهارت فيلير يعني ايه هارت فيلير يا جماعه يعني الهارت بتاعنا بيضخ كميه كاردياك اوت اقل من احتياجات الجسم المفروض يضخ كاردياك اوت مكفي هنا الكاردياك اوت مش مكفي الجسم عباره عن ايه عباره عن كونديشن ويتش كلينيكال سنور اللي فيها كلينيكال سنور ويتش هارت كانت منتين كارديك اوت صح اتنورمال فيلنج بريشر القلب بيبقى دايما كويس بس الكارديك اوت مش مكفي جسمه عباره عن كلينيكال سومن ويتش هارت كانت مينتين اديكوات كارديك اوتبوت اتنورمال فيلنج بريشر ايه الكيوت بتاع الهارت فيلير عندنا حاجتين يا اما ليفت سايد هارت فيلير يا اما رايت سايد هارت فيلير ايه اللي يعمل ليفت اللي يعمل رايت احنا المفروض الهارت اهو ايه اللي يعمل ليفت سايد هارت فيلير هنا ناحيه ثلاث حاجات رقم واحد يا اما العضله نفسها مش قادره كونتاكت العضله مش قادره كونتاكت ليه العضله مش قادره كونتاكت على جنب الاسماء رقم واحد عنده مصل ديزيز صح رقم اثنين عنده الطريق مقفول قدام القلب زياده الافتر لوب او الدم اللي جاي كتير زياده مين للبيلو حد فاهم مصل دي ازاي اي مشكله في عضله القلب القلب مش قادر كونتاكت ازاي واحد عنده مايوكاردايتس مايوكارديا انفكشن مايوباسي كاردي ميوس تاني مصل دي ثلاث حاجات مايوكاردايتس مايوكارديا انفكشن مايوباسي كاردي رقم اثنين زياده الافتر لوب ازاي بقى الطريق مقفول قدام القلب في ريزيستنس صح واحد عنده هنا اورتيك ستينوزس وهنا عنده بالونه يبقى عنده هايبر تنشن وهنا عنده كو ارتيكيشن مش هنا بقى وبدايه ده كده صح كو ارتيكيشن تاني يبقى زياده الافتر الاورتيك ستينوزس هايبر تنشن كو ارتيكيشن طب حاجه مزوده للبيلور ازاي ده اللي جاي كتير ازاي جاي كتير بسبب مين واحد عنده هايبر دايناميك سيركيليشن مش ده عنده بوز شرام كتير بوز ديليتيشن ودم كتير هاي زي الهارت زي الانيميا لو فاكرين وزي الهيبرتايت كان ده واحد بس اثنين واحد عنده الجيجات هنا اللي عنده اورتيك جيج او مايتر جيج الاورتيك ده مثلا الهارت بيفتح دم يطلع ويرجع تاني فالدم طلع لتر وبعدين مشي منه نص وعنده جيش اورتك فالفيرم لما يرجع يرجع تاني نص لتر هنا بقى في نص لتر جه عليه الدم الجديد بقى على النص بقى عنده هنا كميه كبيره ولا لا حد فاهم حاجه اللي عنده الجيش ده الهارت فتح لفوق طلع الدم بس حصل الجيش رجع تاني فالدم راح نزل تاني فتجمع الدم قعد وجه عليه الدم التاني اللي جاي من السيركيشن بقى فاصبح هنا في دم ولا دمين دم من كميه كبيره اوفر اول عند الدم فاهم يبقى اللي عنده زياده في البيلوري واحد عنده مشكله هايبر دايناميك او عنده ريجيجيت ايه ريجيجيت ريجيجيت ده ليفت سايد اللي هي مين اورتيك ريجيج او مين مايتر ريجيج او عنده كونجنتال هارت ديزيز زي مين زي البي اس دي مثلا او البي اس دي اللي عنده بي اس دي كل ما الهارت كونتاكت نص الدم يطلع في الاورتا ونص يهب بالناحيه الثانيه اللي ورا فنص بيطلع هنا فالكارد الاول اللي قال ولا زاد قال
نص ده مش كده ونص ده في الاوضه فقال الكارديا طبعا هارت فيلر. يبقى اسباب النفس هارت فيلر هي رقم واحد قلت مصر اللي زي هي مايوسايت مايوكارديتس مايوكارديا انفكشن وكارديوس اي حاجه ضربه العضله مش قادر تكون ده او زيت الافتر الضيق ده مقفول او الدم اللي الحبل اللي جاي هارت فيلر الضيق ده مقفول زيت الافتر ازاي اوتك سمول سيستميك هايبرتنشن كوالتيشن في الاوضه زيت بيرو اما هايبر دايناميك سيركيوليشن يا اما الجلد في الليفت سايد او انت الجلد ما ترجع اما كمان يا اما انا عنده مين قصدي كونجيتا سيرفيس. طب اللي ايه اللي يعمل بقى وايت سيل هارت فيلير اللي تقول شوف وايت سيل هارت فيلير نفس القصه يا اما كان محل عضله مش شغاله عند موسل دي زي ما مين كمان زيت الافترنون او زيت البيلون ايه المصل مش شغال نفس الحاجات اللي بقى المصل مش شغال برضه ما يبقى ده اسمه يبقى ده فانكشن كارديوس او زيت الافتر هنا في الليفت ازاي بقى اللي زي هنا في تويد كان محل عنده بالمونري ستينوسيس صح بالمونيا هايبرتنشن بالمونيا امبولس يبقى زي الافتر الحقيقيه بالمونيا استينوزس بعدين بالمونيا هايبرتنشن بعدين بالمونيا امبولس صح. طب ايه كمان زياده البيرون بقى ازاي نفس القصه هايبر دايناميك سيبريشن صح او الجيجات في الناحيه دي بالمونيا جيج او الدايجست بالجيج صح او كونجيت هارت دي زي برضه في اس دي والاس دي كله. ما هو البي سي دي لما الدم يجي هنا لهنا هيحمل على زياده فمعناها دي احسن هارت فيلير برضه حد فاهمني ولا لا؟ طب ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت هارت فيلير؟ اللي عندي هيشتكي من ايه؟ ايه الكلينيكال بيكشر؟ تعال نشوف الاول ليفت سايد هيشتكي من ليفت سايد هارت فيلير وهو رايت سايد هارت فيلير. اللي عنده ليفت هيشتكي من ايه؟ لو عنده ليفت سايد هارت فيلير ده هل الليفت سايد ادي كونتاكت؟ قلنا لا مفيش دم ده مش ادي كونتاكت مفيش دم طالع هنا. يعني الكارديك قال له زاد قال الكارديك يبقى كمان عنده ما نفسش في لوك كارديك قال رقم اثنين ده لو مش ادي كونتاكت الدم يفضل قاعد جواه صح؟ فيجي الاتم فضل ما يعرفش الدم يفضل قاعد هنا فده يسمع في مين؟ في اللونج يحصل له حاجه اسمها بالمونري كونجيشن صح؟ يبقى الليفت بيعمل حاجتين هما لوكاديك بالمونري كونجيشن. طب الرايت سايد بيعمل ايه بقى؟ اللي عنده رايت سايد هارت فيلير ده هل ده هدي كونتاكت؟ لا مش قادر يضخ الدم فمفيش دم هيروح هنا مفيش دم هيلف اللفت يبقى كمان عنده لوكاديك اوت صح؟ ده مش ما اداش دم فمفيش دم واحد لفت فمفيش هيضخ حاجه. رقم اثنين لما يكون ده بايظ الدم هيسمع في مين؟ في السيستميك يحصل له سيستميك كونجيشن صح؟ تعال نشوف اللفت رقم واحد اللفت عنده لوكاديك وكبرنا ايه عاوز انه كارديك اوت قلنا مين لسه قايل سي ان اس سي بي اس ورينا وبعد كده سكن سكن ده مصر بالس بلس بيش لسه قايل في لسه قايل في كده فيوجن. طب ايه عاوز البنون كونديشن بنون بيحصل ايه الاثنين كاف كده الاثنين حرف الكاف ايه كحه وكاشه كحه وكاشه كف كاش نفس ديزني او اكزيشنال ديزني صح وبعد كده اثنين اديما اثنين اديما بلون اديما بالمون اديما واسمع لي حاجه اسمها بايلاترال بيسال فيرميتيشن مش معنى ما حصل كونجيشن فالفاير بقى فيها كونجيشن بقى فيها فلويد كده فالهواء يخش جوه يخبط يعمل صوت الفيرميتيشن يبقى عنده ايه؟ اثنين كاب كحه وكشه كف ديزنيا اثنين اديما بلويد اديما بالمونري اديما صح بلويد انفيوجن بالمونري اديما بالمونري اديما عشان الدم اتجمع هو بلويد انفيوجن عشان في كونجيشن في مش عارف فض برضه كمان بلويد انفيوجن بعد كده بايلاترال بيسال فيرميتيشن. طب عرض بقى تسال هتفيل هي قلت لك لو كنت بقول لك هي من نفس الكلام ده سي بي اس سي ان اس هنا سكيس كان بطل بشر. طب بعد كده عند السيستم كونديشن لسه ان هي سهران وعرقان مواد مهزله سيستم كونديشن سوميا سويتنج مواد كاشيكسيا وكاشيكسيا وبعد كده مواد اللي هو الليمبيدي مقصص كل حاجه. طب ايه الانفستيجيشن معمول هنا عن هارت فيلر؟ ايه الانفستيجيشن؟ اثنين ايه نفس الكلام اي سي جي وايكو اثنين سي كارديسان وكاستر وبنامكس كلهم بيعملوا ايه؟ بقول لهم كلهم كده ديتكت كوز ديتكت كوز اند تشامبر انلارجمنت تشامبر انلارجمنت هزود كلمه واحده الايكو بيبين حاجه اسمها ايه؟ ديتكت ايجكشن فراكشن لو قل عن 45% يعني ايه ايجكشن فراكشن؟ الايكو بيقيس كميه الدم اللي طالعه من القلب لو الكميه دي اقل من 45% من الموجوده جوه القلب يعني هو عنده 100 سم ضخ منهم 60 يبقى حلو ضخ منهم 30 يبقى وحش لو ضخ اقل من 45% يبقى عنده هارت فيلير يبقى الايكو بيبين حاجه زي اسمها ايه؟ ايجكشن فراكشن قلت لك لو قل عن 45% عنده هارت فيلير بزود حاجه كمان اسمها ايه؟ اسمها بي ان بي صح؟ ده ماده زي الايه اللي بيه كده صح؟ ناتيوريتك ببتدي طالع من الفنتجات صح؟ لو زاد عن 500 يبقى عنده هارت فيلير. يبقى الانفستيشن نفس السكيما كلها بقول ايه؟ ديتكت الكوز والتشامبر بزود مين؟ في الايكو بزود انه بيعمل ايجكشن فراكشن لو قل عن 45% وبزود حاجه اسمها بيتا ناتيوريتك ببتدي لو قل عن مين؟ بين ناتيوريتك ببتدي لو قل لو زاد عن 500. طب اعالج ازاي العيان بتاع الهارت فيلير ده؟ نفس علاج مين؟ الهايبرتنشن صح؟ اللي هو رقم واحد فازو دايلتور عارفينهم؟ دولازين دازوكسين بروكسيسون نوبسايد رقم اثنين ارس عارفينهم؟ لوزاتين فلزاتين رقم ثلاثة اس انهبتو عارفينهم كابتن هنا كابتن بيل هنا انا بيل زينو بيل انا بيل صح ولا؟ طب ايه كمان مش هدي كاسيا في بروك هدي مين ممكن بازو دايليتور صح قلناها وازود كمان نيتو نايتريت صح ولا؟ طب ايه كمان ازود دايريتك اللي هي مين قلنا لوب صح وسايد ومين كمان بوتاسيوم سبيرين هزود في الاخر ديجيتاليز الديجيتاليز بيعمل حاجتين هما رقم واحد بيزود الكونتراكتيليتي رقم اثنين بيزود الاكزايتابيلتي الديجيتال اكشن بيعمل بيزود الكونتراكتيليتي ويزود الاكزايتابيلتي صح ويقلل الكونتراكتيليتي الديجيتاليز بيعمل بيعمل انهبيشن لحاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب يخلي الصوديوم
يفضل قاعد جوه الخليه جوه المفصل، فالصوديوم هيفضل قاعد جوه القاعده المفصل بيشد الكالسيوم، فالكالسيوم يخش يزود الكونتراكتيل، الكالسيوم بيعمل سلايدنج وبعدين اوفر ماشين فيزيد الكونتراكشن. حد فاهم حاجه؟ الديجيتال بيعمل اهم حاجه وقت بيزود الكونتراكتيل وبيزود الكونتراكتيل. مشاكل الديجيتال زي ايه مشاكله؟ اكتر حاجه خايف عليها الديجيتال حاجه اسمها ديجيتال توكسيسيتي، صح؟ اللي عنده ديجيتال توكسيسيتي يشتكي من ايه؟ ايه الكلينيكال بيكشر؟ رقم واحد يحصل له جي اي تي مانيفستيشن، صح؟ الديجيتال توكسيسيتي سايد افكت بتاعتها تعمل ايه؟ 2 جي. رقم واحد جي اي تي ابسيت ام اس كيو، يقول لك اول حاجه تحصل في التوكسيسيتي مين جي اي تي ابسيت، يحصل له انوركسيا نوزيا فومتنج، جي اي تي ابسيت انوركسيا نوزيا فومتنج، والجي الثاني يحصل له جاينيكو ماستير، يبقى الجي زي ما 2 جي جي اي تي ابسيت جاينيكو ماستير، ويعمل ايه كمان؟ يعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن، يحصل له هيريك وفوتوفوبيا ويلو جرين فيجن، يشوف كده حاجات لونها اصفر اخضر كده، يبقى عشان الديجيتال اصلا توكسيك على النيرف ستيشن. يبقى خلاص ايه عرض الديجيتال توكسيسيتي؟ قلت 2 جي جي اي تي ابسيت انوركسيا نوزيا فومتنج، وكمان قلت جاينيكو ماستير، وبعد كده نيورولوجيكال يحصل ايه؟ هيريك ديزنس فوتوفوبيا يلو جرين فيجن، صح؟ ايه اللي بيزود الديجيتال توكسيسيتي؟ ايه البريسيبيتيتنج فاكتور اوف ديجيتال توكسيسيتي؟ ايه الحاجات اللي بتزود توكسيسيتي؟ قلت لك اي حاجه تزود الديجيتال. ازاي؟ قلت لك لو قل استخدام اعرف الدم كتير، او قل اخراجه ما مشيش من الجسم، او زاد شغله، ايه اللي يزود الديجيتال توكسيسيتي؟ ايه البريسيبيتيتنج فاكتور اوف ديجيتال؟ ده سؤال مهم. قلت لك ايه؟ قل استخدامه، صح؟ وبعدين قل اخراجه، وبعدين زاد شغله. قل استخدامه ازاي؟ واحد عنده هايبوثايرويدزم، هل بيستهلك حاجه ده؟ ما قلنا اللي عنده ما عندوش ميتابوليزم اصلا فبيستهلكش الجلد، فيفضل قاعد فتره طويله، ياكل الجرعه الثانيه فيحصل اكيوميشن بقى، حد فاهم؟ او واحد عنده مايوكارد انفكشن، اللي عنده انفكشن ده في جزء كبير ميت من القلب، وانت خدت الجرعه كامله، ففي حته من القلب ما استخدمتش الديجيتالز، فانت وفرت شويه ديجيتالز، خدت الجرعه بعدها وبعدها فعمال توفر كميه 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 لما يحصل توكسيستي، حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد حالتين قل استخدامه، يا اما هايبوثايرويدزم مفيش ميتابوليزم، يا اما مايوكارد انفكشن حته ميته، فانت في حته ما بتاخدش ديجيتالز، فانت بتوفر في كميه ديجيتالز انت عمال تاخدها دي، عمال جزء يفضل قاعد في الدم. يبقى قال استخدامه هايبوثايرويدزم مهم. قال لي اخرجه ازاي؟ يا اما عنده هنا الفيليا يا اما اولد ايج. يبقى قال لي اخرجه حالتين، هي هنا الفيليا والاولد ايج، الكدني بايظه فمش عارف يخرجه بقى قاعد في الجسم، صح؟ رقم ثلاثه زاد شغله ازاي؟ زاد شغله ازاي؟ الديجيتالز اصلا كان بيحصل بيشتغل عن طريق بيحصل ما بينه وبين البوتاسيوم كومبيتيشن، بيشتغل باي كومبيتيشن ويز بوتاسيوم، هو عاوز يوصل للبوتاسيوم قصادي بوتاسيوم الكريز بوند، والبوتاسيوم عاوز يشتغل بيحصل كومبيتيشن. يعني لو قال البوتاسيوم انت كده خليت الكومبيتيشن بقى تشتغل بس يشتغل منفرد بقوه، فاللي قال يزود شغل البوتاسيوم يقل او الصوديوم يزيد، مش هو كان بيزود الصوديوم جوه عشان يشيل الكالسيوم، فلو الصوديوم زاد يشتغل او البوتاسيوم قل، يبقى زاد شغله ازاي؟ قل البوتاسيوم او زاد الصوديوم. يبقى ايه اللي بيسبب ده؟ بيقول لك ثلاث حاجات، قلنا ثلاث حاجات، قل استخدامه هايبوثايرويدزم ام اي، قل يخرجه هنا فول اولد ايج، زاد شغله لو عندي مين؟ نقص البوتاسيوم زاد الصوديوم، صح ولا لا؟ ازاي اعالج الديجيتال توكسيستي؟ اعالجها ازاي؟ اقول له رقم واحد ازاي اعالجها؟ اكمل ازاي ولا عنده توكسيستي اعالجها ازاي؟ رقم واحد ستوب حاجتين، ستوب ديجيتالز وستوب دايوتكس. ديجيتالز دايوتك ليه؟ الديجيتالز خلاص ما حصل توكسيستي هوقفه، اوقف الدايوتك ليه؟ عشان الدايوتك بتعمل ايه؟ هايبوكاليميا، بتقلل البوتاسيوم فيزيد شغله، حد فاهم حاجه؟ فانا اوقف الاثنين دول، ستوب ديجيتالز ستوب دايوتك. وبعدين ادي مين بقى؟ ادي الحاجه العكس بقى اللي هو ايه؟ مش ادي له بوتاسيوم، مش هو بيتنافس معاه؟ هدي المنافس بتاعه، ادي بوتاسيوم وادي مين؟ ديجيتالز انتي بودي، حاجه اسمها ديجي بايرن، ده دواء بيمسك في الانتر فاسكولار ديجيتالز ويعمل له اكسكيوشن. يبقى ازاي اعالجها؟ قلت ستوب ديجيتالز ستوب دايوتك، اثنين دي وادي مين؟ ادي بوتاسيوم وادي ديجيتالز انتي بودي اسمه ديجي بايرن. كلام صعب؟ ايه كمان عليك بالهارت فيلر؟ ممكن احط لي عندي حاجه اسمها بيس ميكر او كارديال كيس سنكرونايزيشن، حاجات سهله، او اعمل له حاجه اسمها ايه كمان؟ ديني سيكشن، اسحب منه دم بالتوريكيت والحاجات دي كلها، كلام سهل. حاجه اسمها اكيوت بالمونري ايديما اللي هي اكيوت هارت فيلر سهله، صح؟ الاكيوت هارت فيلر عيان نفس هو هارت فيلر بس سيفير شويه، عنده سيفير ديزنا وديزنيا وسيفير سويتنج وعنده ساينيز وكريبتيشن، فعالجها زي نفس العلاج بس بيزود له حاجه اسمها مورفين، صح ولا لا؟ طيب طبعا في حاجه اسمها ريفراكتو هارت فيلير، صح؟ اللي هو عيان متشخص غلط او متعالج غلط او مين كمان او ما عالجش الكوز، كان حاله انا شخص صح او عالجه صح او عالج الكوز، محتاج اقول اكتر من كده. في حاجه اسمها دايستوليك هارت فيلير، صح؟ القلب مش عارف يريلاكس، كان حاله عندي دواء اسمه ايه؟ كالسيوم تشانل، صح؟ ممكن اسمع الهارت فيلير كله على بعض؟ يعني ايه هارت فيلير؟ نسال واحد واحد احسن؟ احسن صح؟ يعني ايه هارت فيلير يا اسماء؟ طبعا مش قادر يا دكتور تاني. اللي جنبها ايه الايتيولوجي؟ خلاص بقى هو دي كافيه. لو هو رايت سايد او مع بعض احسن؟ صح؟ ايه الديفينيشن؟ كلينيكال سيولوجي هاو تو كانت بامب اديكوات كارديك اوتبوت ات نورمال فيلنج مش يا جماعه. الايتيولوجي ولا مين؟ رقم واحد ليفت سايد اسمه ايه؟ رقم واحد مصري ليز اللي هو ايه؟ مايوكارديتس مايوكارديا انفكشن مايوكس. زي الافتر لود في الليفت. اوتيك ستنوز هايبرتنشن كوالفيكيشن
على فكره والله في حاجه في البطن محتاجه حفظ والله سيستم دماغ خلاص ارسم الهارت واللي يعمل ليت سايد يورد بس خلاص ولا بس يعني انا والله ما حافظش ما اعرفش ما حافظ اي حاجه كلها ماشيه كده يعني بالحب كده. طب ايه اللي زود اللي بيقولوا رقم واحد مين هايبر دايناميك سوليوشن رقم 2 رقم 2 لسه مش مطمر رقم 2 الجهاز بتاعه الليفت سايد والفالفات اللي كونجيت بتاعه الليفت سايد. طب بقى كده ايه اللي عملت سنه في بقى سيل لو تقول ازاي بالمونه استنوز اكيد منطقي بالمونه بنتش بالمونه بولس وزاد لي بيقول نفس الحاجات بتاع نفس خلاص يعني الجهاز ده مش هيقعد الليفت سايد في اللوكا ده والمونه كونجيت اللوكا ده كامل ايه لوكا ده كامل ايه سينيس سينيس بعد كده الناس بتقلب في الورق سينيس كده نص الورق بس بلاد بريشر صح. طب ايه عرض البرنامج كونديشن 2 كحه كده كده كحه وكشه صف ديزني 2 انفيوجن برو انفيوجن برنامج كونديشن صح كده بعد كده بايلت بس كده. طب ايه عرض الويت سايد في ليه لو بروجكت واز اس ايه عرض سن كونديشن اللي من سهران وعقان كده انفيزيشن نفس الاربعه كلهم بيتك كوزو تشامبر هزود ايجكشن فانكشن 45 وبي ان بي اكتر من 500. بعد كده عالج ازاي نفس علاج هابت زودت بين ديجيتالز بيعمل ايه بيزود الكونتاكتيفيتي والاكسسبيليتي وقال لك بيشتغل ازاي بالكومبيتيشن مع الصوديوم بوتاسيوم اي تي دي سبا. طب بعد كده ايه السايد ديجيتالز توكسيسيتي سايد افكت الاثنين تبعش بتاع الدوست ايه هي جي اي تي اس مش تاني مش كده يحصل ايه فوتوكوبيا هيدك بزنس يلو جرين فيجن عالجها سببها ايه البيس بتين فاكتور بتاع الدوست الاستخدام هاي مسيرتنا المال قال الشوف خلاص اوبريشن زي شوف قلنا مين هاي بوكاريميا وهاي بارناتريا صح. طب بعد كده اعالجها ازاي قلنا وقف الاشتراز وازاي ادي بوتاسيوم جيز اس صعب اريزميز طبعا طبعا البتاع دي اسمها ايه فرماتيك فيفر اطفال احنا شرحناها مش هنرجعها بقى اطفال بقى ما انت عارف اللي كويتيه بتاعتها كلمه كانسر صح كانزايتس وابسايتس واسمها جينيتم صح ولا لا حاجات سهله والماينو كانت كلمه بيس والدنيا كانت بيس خالص يعني وعلاجها شويه انتي بيوتيك بنسلين بي اللي هو اسبي فاكرين ولسه مثلا لو كان حلو سهل يعني بس تعالى خش على الاسم والله هنا عليه ما اقولش الاسم اللي ما ينفعش تراجع هتضيع وقت كبير بس انا اقولها بسرعه يعني ايه يا بيزميا حد معاه الاسم يا بنات حد منكم معاه الاسم حدش معاه الاسم خالص شباب في المدينه مدينه اسطنبول ولا لندن ولا ايه طيب مش حد خالص طب هو موجود يعني عاوز اوريكم اللي هو اسمه موجود ان شاء الله نبحث عنه لحد ما لا انا مش لقيته عندي اريزميا يعني ايه يعني اريزميا خلاص مش فاكر يعني ايه قلت اريزميا يعني لخبطه في البلس هنعملها سكيما وانت تحل مع نفسك اي اريزميا صح قلنا ابنورماليتي اوف هارت ريت او ريسك مشكله في ريت القلب سريع او بطيء مثلا ريت او ريسك قلنا بعد كده ايه الاتيول بتاع اي اريزميا في الدنيا كاسكيما اي اريزميا قلنا ايه قلنا حاجه من الاثنين يا اما تاكي اريزميا يا اما بلادي اريزميا صح التاكي اريزميا سببها اسبابها ايه رقم واحد قلنا مين التاكي تابع زي السيمباسوميتكس وسايبوتوكسيكوزس الاثنين سواء القلب ولا لا سيمباسو وميتوكوسايد سواء القلب. طب يبقى لي سببها مين العكس سيمباسو او باب سيمباسو ليتكس صح احسن ومين كمان وهايبوسايبوليز يبقى لي اسباب الاريزميا التاكي سبب اي تاكي اريزم سبب ايه سيمباسو وميتوك سايبوتوكوز اي بعد اريزميا سيمباسو ليتك وهايبوسايبوليز الاثنين مع بعض دول اسباب مشتركه صح مين هي قلت لك واحد مايوكاردايتس بنعالج مايوكاردايتس ازاي عضله ضعيفه بنعالجها ازاي بالديجيتال صح ولا او سكيميك هارت ديزيز اوماتيك هارت ديزيز كونجنتال هارت ديزيز صعب قياس بيقول اسمي اي اسم في الدنيا قال لك مثلا هارت بلوك دي بعد قال لك مش عارف ساينس تك دي صح لا تو واحده كمل انت بالك شهر كله كمل عادي قلنا قياس بيقول اسمي تك وبعد قياس بيقول تك اسمي مين سيمباسوماتيك سوا ديبرز مين سيمباسوليتك وهايبوسايبوليتك طب مع بعض كلهم مشتركين في ايه قلت لي هايبو هايبوكاردايتس اتعالج بالاشتراس وبعد كده سكيمك هارت صح ولا صح في حد بيكتب ايه باخده من الورقه بتاعته. طب هزود ايه بقى في نوعين استثناء من دول في حاجه اسمها ساينس تاكيكارديا وساينس بريكارديا اسبابهم تختلف عن دول ازاي الثلاثه دول اسباب مختلفه يا اما فيسيولوجيكال فاكتور يا اما باثولوجيكال فاكتور يا اما فارماكولوجيكال فاكتور قال لي ساينس تاكي او ساينس برادي هو الامتحان بيجي عاده زي ما قلت لكم اف صح او ساينس تاكي او برادي او هارت بريك مش هيجي اكتر من كده غالبا هتيجي كيس اف عيان عنده ريجولار بالاس خلاص يبقى ساينس تاكي برادي فيسيولوجيكال باثولوجيكال فارماكولوجيكال فيسيولوجيكال حاجه بتسرع القلب ساينس تاكي ايه اللي سرع القلب فيسيولوجيكال مش لو اي واحد فيكم عنده جيجر شويه عنده مشكله عاطفيه مثلا صح يبقى اكسرسايز ايموشن ستريس ده يسرع القلب. طب ايه اللي عمل ساينس البرادي ايه اللي يبطل القلب اثناء السليم صح ولا لا
يبقى ليه عمل فيسيولوجيكال فانتو ساينس تاكي اكسرسايز مش اكسرسايز ساينس بايد ستريب. بس سليب ده لو حد طبيعي، لكن لو حد بعد عنده تعب بعد شهر بتلاقوا نايم عنده اصلا فنتريكولار تاكي كاردي صح ولا لا؟ طب باثولوجيكال فاكتورز اللي هي عمل ساينس تاكي كباثولوجيكال اللي هي عمل ساينس بايد اللي هي عمل ساينس بايد ايه اللي يهدي القلب كباثولوجيكال اللي هيهديه فاكرين اوبستراكتيف جوندس كان عنده بايد سولت عاليه بتعمل بايد كاردي. طب واللي يسرعوا اي حد عنده هايبوتنشن هارت فيلير صح هايبردينامكسيا كوشن ثلاثه اشياء القلب بسبب ثلاث حاجات هارت فيلير هايبوتنشن هايبردينامكس. طب فارماكولوجيكال مين اللي بيسرع القلب؟ اي حاجه اسمها سيمباثيتك بيتا 2 اجنست سيمباثيتك صح. طب ايه اللي بيهدي القلب؟ اي بيتا بلوكر مثلا. حد فاهم حد؟ يبقى اريزمي يعني ايه؟ ابنورمال ديفايت ريت او ريزم. اي اريزمي يجيبها في جاب لي ساين تاكي او بادي هقول له لو كان تاكي اريزمي سبب مين؟ سيمباثيتك سيتوكسيك بادي سيمباثيتك هايبوثايرويد ثلاثه كلهم بيحصل لهم ايه؟ كلهم اسمهم مش حركه ديجيتالز مايكوريز سيستميك هارت ديزيز اوماتيك هارت كونجيت هارت ديزيز. لو كان السؤال ساينس تيك او الكلام يختلف هي هتبقى اسبابها دي وحدها دول بس هي في سيرجر باثولوجي فور فور في سيرجر تاكي اكسرسايز موشن ستريس بالاي بادي سليب تاكي قلت مين هارت فيلير هايبوتش هاي ولا بادي اوسايت نومس. طب فارماكولوجيكال في التاكي بيدي دونات في بادي وبادي. طب ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت اي اريزم اي اريزم ايا كان نوعها ايه او مش كلمه اريزم اللي كده هتبقى يعني رقم واحد اسيمبتوماتيك ممكن عم يشتكيش من حاجه صح بحرف الايه وبحرف البي. رقم اثنين يبقى يحصل له بالبيتيشن يبقى حاسس بضربات قلبه بالبيتيشن او يحصل له بريسيبيتيشن اوف هارت فيلير اند انجينا. مش القلب لو سرع قوي بس في التاكي اريزمي ممكن يجي له هارت فيلير انجينا. بس دي تحصل في مين بس؟ في التاكي اريزمي بس. القلب لو سرع يجيب انجينا زاد الديمون عاوز دم كتير لكن لو بطيء ما يجيبش انجينا. حد فاهم؟ طب بعد كده الحرف السي يبقى عنده مانيفستيشن اوف لو كارديال اوبن وما يصيرش في زفوس صح ولا لا؟ سواء القلب سريع قوي لو سريع قوي بيرقش مش لاحق يملى لو بطيء قوي بدخله قليل في الحالتين يحصل له كارديك اوت. وتكتب ايه عند الكارديك اوت بقى؟ سي بي اس سي بي اس سكين سكيلمنت خلاص بقى بعد كده ما يصيرش في زفوس تايم بعد كده ما يصيرش في زفوس تكتب اي سبب حاجه عن الكوز زي مثلا زي السكيم كارد نتكلم عنها شويه. يبقى كده كان بيكشر كسيمتوم اي اريزم ايه السيمتوم بتاعتها؟ قلت اي بي سي اللي هي رقم واحد السيمتوم اللي بقول بي بالبيتيشن بيبي سي تشوف هارت فيلر جاي دي الحته دي في الانتاكي بس بعد اشيلها. طب بعد كده السي 2 سي لون كارديك اوتبوت كارديك اوت قليل والثانيه كوز عوض الكوز سهل. طب بعد كده هزود ايه في الكلينيكال مش دي ايه الاستثناءات اللي فيها؟ لو كان عندي عنده اي اف هيختلف في حاجه او هزود حاجه ولو كان عندي عنده في تاك وهارت بلوك هزود حاجه. دايما الاستثناءات ماشيه معاك طول ما هي اللي عنده اف ده يعني الاي عنده ذبذبه وزينيه الاي تي مش بيعمل كونتاكشن بيرقش كده لما يكون الاي تي بيرقش دايما ده اللي عنده ولا صح يحصل له سرومبو بليزم ولا لا؟ يبقى ليه في يحصل له حاجه اسمها سرومبو بليز زياده عن اللوج هزود في اف سرومبو بليزم. طب في الفيتا كلها بلوك هزود منه في تاك الفيتا كان سريع قوي بيرقش مش بيعمل مش بيضخ اصلا حاجه مش ممكن يموت ده والهارت بلوك بطيء قوي كل 50 سنه بيضخ ضخه مش هيموت ده يبقى الاثنين دول يحصل لهم ايه؟ سينكوب وصادنس بحرف الاس كده صعبه؟ يبقى اي كلينيكال بيكشر في اي اريزميه اسيمبتوماتيك بالبيتيشن بيزا في الهارت فيلر بعد كده 2 سي كارديك قليل وكوز ازود مين؟ اف سوبر بلس في تاك هارت بلوك هزود سينكوب صادنس. خلصنا من دول؟ طب ايه الساينز بتاعت الاريزم؟ ايه الساينز؟ بعلق على ثلاث حاجات رقم واحد على الميديال بلس رقم اثنين على النيك فين رقم ثلاثة على الهارت ساوند يبقى أو اوسكالتيشن يبقى ثلاث حاجات مين هي؟ رقم واحد نيك فين اوسكالتيشن ليك بلس. تعال نشوف الاوسكالتيشن نسمع اللي عندنا احنا بنسمع ايه رقم واحد اس 1 صح واس 2 والحاجات دي كلها. تعال نشوف الهارت ساوند او الاس 1 والاس 2 الحاجات دي ايه اللي بيحصل فيه دلوقتي الهارت ساوند يحصل فيه ايه؟ رقم واحد اللي عندنا هيبقى عنده مين؟ هو انا لو عندي الهارت ده عنده تاكي ارزمي صوت القلب لسه هتبقى عاليه ولا قليله؟ مش ده المايتر هيلث؟ لو عنده تاكي ارزمي القلب سريع يلحق الفنتركل يملى فما يملاش صح؟ فالفالف يفتح على الاخر مثلا مايتر يفتح لتحت صح؟ يفتح كده ويقفل كده يفتح على الاخر والقلب ملاش كويس فجاي يقفل جاب قفل من تحت اول فوق جامد فالصوت عالي. طب لو عندي بادي ارزمي وجبنا براحته بادي يعني بطيء هيملى على الاخر صح؟ فالفالف فتح لتحت وده عمال يملى براحته فبدا الكاس بيعوم على مين؟ على الدمت يقوم لحد لما يجي يقفل ويحقق الحته الصغيره فلو بادي الصوت قليل اصل قفل من فوق من هاي بوزيشن لو تاكي ما لحقش يملى فقفل من لو بوزيشن فالصوت عالي قوي. حد فاهم؟ يبقى التاكي ارزمي عنده اكسيدنت هارت ساوند لبادي عنده لو ويك هارت ساوند. حد فاهمني؟ يبقى الاس اس هارت ساوند مع الاس ساوند عامله ازاي؟ تبقى اكسنتودد في مين؟ مين قال بادي؟ في التاكي ارزمي ما بيلحقش يملى فهيملى من لو يضرب من لو بوزيشن لكن في البادي ملى براحته فالقاس بعاي فهمنا من هاي بوزيشن يبقى ده عنده ويك هارت ساوند. تبقى فايبل في حاجات ثانيه فايبل في الايه
والفي تيك والهارت لوك فيو ممكن كده وممكن كده مهما قوي ومهما ضعيف. طب بعد كده ده الاوسكلتيشن رقم 2 نخش على مين؟ على النيك فين وايديال بلس. النيك فين احنا عندنا حاجه اسمها اي ويف صح؟ المفروض لو انا عندي ايف مش الاي ويف بتاعت تيمات النيك فين لو عنده في البنت لقيتها ما بيعملش كونتراكشن هل هي بي ويف؟ لو عامل بي دي ويف لو ما عملش بيعمل كده بلاش ايف ما فيش اي ويف يبقى طمح لي الاي ويف دي تبقى رابت في حد التاكي اريزم صح ولا لا؟ وتبقى ابسنت في حد مين؟ الايف. حد فاهم حاجه؟ ده اللي يهمنا في النيك فين. رقم 2 عايز البلس بعلق ايه في البلس؟ بعلق كذا حاجه. رقم 1 الريت والريزم والريسبيراتوري ساينس ريزم respiratory sinus rhythm or response to carotid sinus massage. اولا الريت الاريزم الريت بتاع النيك الميديال بالس هيزيد في مين ولا في مين؟ اكيد هيزيد لو كان تاكي اريزميا صح؟ زي مثلا قالك ساينس تاكي كاردي وايه اللي مين؟ في البلادي اريزميا لو قالك ساينس بلادي حد فاهم حاجه؟ لو مثلا سي لو قالك اتكلمنا عن ساينس تاكي كاردي هات البيتول جوب صح؟ الاثنين مش هات الدول بس ساينس تاكي هات كل حاجه صح ولا لا؟ وهاجي هنا اعمل ايه؟ هات هنا مين؟ مش ده ساينس تاكي او اللي عنده اكسنتويتد مين؟ عنده اكسنت هارت اس 1 صح ولا لا؟ وبعد كده عنده ايه؟ رابد اي ويف. حد فاهم حاجه؟ وبعد كده هكتب هنا الريت عالي. الدنيا سهله حفظت الاسكيما هتحل اي سؤال. يبقى الريت بيزيد في التاكي ولا طب الريزم كلهم ريجولار معانا مين؟ يعني قبل ساينس تاكي هقول له ريزم صح؟ اف اقول له خلاص ريزم ريجولار. طب اسبونس تو كاوتد ساينس مساج لما بعمل مساج الكاوتد مش احنا قلنا في حاجه اسمها باور ريسبتور ومش عارف كلام من ده. لو عملت مساج الكاوتد بشغل باور ريسبتور فبعمل ايه؟ بشغل الفيجا فبهدي القلب. فلما اعمل كاوتد استموشن انا هدي الهارت ريت ده بعمله امتى في التاكي اريزم بلس عالي على المستشفى بعمله كده فيقل الهارت ريت بس ده هياثر على ريتم وعلى الفنتركل مش هو بيشغل الفيجا. الفيجا بيشتغل على مين؟ بس الفنتركل مش فيجا. فاسبونس ساينس بيقلل الهارت ريت صح؟ في الاريزميا كلها ما عدا فيها كلمه فنتر تبقى السلفنتيكل مش بيجي. حد فاهم حاجه؟ يبقى ده بوزيتيف في اي ده بوزيتيف في اي اريزم اكسبت مين اللي فيها كلمه في اللي فيها كلمه في الفنتركل. ليه؟ الفنتركل ملوش بيجي اصلا يبقى ده بيقلل بوزيتيف يعني ايه؟ بيقلل الهارت ريت في حاله تاكي اريزم ما عدا الفنتركل اريزم. اي ازمه في كلمه فنتركل مش هات دامج. ليه؟ ده بياخد الفنتركل ما بياخدش من الفنتركل من البيجاس اصلا او من البايس بس. طب بقى كده اسبيتو ساينسيزم اسبيتو ساينسيزم ده من الاخر كده بوزيتيف في اي عزمة فيها كلمة ساينس. يعني لك ساينس تاكي ساينس بده بص فيها كلمة ساينس صعبة. يبقى تاني انا بعمل تاني تلات حاجات من هي ريديال بلس ريت مالو بيزيد في التاكي البال. طب بعد كده بس ريجل معانا ايه بس بس انا سيجن وين اسبونس كنت اسال اسبونس الكود السنه بس قلت بيقلل التاكي ازميا بس ما عاد فيها كلمه فنتك اللي ما فيهاش فيجاس واثبته ان بص بتاعت ساينس. طب بعد كده ايه الانفستيشن ممكن اعملها؟ ممكن اشخص عندنا ازاي؟ نفس الحاجه اللي احنا عارفينها اهمها اي سي جي صح؟ اشوف الاي سي جي المعصوره كده عندنا. ممكن اعمل اي سي جي ممكن اعمل ايكو كاردكس كل حاجه اكتبهم كلهم بس الاي سي جي هو مين؟ احنا عندنا كذا حاجه في الاي سي جي صح؟ عندنا بي ويف وبي ار انترفال وكيو ار اس. رقم واحد البي ويف مش دي بتعبر عن اتيال بي بولاريزيشن او اتيال كونتاكشن؟ اللي عنده اف ده يخلوه. هل في اتيال كونتاكشن؟ فعنده ابسنت بي ويف. طب واللي عنده اتيال فلاتر بتلاقي دي فلاتر ويف يعني اسنان منشور عامله كده بيت فلاتر هقول دي فلاتر ويف البي بقت فلاتر ويف غير كده نوم. طب والبي ار انترفال مش دي نقل الامبرس من الاتيال ولا فيتك؟ لو عندك تاكي كارديا تبقى شورت بي ار انترفال بتبقى بسرعه. لو عندك بادي اريزميا تبقى المسافه دي بولونج. طب لو عندك فيتاك او هارت بلوك تبقى طويله قوي اسمها اتيو فينتريكولار ديسوشيشن. يعني قال لك كده فيتاك اهو قول له اتيو ديسوشيشن قال لك كتاك ايزنا ولا شوت كده قال لك ايه الفبلات هيبقى فتا ويف قال لك ايه الفبلات هيبقى ابسنت. طب بعد كده اعالج العين ده ازاي؟ اي عين ايزنا بعالجه ازاي؟ على حسب. رقم واحد يورنج الاتاك اثناء الاتاك بعالج ازاي كسكيما برضه بقول لو كان عين اف ذا بيشنت از هيمو دايناميك ان ستيبل. تاني اف ذا بيشنت از هيمو دايناميك ان ستيبل العين مش مستقر بديله ايه؟ اعمل حاجه اسمها دي سي شوك. طب لو العين از هيمو دايناميك ستيبل بديله دوين اي بي ايه اللي هو؟ اميودرون. ده اسمه برود سبيكترم انتي اريزميك اشتغل اتيال ولا اي اريزمي اتيال اريزمي في تاكي اريزمي. والبي حاجه اسمها بوكينامايد يبقى لو ستيبل هدي اميودرون وبوكينامايد. يبقى تاني لو عنده هيمودرم ان ستيبل بيموت مني بيأريست هعمل له شوك. عنده فيتاك سريعه وهيموت عنده هارت بلوك هتعمل له شوك. طب لو ستيبل مستقر شويه مش هيموت مش محتاج اريس العيان ده هعمل ايه؟ اميودرون وبوكينامايد. اسمه مستشفى امينون بيدي له عيان.
طب بعد كده اعمل ايه بقى؟ بعد ما يستقبل اشوف العيان زين بقى اشوف هي اتريال ولا فنتركولا. لو فنتركولا بدي ليه لوكين، بدي مين؟ ليه لوكين ده فنتركولا. طب اتريال بدي ايه؟ بي سي دي، ادينوزين بيتا بلوكر كالسيتشن بلوكر، ودي لهم مين؟ ديجيتيل. صعبه. يبقى ديون دي اتاك بعالج ازاي؟ لو انا ستيبل بدي ايه؟ دي شوف. لو ستيبل امي دوبامين وبروتينامول اي بي. طب بعد اشوف ايه تبقى فنتركولا، وفنتركولا لوكين، لو اتريال اي بي سي دي. طب بتوين الاتاك اعالج ازاي؟ بتوين الاتاك بقى بتوين الاتاك صح؟ هعمل ايه؟ ده خلاص احنا قلنا بتوين الاتاك اعالج ازاي؟ اعالج بقى الاسباب بقى الكوز صح؟ التريتمنت اوف اندرلاين كارديك ديزيز. اشوف والله هو سببها ايه؟ سببها توكسيك اعالج، سببها مش عارف اوماتيك اعالجها، اعالج الكوز صح؟ رقم اثنين اعالج مين كمان اسباب بتوين الاتاك؟ اعمل له اركب له حاجه اسمها ديفايبريتور، اسمها ايه؟ الكترو فيزيك، حاجه اسمها الكترو فيزيكال ابليشن باكو الحته الفوكس اللي بتطلع اريزميا باستار. اعمل حاجه اسمها ايه؟ اركب حاجه اسمها الارتفيشال بيس ميكر، ارتفيشال بيس ميكر ماشي. يبقى بعمل ايه؟ طب ما بعالج الكوز زي اوماتيك فيفر او زي السيكيميك اي حاجه. رقم اتنين بعمل حاجه اسمها الكتروفيزيكال ابريشن صح؟ بخش بالاستار اوك والفوكس دي او اعالج الكوز او اركب له ارتفيشال بيس ميكر. لكن لو كان بقى الاريزميا دي ساينس بادي كارديا كعلاج ساينس بادي وهارت بلوك، دول علاجهم كان بيختلف. فمن ده لو ساينس بادي وهارت بلوك علاجهم كان حاجات بحصل ايه؟ وبنبدا التوبين صح؟ وبعدين كمان وعالج الكوس اهم حاجه تبدا بالظبط بقى تحسين صح؟ وارتفيشال بيس ميكر. لكن غير كده بيبقى علاج زي ما احنا قلنا كده. ده سكيما هي اريزميا، انت تمسك الاريزميا كنوعها احنا طبقناها قبل كده وقلناها سهله. بس شويه الطب انت هتمسك مثلا ساينس تيك ساينس بادي اي حاجه وتطبقها لنفسك بتاكل الحاجات اللي انت عاوزها منها شكرا. موجوده في ورقه يبعتها يا بنات عشان زي ما انتوا لسه جايه فاهم ماشي؟ موجوده زي ما انا قلتها كده بالظبط عشان محدش يقلق يعني. طيب ممكن اسمع الكارديو من بكره؟ اسمحوا لي بالسؤال ده. هايبرتنشن ديفينيشن عباره عن ايه بسرعه؟ عباره عن ديفينيشن. بص انا عاوز صوره فظيعه، صوره 350 يا راجل مش وقت التابع اللي مش هيقولها هيقول لوحده بجد والله. هايبرتنشن عباره عن ايه؟ بيرسيستنت ديفينيشن بلاد بريشر اكتر من 90 صح؟ الجيولوجي قلنا بايما وسكلي بايما حصل ازاي؟ رقم واحد سمباتيك رقم 2 رقم 6 رقم 3 ناقصين اللي بي رقم 4 هايبرتنشن رقم 5 هايبرتنشن رقم 6 مالتي فاكتوريسي رقم 7 فاسكو ابيتوريسي. طب ايه السكن اللي قلنا كلمتين رقم 1 هنا الكوزين وفاسكو هنا الكوزين اللي فاهمين هي قلت اكوميجالي هايبر سيريزم هايبر سيريزم هايبر باور سيريزم هايبر انسولينيا باركال فورد سبونز وكوش المندلة في فوق سيتوما. طب بعد كده النيروش كان من هي همس هايبو سلامك ريجا مش سامع. طب بعد كده أدوية من هي كورتيزون كاتيوين كاتيوين سايكلوسبور. طب بعد كده باسكولان او تكوتكشن والبي بوليساسيم بيجنس بوليس صح. كومبيشن 260 او 260 ليمن سي بي سي حصل ايه؟ السر هات فيلا وهات سايد سمنا بيبن هاي موسكيم خالد جيز صح. طب سي نسي حصل ايه؟ سامع الاسيوس كروز سامع الاسيوس مش سامع هاي باتنسي في الفورس واه لكن ينفاكشو اتنين اه هنا الواه التنبيون حصل ان الفيلا هيماتوية بيوتونويتين حصل ايه؟ قلت لك ساكن في الاتيول كان في الهيموجيكسون بامليدين انفيزيشن نايتين سكر وسمنه سي بي سي ليفروفاي جلوكوز فوز فوز اس الهرمونات فول كومبريكشن اعمل ايه؟ كل واحده سي ان اس عامل سي سي بي اس او تي ان بي سي هنا اللي هنا فانكشن تيست اللي عايز اوصل مسكور صح؟ الجيل كان البيكشر كانت عباره عن ايه؟ قلت اسيمتوماتيك ديسكفر اكسلتري او يجي بالكومبريكشن ذا فيرست بوزيشن او يجي ازاي؟ على الميد كلاس فيجن سيرس بوزيشن. طب ايه العلاج عالج ازاي؟ قلنا رقم واحد سيمباسيك بروكر سنتر زي مين؟ كلورين جانبيون بوليسين نيرفينين الفا بوسيد بوار ريزيبين الفا بروكر بيتا بروكر. رقم اثنين حاجه زي الاس انهبتور مين هي؟ كابتوبيل انالابيل مين هو السايد افكت بتاعهم؟ اس انهبتور هايبر كاريم اسكيما شويكوب باركا اوفيس نوزلتين فانزلتين كالسيوم مين هم؟ فيرمين ديتيز اللي فيرم مين السايد افكت؟ هايبوتنشن هيليك هارت فيليا و كونستريشن بريشر قديمة صح؟ طب بعد كده دلوقتي قلنا لازكس و سايزايد و سبرون اكتون بوتسيان اسبرين. طب بعد كده مين كمان؟ مين ادويه كمان؟ نسيت انا فاكر. مين هم الهيدروزين دازوكسين موسيل صوت النيتروجين بيستخدموا امتى؟ في الهايبر تنسيف الكابلوس. الهيدروزين يعمل ايه؟ الفيكس ده كي بيستخدموا في انجينا صح؟ والدازوكسين الهايبر جلاسيما والمينوكسيلين هيرشو تيست والصوت النيتروجين بيستخدموا يعمل سيناريو كابلوس. هايبر تنسيف الكابلوس سيناريو سهل صح؟ انا وايس مش عارف ايه الكلام ده كله. طب ودي جونس كيميكال ايه اسكي فاكتور ولا موريفاير ولا نون؟ مين نون فاير؟ قلنا وانت عاوز اعرف مين اكتر من مين؟ اولد ايج تايجوسين بوست فاميليستي. طب والموريفاير ولا هايبر فين هي؟ هايبر تنسيف هايبر جلاسيما هايبر ليما هايبر جلاسيما سيليتر بس صح؟ بتقولوا معانا ليه؟ الناس مش بتقول ليه؟ وانا بسمع نفسي انا مش فاهم. طب ايه الانجينا ديفينيشن؟ ما حدش يطلع دلوقتي الديفينيشن بتاع الانجينا ما حدش يطلع عباره عن ايه الديفينيشن؟ كان كازون بيتون بالانس بتوين اوكسجين سبلاي هل السبلاي زاد مين ده مالتي السبلاي اللي زوري ديمان فينتيت هابت هو ده كاريا اللي زوري هنطلع مع بعض كلنا البيج دلوقتي ايه اللي قال السبلاي يا ناس دي كوانتي ناس دي كواليتي صح ايه اللي قال كواليتي
قلنا انيميا ولا هايبوكسيا ايه اللي كوانتيتي قلنا مين لو كارديك اجت سيل اوت بيستوز اللي صار هارت فيلير او مشاكل كوني اتنين في اليوبن سمبوزيوم بوليس مشاكل في الاور اسيستوز بس مشاكل بول كوني اوستيتوز اوف سيزو كونجيتا انيميا صح طب بعد كده انت مش تعمل جينا كان عندك شست في السايت انت استنى كاستر كومبليسيك كونستريك مش سامع اديشن مش سامع اديشن بيسمع فين اللي شوت اللي صار داون ليك انتيشن وعلى خمسه وات ان كيس بيز داي كول اكسرسايز هيفي بين ستريس سكشن تو كوز وستريس وات ان كيس ريس سبليمنت اسوشيشن اسوشيشن وان سويتنج بالو بزنس ديزنيا اديشن فيو بس طب بعد كده ديستريشن وديني ديسي وانا مكسري كارد اكسل بدل سنه 201 تيكن باي هيتس دوت باي سكيمكس ما كونس بتقولوش معايا ليه ليه يا عم خليك على طول او كمان دي كاستريشن الكاست بتعمل ديتكت سايت اند سبيد اوبشن وذر ميكانيكال ايه بس كل اس بس كل ان طب بعد كده اي سي جي بيقول لكم بيعمل ايه اب نورمال مش اوف ميكانيا اللي هي هايبوكاليس والاي سي جي بتقول اتاك من مساله اتاك اللي عنده ديبريس تي في الاجيب له اتاك بالستريس اي سي جي عامله ازاي ذا بيشنت از اكسرسايز اون تيبل او ماسك اي سي جي شيل سبايد اتاك او ريكورد صح يحصل حاجه وز نايتريت فيونت صح ولا لا طب بعد كام كمان قلنا تيس متشابلو كمان فيرما الجيتس اللي في الواد املو دي بي سايد اوف اس ايلومرا طب بعد كده ممكن نسال النمبر طب بعد كام كمان قلت بالاسبل لوبيرو جويد باي بايرونتيك لوبيرو صح ام اي ديفيشن كمان عن ايه اسكيميك نيكوز اوف كاردك مصر دي تو صد كومبليت بريزنس اوف فيرما بيتس اوف سبور ادوني نفس الكلام زودنا سوبوز وانتوا قفص الكروس لكن انتوا مش كان جست بس ايه مور سي بي مور بروج مور نوت ريد تو بيس اللي تبعته نوت ريد باي اس او سبلينج اون ميتو صح كده مش ايرلي طموح الاريزميا في ايدك هات رقم 2 كفايه قوي على تنها هات فيلر اكيوت هات فيلر وزنوم هات سيزون كم تتا ما يكون بيرام شو لو هول يعمل تنبونة لو ستة بيعمل بي سي دي لو بيبيا يعمل اكيوت مانتر انجيش طب بعد كده يحصل له كمان يحصل له صاد انجيس ومرو يحصل له دايب يكونس طب بعد كده الليتكو مش كده تتمين الليت بوست انفانشن زدو بوست انفانشن انجيس صح مايكارديا انجيس بعض زي انجيس على دابل ايج ميكس وبرزيستنت اس تي انجيشن بعد كامل كمان ماي مايكارديز او سومبي ابو لازم دي بي تي او ميور سومبس وفوزن سوبر الفيزيشن كان زي الانجينا بس زود مين في الكاردكسين زود التكريش من يوسفور في اللي قلنا هايبوكانيزيا صح ولا لا طب اي سي جي كان ستيم ولا ستيم ستيم كان عنده اس تي ريفيشن بس مش كان ستيم كان زي الانجينا طب كاردي كان زي سي بي كيو ام بي على بعد 4 8 ساعات بعد كده ليش ما لناش دعوه بيه صح اكتب كده اصل ما لناش دعوه بيه طب كان ماي جلوبال قلنا كام من 1 ل 4 شغلين 3 12 صح ولا لا طب بعد كده العلاج ازاي قبل المستشفى مفيش مشكله المستشفى ده اهم حاجه نداوي سوم بوليتك سيرفيس ايه دوز ذا جيتا ذا بيت مينوم ماستر دو بانيس يو بانيس تيشو بلازمينج اكتيفيتو طب بعد كده في حاجه بقى المستشفى كلابس طب بعد كده انفكت منه كاس وانا باور انفكشن اوف النوكاديا بتقول ده حوالي انفكشن وايه كاردي في الانفكشن ازاي جام بوست من ستيت فيرنس وستيت فيكالز ستيت فيرنس قلنا ايه بتحصل مع بوست سيرفيس ستيت فيكالز مع جي تي بعد كده ستيب فوت وستيب ابيليفين بتحصل مع مين مع الكاردي كاست بعد كده جامد جدا اتش انفلونزا سولومونس كلابسيلا كاردي تي قلنا مايكاردي انفكشن كونجيتال هارت ديز كل كونجيتال قالوا له اس دي كل بابا قالوا له ام اس صح طب بعد كده كان بيشاور مين بعد توكسيك فيتشرز فيبر لو كده انا بقولهم كده بعد كده سب انستغرام اوز بوت سالي بس بعد كده عندها كلاب ان بوست داون فيو اكسبنت اوز داون دول كان بين فول جين ويز دول كان بينس والبالس ابسنت بالس تاكي كارديا وبين اوت طب بعد كده كل اوجي سبسبين رينال سي ان اس بالمره كلهم حصل فيهم انفكشن و انفكشن طب بعد كده البيزين زودنا اللي هو اهم حاجه ترانس دي ليكو ديتكت سمول فيجيتيشن طب بعد كده الكالتشر سي سامبل اوف تيكن كالتشر اندر يوبك اند يوبك صح عايزه تطلع في الداتا دي الداتا اكسبوز في سامبل حالات انت فيتشر نيجاتيف لو عندك نيجاتيف او عالج ازاي بوفلاكتيك عالج الهارت وعالج كمان عالج الهارت كوركشن اوف اندرلاين كارديز اعمل بروجكت ال في اس 3 عالج انفكشن لو دوس ادينو مين اموكسيل جي اي تي ادينو مين تمام طب بعد كده كارديك ادينو كاستر ادينو عالج بقى كارديك قلنا ايه عالج الهارت ازاي ريموفال اوف بوستيك فالف ريموفال اوف دامج ديفال ريموفال اوف كارديكس عالج الانفكشن ازاي وانس انفكتد انه كارديكس ميت ذا بيشنت ماست ريسيفيت اند ديفيد اند بلاد سامبل او تيك فور كالتشر كده ده اللي تشوت بي تيكن ويزاوت سيب ويزاوت ويتنج فور ريزلت اوف كالتشر حد مين بنسلن جي انت ماشي صح طب لو كانت ده السبت ده بس طب لو كانت بقى ستاف فان فوماس انت كنت سيرموناس سبت دريم كان بس انت كنت فاند انتي بولز صح اكيوت باي كونس ديفيشن ايه الاكيوت باي كونس قلنا اكيوت انفيشن بكره مزاوت اسبابه انفيكشن اميونيتوجينيك اديشن او ما تفيو ان الفيلير بوست كانوا سندوم يخلو طب بعد كده كان مش جينا عنده
فاهم لو كان عنده كحد يعني متضخم عنده بالكارديال بين صح او شيست بين. طب بعد كده بالكارديال او شيست بين كان عامل ازاي؟ كان ستريتشنج بين وريتو سين وبسمع في التو شولدر وبيزيد بالموفمنت والسوالون ومن كمان هو سبايرال صح. بالكارديال كان ساب فيكشن بين تو لاير اوف الفيمينال بالكارديال كان بيزيد باي بريسز ان ستيسكوب اجينست تشيست وول بيقل باي ديفلوبمنت اوف فيوجن صح. انفيشن ما حاجه الاي سي جي كان عنده ستيشن اونلي ساب ديفيوز اوليفيشن. العلاج عالج الفوز التي بي بالارسب وعالج منه انا جيت بعد ما نمسك والسيمير دي كوتيكستوري بيقدر في تعبانه اكتبش افرود فيكتوريال سيل صح. يبقى كانس الميس دي ما قال اسمها هيموس قال اسمها كونستراكشن لينك وايت هيموجيك تروما ما اعرفش اول يوز. طب بعد كده السانس الاكسيل كان زي اسبكت بيتورس طب الاكسترانس زون هادي فكر هات فيه قال لي زميلي بيقول ما لقيتش ما لعبتوش النيرفوس لان الفونكس. طب بعد كده في كابكشر لوكال اكاديميك سيستم فور لوكال ده كامل سين سي بي سي نفس سكيلز كانت كده ما بس بيجو. طب سيستم كونديشن عنده ايه؟ سلام عليكم مهندس صح. بري باروكسس بين بشا بري بين بالك اللي بشا على اللانج ديزني على سكر ديسفيجا عرفت الكاونت هو بول صح. بين بشا بري بري بوزيشن وبارسس باروكسس كوز موتسن انفستيجيشن هي اهم حاجه الاي سي جي عنده ايه؟ بلس لو فولتج والسي عنده ايه؟ عنده بلس كوشن بهاو صح. بالكارديال اسبيريشن صح. اعالج ازاي؟ اعالج الكوز زي التي في بالكارديال اسبيريشن عمليه بس واحد انتي بايوتيك. بعد كده بالكارديال بلو تيست وبالكارديال تيست. بعد كده بالكارديال بيس احد الاسئله زي بعض. طب بعد كده كان هارت فيلر اريت في الكلينيكال بريشر كان عباره الديفينيشن كان عباره عن ايه؟ كلينيكال بريشر هارت فيلر مينتين ادي كارديال ات نورمال فينج بريشر صح. طب بعد كده قلنا ايه الكيرجي ليفت اوت اللي كان سبب وين يا اما زيت الافتر او اكسوس هايبرتنشن او كوتيكيشن زيت بينه قلنا مين هايبرديناميك والجلجات اللي هنا والكونجنيتال. طب المصل كمان مايوكارداس مايوكارداس مايوكارداس. طب الليفت سهل. طب الليفت كيف بيكشر الليفت لوكارديا كنا عارفينه وبالمونة كونجنيتال كمان. طب ديزنيا بلوري ريفيوجن بالمونة يديما وبي بي سي صح. طب وغايد كمان لوكارديا عارفينها وسيستم كونجنيتال عارفينها انفيشن نفس الحاجات ديتكتر كوز وتشيمبر هزود مين ايجكشن فاكشن اقل من كام 85 بي ان بي اكتر من وبيعالج ده ليه وهيزود ديجيتال بيشتغل ازاي يزود كونتاكت زي ده على كونتاكت يعني كونتاكت على صوت الصوت بتسمي دي بيسبام سايد افكت بقى ديجيتال توكسيسيتي صح. ايه السايد افكت ايه اللي عرض جاد يوز كونتاست نيوش كمان في سيشن ايه سبب الاي بي سي فاكتور قال استخدامه هايبوزيد ام اي قال يصابوا من الفيلير واول ديج ذات شغله مين ناس بتسمي ذات الصوت معالج ازاي وقف الدايود وقف ديجيتال وبدي متسم ديجيتالز انتي دكتوراني ايه بقى الهوت فيل ابيزمي يعني ايه ابيزمي ابلومال ديبارت او بس التكزار بين سباسو ميديك وسايو توكسيك البازا سباسو ريزيك هاي بوسا الاثنين مع بعض ما يكونش ديجيتالز كيميكال هارزوماتيك هوت كونجيت هوت دي صح. كيك بيكشر رقم 1 ايه اسم ده بول بي بالبيديشن اوف بيس بتشوف هوت فيل وان جاني دي تاكي وسي اوز ولوكا دي كابو صح. طب الساينس ادي البلس والنيك بينس ومن كمان والاسكالتيشن سهل الانفستيجيشن اي سي جي اعالج قلت اثناء الاتاك لو عنده ايه هيمو دايك على ستيبل اي سي لو ستيبل اميدون بوكينا مايت صح. بعد كده لو كان انت اسمها هدي مين اي بي سي دي لو بنتك لو هدي لي روكي بتقول ده الكلام صح. اومات كيف الاطفال او انت بدايسكشن عباره عن ايه؟ عباره عن تيم في الاول انت ما قد لها فورس كانت صح؟ اسمه كان كلمه حماتي فكانها الاتش كان مين؟ هايبرتنشن والام كان مين؟ مارتان سندروم والاي كان اسيوس كوز والتي كان تروما والاي ال ار دانون سندروم. كان جابتش عنده اكيوت ديورنج جست بين بيسمع في الباك صح؟ ويحصل صدمه نصف بين في الحالات ويقفل الارضي ممكن يقفل الكاوتر يعمل ايه؟ سنكوب وستوب يقفل بقى كامل السبكريبشن يعمل ايه؟ الجوت يعمل ايه؟ جي ابدومنال بينوس كام يقفل هنا يعمل ايه؟ فيلير يقفل اسبانال يعمل مين؟ بارفليجيا. اعالج ازاي؟ اشخصه بسي تي ام اي وحاجه اسمها اورتيك انجيوجرافي. اعالج ازاي؟ اورتوجرافي. اعالج ازاي؟ اعالج الهايبرتنشن وسيرجيكال كوليكشن. هنيجي دلوقتي ناخد شغل الطب والنيوز.